الخلل؟ أين الخلل؟ يعالج الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. أين الخلل؟ انتظروه كل سبت على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. الأخوات، نحن على المباشرة اليوم سبت 23 أبريل 2016، والموضوع تاعنا اليوم هو حول الثقة في الجزائر والتغيير. سيلتحق بنا إن شاء الله بعد قليل الأخ حسن زيتوني اللي هو كاتب وإعلامي، راكم تعرفوه. معي على الخط الأخ نوري. الإخوة اللي تحبوا تتصلوا بي نحن على الخاص. الأخ نوري، بداية في انتظار هو أنه يلتحق بنا الأخ حسن زيتوني، إذا كان ممكن هو أنه ديرنا تعريف حول الثقة والأنواع نتاعها. نعم، شكرا الأخ نوري. فيما يخص الموضوع اليوم اللي هو يعني الثقة، فالثقة هي في الحقيقة كلمة بسيطة تتكون من حروف قليلة، ولكنها في الأصل يعني تملك وزن ثقيل بين الأفراد وفي أوساط المجتمعات، حيث أن في حالة غياب الثقة تصبح عندنا أو كما يسميها الكثير أزمة ثقة. قد تبدأ هذه الأزمة بين الأفراد أو بين الشخص ونفسه، وتنتقل ما بين الأفراد، ثم تنتشر داخل الأسر، ثم تعم على الجماعات أو على المجتمع، ثم تعم على الدولة أو الدول. فالثقة لغويا هي كلمة مصدرها الفعل وثق، يثق، ثقة، موثقا، واثق، والمفعول هو موثوق أو موثوق به. والفعل وثقة بمعنى ائتمن أو صدق أو سكن إلى أو اطمأن أو غير ذلك. وهناك مفردات عديدة لكلمة الثقة، منها مثلا نجد الأمانة، الصدق، الإخلاص، الاستقامة، الصراحة. وأما المضادات لكلمة الثقة فنجد كذلك الخيانة، الدجل، الغدر، الغش، الشك أو الريب، الافتراء، النفاق، الإفك، الخداع، وغير ذلك من المفردات الأخرى. ومن حيث الاستعمال، طبيعة استعمال هذه الكلمة، هي في الحقيقة تستعمل كثيرا، كما نسمع الكثير يقول الثقة بالنفس مثلا. هذا الاستعمال شائع كثير، وهذا يعني أنك تثق في نفسك وتعتمد عليها وترتكز عليها. وفي كذلك يقول لك مثلا انعدام الثقة، خاصة بين الطرفين أو بين الجماعتين أو ما شابه ذلك. وقد يقول لك مثلا إنسان هذا الخبر من مصدر ثقة، يعني من مصدر موثوق منه. وكذلك نسمع الكثير يقول، المصطلح يقول حجب الثقة. هذا الكلام الذي يتمثل في كثير من الأحيان أثناء تصويت البرلمان ضد سياسات الحكومة، يقول حجب الثقة. إذن من حيث الاستعمال هي شائعة الاستعمال. الآن مثلا إذا أردنا أن نعرف الثقة اصطلاحيا، ماذا نقصد بالثقة؟ ففي الحقيقة يصعب على أي إنسان
إذا ما أراد البحث عن مفهوم الثقة اصطلاحيا أن يحددها بشكل بسيط، ولكن نحن نحاول. فأولا، الثقة هي إحدى مقومات رأس المال الاجتماعي، أي هي رابطة معنوية، هي رابطة لا ترى بالعين، لا تلمس، يعني رابطة تمشي بين الأفراد وبين الجماعات، وهذا الرابطة المعنوية التي لا ترى ولا تلمس تعمل على تقوية وانسجام ذلك التماسك الروحي بين الأفراد وبين الجماعات، حتى يسمح لكل فرد أو لكل مواطن أن يدلي ويبرز قدراته العقلية، وكذلك في نفس الوقت يستطيع أن يمارس نشاطاته لكي يصل إلى طموحاته الإيجابية. نعم، يقدر يبدو للإنسان في البداية هذا التعريف جد معقد، ولكن نحاول أن نبسط ذلك. فالثقة سواء بالنسبة للفرد، يعني ما بين الفرد ونفسه، أو للجماعة، أو ما بين الفرد والجماعة، مهما كانت هذا النوع، فهي عبارة عن حبل أو نسيج معنوي غير مرئي. يعني كان شيء راه يربط ما بينك وما بين نفسك، والله ما بينك وبين الجماعات، وهذا الشيء تعرف باللي موجود في هذا الرباط، ولكن ما تقدرش تشوفه، ما تقدرش تلمسه. هذا النسيج يتمثل في أمور كثيرة، منها مثلا الصدق، الأمانة، المصداقية، الوفاء، كل هذه الخصال هي التي تعتبر هذا النسيج المعنوي التي تربط ما بينك وما بين الأفراد الآخرين، وبما يسمى بالثقة. إذن حيث إذا فقد هذا النسيج أو هذا الحبل الذي لا يرى، ماذا يحدث؟ يتلاشى الانسجام المعنوي بين الأفراد والجماعات، وبالتالي تتدهور التركيبة الاجتماعية. إذن باش نعطي مثال ونوضح أكثر فأكثر، عندما تنعدم الثقة مثلا بين الزوجين، باش نوضح المثال، ويقدر هذا المثال يضربه الإنسان على أي شأن كان. فعندما تنعدم الثقة بين الزوجين يصبح كل شيء ممكن أن يحدث، قد يؤدي بالأسرة إلى الائتلاف أو الإهمال أو التشتت. إذن نجد أن الثقة هي في الأصل رابطة معنوية كما أشرنا سابقا، متينة، وكذلك هي ضرورية. هذا هو المفهوم الاصطلاحي لمفهوم الثقة بشكل يعني مبسط. وفي الدراسة هناك دراسات، وهناك كتب، وهناك مقالات، وهناك مفكرين يعني أعطوا مفاهيم متعددة لهذا الأمر. الآن ما عرفتش إذا كان مروا للجانب الثاني اللي هو الأنواع، أو أنك نعم. تتكلم في انتظار اللي هو أنه يلتحق بين الأخ حسن. المهم الإخوة اللي راكم تتابعوا فيها من الناس اللي موالفين تشاركوا معنا الإذاعة نتاع وطني، الأخ شريف عبد القادر تونسي، إذا كان فيه إخوة هكذا يعني راهم معاكم هكذا، ولا راكم في دردشة والله ويحبوا يشاركوا معنا، أعطيوا لهم الحساب نتاعي الخاص، ناس ثقة يعني يجيوا معنا الحساب الخاص، لأنه الحساب العام هذا نتاع إذاعة وطني للأسف الشديد اليوم راهم ضربوه ضربة صحيحة. وحتى باش ما نتعطلوش في هذا الحوار، إذا كان فيه إخوة هكذا ثقة تعرفوهم ما فيش مشكلة، مرحبا بهم. إذن الأخ نوري في انتظار هو أنه يلتحق بنا الأخ حسن. نمر للنقطة الثانية اللي متعلقة بالأنواع نتاع الثقة، وش هي الأنواع نتاع الثقة؟ نعم، هو في الحقيقة الأنواع هي كثيرة، منها مثلا نجد مثلا يقول لك الثقة العمياء. نعم، وهي الثقة الإنسان اللي يعني كما نقولوا يقول لك يتيق يعني بعينيه ممضين كما نقولوا احنا بالعامية. نعم، الثقة المبالغ فيها. نعم، وهذه يعني في جانب معين، يعني عندما تكون تتعلق بالثقة بالله هي يعني جيدة، يعني الإنسان يكون عنده ثقة عمياء بالثقة بالله. وهناك كذلك الثقة العوراء،
هذه الثقة العوراء كما يسميها بعض لا، المفكرين. كاين الثقة العمياء، هو أنه مثلا شخص يثق في شخص، والله يثق في بنت ولا امرأة ولا كذا، يثق فيها ثقة عمياء، ولكن ثقة بالله ما مش كيف ما ثقة بالإنسان، لأنه لا بطبيعة الحال هو يعني وش قصدي يعني يحب بدل، وكان ثاني كلنا عندنا ثقة الأخ عمياء مولود بالله يعني. الميكروفون يا الأخ مولود. نعم تفضل الأخ نور. نعم، الثقة العوراء كما يقول بعض المفكرين، وهي التي تغمض عين وبالعين الأخرى تراقب، يعني نعم. ما بين وبين كما نقول احنا. الثقة العيناء كما يقول بعض المفكرين هي التي تتحول من لحظة إلى أخرى إلى العكس، يعني تنقلب من حالة الثقة إلى حالة المواجهة والغدر كما نقول احنا. نعم. الثقة الجوهرية أو الثقة بالنفس المعروفة اللي هي تخص يعني الفرد مع نفسه، يعني لازم له ثقة بنفسه باش يعني يمشي يقضي الغرض نتاعه والله يعني يوصل إلى طموحاته أو ما شابه ذلك. الثقة بالغير أو بالآخرين يعني هي في الحقيقة تكون جيدة عندما تكون مثلا الثقة بالمؤمنين. كذلك هناك مثلا الثقة المؤقتة أو الزمنية أو الظرفية إن صح التعبير. هذا النوع من الثقة يحدث غالبا عندما تكون في ظرف أزمة، في ظرف أزمة أو في سفر أو في مشكل، تقدر تتلاقى مع إنسان ما تكونش تثق فيه ربما، ولكن لتمرير ذلك الظرف الزمني تنسجم معاه وتثق فيه فقط باش تمشي معاه في ذاك الظرف الخاص. ثقة نسبية. نسبية نعم. نعم. يعني تدير فيه الأمان ويدير فيه الأمان باش تجاوز ذاك المشكل أو تلك الحقبة. كاين الثقة المطلقة وكاين الثقة النسبية. نعم. نعم. هو يعني نحاول نعطي المصطلحات، ولكن كل واحد يقدر يعطي مصطلح حسب يعني اللي كيما يحب هو. نعم. كذلك نقدر نقول مثلا هناك الثقة إن صح التعبير أنا نقدر نسميها الملغمة، التي يستعملها الناس الذين يحتالون في جميع المجالات، الناس المحتالين. تقصد يعني ثقة مش مبنية على أساس، ثقة وهمية هكذا. إيه يعني يجي واحد الإنسان باش يحتال عليك لازم تثق فيه، ويخلق لك ويبين لك أمور يخليك تثق حتى أنه مرات الناس هكذا يقول لك شغل لما واحد يسرقه يقول لك سرقة نتاع كونفيونس. هذا هي قصدي، يعني ثقة يعني أنت غادي تثق فيه، بس عندك الثقة هذيك راهي مخدوعة، راهي ينصب لك باغي يوصل الأمر. نعم. كان مثلا الثقة المتبادلة، يعني متبادلة ما بين الطرفين. يعني هذه ثقة. نعم الأخ حسن، نحن على المباشرة، اصبرني درك يكمل الأخ نوري ونعطيه لك الكلمة. تفضل. كان هناك كذلك الثقة الاجتماعية، وهذه هي يعني الضرورة اللي تحتاجها المجتمعات، وربما لما نتكلموا في النقاط اللاحقة ربما نتطرقوا لهذا الجانب المهم. هناك الثقة الإعلامية، هناك مثلا كذلك الثقة السياسية التي تتشكل في علاقة المواطن مع الأنظمة أو مع الحكومات. نقدر نضيف مثلا كذلك الثقة الإدارية. الثقة الإدارية هو أن الإنسان مثلا لما يحط الملف نتاعو، يقدم الملف نتاعو الإدارة، يكون عنده الثقة باللي الملف نتاعو راح يدرس وراح يعطيه أهمية، ماشي يضغط يشيل المهملات. هذا يعني باختصار نحاول كيفاش نعطي نقاط يعني باختصار، ربما نخلي للإخوة يزيدوا يدخلنا. نعم، إذا راهو التحق بنا الأخ حسن زيتون اللي هو كاتب إعلامي والآن راهو مراسل للقناة الروسية. الأخ حسن مرحبا بك. مساء الخير أخ نور الدين، واش راك لاباس؟ والله الله يعزك، شكرا، أهلا بكم. الله يبارك فيك الأخ حسن. معذرة على هذا التأخير لأنه صار فيه خلل. نعم صحيح، في آخر لحظة. صحيح. لم أستمع إلى مداخلة الزميل اللي قبلي، فقط ما فيش مشكلة. المهم إحنا كنا درنا واسمه تعريف للثقة والأنواع نتاعها. نحن رانا في بداية هذا البرنامج. نعم. الآن نتحول للثقة في الجزائر الأخ حسن. يا هل ترى توجد ثقة بين الحاكم والمحكوم بداية،
ومن بعد نمر للنقاط اللي بعدها حول الإعلام، حول التجار، الأحزاب، المعارضين، نجيو لهم واحدة واحدة. نبدأ بالثقة بين الحاكم والمحكوم. أعتقد هنا يعتمد الأمر على من هو الحاكم ومن هو المحكوم. نعم. يعني تعاقبت على الجزائر عدة قيادات سياسية، ومنهم من كسب ثقة الشعب لأنه كان مخلص مع الشعب، ومنهم من فقد ثقة الشعب أو كما قلت المحكوم، وذلك لأسباب يعني معروفة. وكذلك الشعب أو الحكام الجزائريين فقدوا في مرحلة معينة ثقتهم في شعبهم، كذلك لأسباب معينة. وبالتالي فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم في الجزائر ليست واضحة على الإطلاق. يعني إذا تحدثت إلى المواطن العادي الجزائري، فدائما عندما تكون انتخابات نجد ناس يأتون ويريدون الاتصال بالمواطن والتعرف على المواطن والاحتكاك به والاستماع إلى انشغالاته. بمجرد ما تنتهي الحملة الانتخابية وتنتهي الانتخابات يطوى الملف ويصبح المواطن لا قيمة ولا معنى له بالنسبة للمسؤول الجزائري، سواء كان منتخب في مجالس محلية أو ولائية أو في مجالس في وطنية. فهذه الظاهرة موجودة، يعني ليست فقط لا تقتصر على المجتمع الجزائري، وإنما موجودة يعني في معظم المجتمعات، خاصة المجتمعات العربية للأسف الشديد. فالثقة ليست موجودة، أستطيع أن أخلص إلى هذا القول، ليست موجودة بالشكل الذي نريده بين الحاكم والمحكوم في الجزائر. نعم. الأخ حسن، دائما في الموضوع نتاع الثقة، هل ترى فيه ثقة في الإعلام، سواء الإعلام المحلي ولا الإعلام الوطني ولا حتى الإعلام هذا اللي راه موجود في الخارج، يعني في القنوات الفضائية؟ نعم، يعني كون هو أنك أنت إعلامي وعندك باع في هذا المجال. أعتقد أن الثقة في القناة بحد ذاتها أو في الجريدة أو في الراديو حسب الوسيلة الإعلامية المستخدمة تعتمد على الأشخاص الذين يعملون في هذه المؤسسة. أنا شخصيا أتكلم يعني عن نفسي وأعوذ بالله من كلمة أنا، دائما أريد أن ألتزم ب يعني في أكثر يعني بكل ما أستطيع أن أحافظ على قول الحقيقة، نقل الصورة من الميدان كما أراها، وأترك للمشاهد ليحكم على الموضوع. نعم. فالإنصاف ومحاولة يعني التحلي بالموضوعية ومحاولة نقل الحقائق هذه تعود ليس إلى القناة بحد ذاتها أو المشرفين عليها، بقدر ما هي تعتمد كذلك على شخصية الشخص الذي يكتب أو الذي ينقل الخبر عبر راديو زي ما نتحدث الآن، أو عبر قناة تلفزيونية تقرير إخباري. فكله يعتمد على، يعني هناك من بعض الأشخاص، بعض الصحفيين المميزين الذين يعني يتحلون أو تتجلى فيهم هذه الصفات، فيستطيعون الأداء القيام بعملهم. وهنا نرجع إلى مسألة الثقة. إذا كان الصحفي واثق أو الإعلامي بصورة عامة يعني واثق من نفسه، واثق من كلامه، واثق من الأشياء اللي هو ينقل فيها، ولا يخاف أن يقول كلمة الحق، فأعتقد أن القناة لا تستطيع مهما كانت أن تمنعه من قول الحقيقة. وبالتالي فالثقة تعتمد على شخصية الشخص الذي ينقل الحدث. ولهذا يعني للأسف الشديد كثير من يقولون والله هؤلاء الصحفيين يشتغلون عند مؤسسة عندها إيديولوجية وعندها توجهات. نعم، هذا شيء وارد، لكن فيه مجال للشخص. وأنا بحكم يعني تربيتي في الجزائر وكذلك دراستي في المجتمع البريطاني، تعلمي مهنة الإعلام وممارستها هنا في مجتمع بريطاني، تعلمت شيء أنه المصداقية أساسية، الجرأة ضرورية، التحلي بالموضوعية، محاولة نقل الحقائق، ولا تبالي بمن يملك هذه المؤسسة أو هذا الجهاز الذي أنت جزء تشتغل لديه. زي ما الآن يعني مثلا أشتغل مع قناة روسية، في خط وفي توجه، لكن لم أرى أي يعني في أي لحظة أنني
مضطر لألتزم بهذا الخط أو بالتعبير عن وجهة نظر مخالفة لما أؤمن به في قضايا التي أناقشها كمراسل. وبالتالي ف يعني بعض الصحفيين للأسف الشديد يتحملون مسؤولية الغير، يعني يتفادى، أنا يعني أعرف الزملاء يتفادون التعبير عن حقيقة ما يختلج في أنفسهم أو ما يرونه أمامهم، فقط لأن ذلك الأمر قد يزعج رئيس التحرير أو قد يزعج صاحب القناة. فهنا يعني أعتقد أن اللوم يلقى على الشخص، على الصحفي، على الإعلامي، وليس على القناة. لكن هل فيه ثقة في الإعلام؟ فأعتقد أننا ما زلنا بعيدين في هذا المجال. عندما تكون هناك حرية حقيقية يمارسها الصحفي ولا تكون هناك ضغوطات، يعني مؤخرا في الجزائر على سبيل المثال سمعنا صحفي لم يتفوه بكلمة السيد الرئيس، تم يعني إقصاؤه من تقديم نشرات الأخبار. يعني هذا أعتقد أنه هذا التفكير، لا أعتقد أنه الرئيس نفسه هو الذي اتخذ القرار، وإنما ربما مدير أراد أن، لا أعرف، يعني أراد أن يرضي شخص معين في هرم السلطة، وبالتالي أقصى صحفي على لأنه لم يقل سيادة الرئيس أو يعني هذا كلام يعني تجاوزته الأحداث. لابد أن نتغاضى عن مثل هذه التصرفات، يعني أقول بسيطة، ونذهب إلى الأشياء الكبرى، يعني القضايا الأساسية. نعم. لا يمكن إحلال مجتمع ديمقراطي حقيقي في بلادنا من دون أن نسمح للكلمة لأن تظهر، خاصة كلمة قول الحق، خاصة إعطاء الأولوية للإعلام الذي يكون إعلام نزيه يسعى إلى كشف الحقائق. وأعتقد المسؤول الذي يسمح بكشف الحقائق العمل الإعلامي سيكون في مصلحته، لأن الرئيس مثلا لا يستطيع أن يعرف كل صغيرة وكبيرة وما يجري في البلاد، لكن عين الصحفي في أقصى الشمال وأقصى الجنوب وفي أي مكان ينقل ما يجري من حقائق، فهذا يساعد السياسة، يساعد المسؤول، يساعد الرئيس، يساعد رئيس البلدية، يساعد على أن ينقل له الحقائق كما هي. وبالتالي فعلينا أن ننظر إلى الصحفيين ليس كأعداء، وإنما كمواطنين لديهم مسؤولية، لديهم مهام، لديهم يعني والإعلام ليس فقط نقل وقائع وحقائق، وإنما هو كذلك لديه مسؤولية، خاصة في مجتمعاتنا السائرة في طريق النمو. نحن نريد أن يكون إعلام توعية، إعلام تثقيفي، إعلام إرشادي، إعلام يعني إيجابي داخل المجتمع، ليس بالإعلام السلبي الذي يسعى إلى يعني ما نسميه في لغة الصحافة بالصحافة الصفراء، وينظر إلى الأمور التافهة. حتى ولو أن الآن يعني في الجزائر في قنوات فضائية خاصة، ولا أعتقد أنها خاصة لأنه هناك أطراف سياسية تتدخل فيها وتتحكم في أمورها، لكن نحن نسير في الطريق الصحيح في اعتقادي، ولا بد من تشجيع المواهب الجزائرية. والجزائر أعتقد أنها رائدة في هذا المجال فيما يتعلق بالصحفيين، مثل ما هي جيدة في كرة القدم. فيما يتعلق بالمؤسسات الأخ حسان، فيه نعم مؤسسات المواطن الجزائري ما يثقش فيها. هل المؤسسات، مؤسسة عندما مؤسسة نقول مثلا مؤسسة، كي نقولوا مثلا القضاء، نقولوا مؤسسات أخرى مش بالضرورة يعني القضاء، هناك مؤسسات نتاع الدولة الجزائرية اللي المفترض هي تلعب دور لكسب الثقة نتاع المواطن. المواطن الآن هو صار لا يثق فيها، مثلا لو روح يرفع دعوة في القضاء يقول لك باللي القضاء مشري، صارت نعم الناس تشري هذا المو واقع. يعني الواحد في الجزائر يطلب الله من الله انه ما يصاب بمرض ولا تكون عنده في قضية في العدالة، لانه هذين القطاعين في الجزائر مشكلة كبيرة، والله يستر. يعني الانسان اللي عنده مشكلة صحة ومضطر انه يعالج فسيجد يعني كارثة، وإذا راح للقضاء ما فيش عدالة في الجزائر، ما فيش قضاء. وأنا يعني أتكلم بحكم تجربة. فهذين المؤسستين بالذات لا بد من إعادة النظر في من يشرفون على إدارتهما، وكذلك بقية المؤسسات. يعني عندما تكون المؤسسة منضبطة وفيها ناس يعني شرفاء مخلصين يريدون العمل يعني بإخلاص من أجل
يعني إنجاح عمل هذه المؤسسات تنجح العملية، لكن عندما يكون الخلل موجود والشخص المعني، وهنا أقصد الوزير والمدير والمدير العام وكل المشرفين على هذه المؤسسة والمسؤولين عليها، أن يتحملوا المسؤولية. المؤسسة ما هي إلا كيان جامد، ما هي إلا مبنى أو عمارة، لكن كيف تدار؟ هذا هو السؤال. هل هي تدار بشكل يجعلها أنها تحظى بثقة المواطن وباحترام المواطن، وبالتالي بالأخذ والرد معها حتى يكون المواطن أو تكون هذه المؤسسة في خدمة المواطن، والمواطن يحترم بدوره هذه المؤسسة عندما تكون تؤدي دورها؟ فهنا لا يوجد، لكن المشكلة تكمن في أن بعض الناس يعمدون عن قصد أو عن غير قصد لا أعرف، إلى إفساد المؤسسة وخلق العراقيل والمشاكل، وبالتالي يجعلون المواطن يستفز من، يعني يكون رد فعله عنيف ويفقد الأمل ويفقد الثقة في المؤسسة. فأعتقد أن الأشخاص هم الذين يتحملون هذه المسؤولية، ولو كانت المسؤولية تكليف وليس تشريف كما أصبحت في الجزائر. يعني أصبح المسؤول يعتقد نفسه أنه هو يعني كل شيء، وهو وضع في هذا المنصب لأنه هو أهل به وجدير به، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يناقشه. فأعتقد عندما نتخلى عن هذه المسألة، تصبح مسألة إقامة ثقة بين المواطن والمؤسسة ضروري. للأسف الشديد كثير من المؤسسات الحيوية في الجزائر فقدت الثقة في المواطن، والمواطن فقد الثقة فيها، والأغلب والمرجح أن المواطن هو الذي فقد الثقة في المؤسسة وليس العكس. نقول مثلا البرلمان، برلمان البلدية إلى غير ذلك من المؤسسات، الشرطة، الدرك، كل هذه المؤسسات اللي المفترض مثلا تصرفات بعض النواب، يعني بعض النواب انت انتخبت لكي تمثل هذه الدائره الانتخابيه او هذه الولايه، لماذا تصبح انشغالاتك واهتماماتك هي كيف تستفيد من منصبك كنائب بمجرد ان تنتخب؟ هل انتخبت لكي تحصل على جواز دبلوماسي وعلى 20 مليون ولا 50 مليون؟ كم ثمن؟ يعني أصبحوا يتكلمون فقط عن أشياء تتعلق بهم شخصيا، ماذا يمكن لهذا النائب عندما ينتخب أن يجني من فوائد شخصية؟ هذه الظاهرة للأسف الشديد لم تكن موجودة في السابق. احنا الآن وصلنا إلى هذه الحالة، نواب يتحدثون فقط عن يعني بطونهم، عن مصالحهم، عن فيزا لأولادهم وعن دراسة لأبنائهم وعن مش عارف. هذا هو الواقع السيء في الجزائر. ولكن هل النائب فقط يتحمل المسؤولية؟ لا، لأنه يرى أنه من فوقه من المسؤولين يعملون نفس الشيء، وزراء، رؤساء أحزاب في المعارضة أو غير المعارضة، يتصرفون بهذه الذهنية للأسف الشديد. أصبحت يعني في يؤسف له، يعني أنا أشمئز منه كجزائري، لأنك عندما يعني تختار أن تكون منتخبا من قبل الشعب لتمثله، فعليك فأنت الآن تتحمل مسؤولية أمام الشعب، أمام البلد الذي أو الولاية التي تنتمي، وأمام الله، فهي مسؤولية كبيرة. الناس نسوا هذا الأمور. هذه في السابق كانت يعني خصال بعض السياسيين في السابق في الجزائر، حبذا لو يعاد تكرارها من حين لآخر. يعني شخصيات وطنية، ومنهم اللي يعني توفي ورحمه الله، ومنهم اللي ما زال على قيد الحياة. هذه الشخصيات لابد أن ننظر إليها، نأخذها كنموذج، نأخذها كمثال يقتدى به. لماذا احنا الآن أصبح الفساد منتشر في كل مكان؟ أصبح الطمع، أصبح يعني اللهث وراء المادة، كل شيء أصبح مادة مادة. أعطيني ابني يأخذ فيزا، ابني يدرس في الخارج، ابنتي تعمل هنا، أعطيني. يعني أصبحنا في واقع للأسف الشديد يختلف كليا عن الجزائر التي نعرفها، الجزائر التي تربينا فيها، الجزائر الخصال الجزائرية التي كان يتحلى بها المسؤول البسيط والمسؤول القوي في هرم السلطة الجزائرية. لماذا تغيرت هذه القيم؟ لماذا أصبحنا نلهث وراء الماديات؟ لماذا أصبح هذا الطمع؟ يعني يأخذ بيت هنا ويأخذ قطعة أرض هنا، وكل همه
الوحيد هو كم يحصل على من مزايا، كم يحصل على مزايا من هذه، كم يحلب هذه البقرة اللي اسمها الجزائر. هذا هو هذه هي المشكلة، ولا يوجد قانون رادع ليوقف هؤلاء الناس. وهنا لذا قلت أن مؤسسة القضاء والقانون فشلت، لأنه يعني وأنت تعرف في ديننا الإسلامي العدل هو أساس الحكم. إذا كان هناك عدل يكون هناك حكم، إذا ما فيش عدل ما فيش حكم. زي الإعلام، ما فيش حرية ما فيش إعلام. نفس يعني هذه للأسف الشديد ما فيش قانون رادع، حتى القانون أصبح في خدمة هؤلاء الأشخاص، ويعني أصبح غير مستقل، أصبح يعني جزء لا يتجزأ من نظام فاسد قائم في البلاد. للأسف الشديد المواطن البسيط لا يستطيع أن يعمل شيئا، لأن القوي يملك القضاء، يملك السلاح، يملك كل الوسائل التي من شأنها أن يعني يقمع هذا المواطن إذا أراد أن يقول كلمة الحق. وهذا هو للأسف الشديد الواقع الذي تعيشه في الجزائر. ففقدنا الثقة، فقدنا القدرة على يعني احترام أنفسنا كمسؤولين. يعني الناس مسؤولين ما يحترموش أنفسهم، ما يقولش عيب أنا عندي مسؤولية لازم أمضي. أنا لا أقول كلهم فاسدين، حاشا، يعني فيه ناس اللي يعني ما قدروش يخرجوا من يتحملوا مسؤولية ويدخلوا في عالم الفساد وفي عالم الرشوة وفي عالم الاختلاسات وفي عالم يعني احنا نستمع يعني إلى أشياء يعني مؤسفة جدا، أنه شخص يسرق مليارات ومليارات ويأخذها للخارج ويترك الجزائر تعاني والشعب يعاني والفقراء يعاني. وإحنا يعني بلد الحمد لله، يعني ربي أعطانا كل ما نريد لكي يكون هذا البلد قوي، بلد عدل، بلد حق. أخ حسن، بلد. نعم، على ذكر الثقة نتاع جبت انت دوك القضية نتاع الإسلام، يعني يكون هو أننا مسلمين، وجبت أيضا القضية هذه نتاع النهب نتاع المال العام إلى غير ذلك. نعم. فيه نوع من الأنواع نتاع الثقة اللي هي الثقة المعنوية. دوك انت الآن كيفاش تقيم لنا هذه الثقة المعنوية لما تشوف انت دوك مثلا رجل الدين يفقد فيه المواطن الثقة؟ نعم، رجل الدين يعني تقصد مثلا وزير شؤون دينية، أو تقصد رجل سواء وزير شؤون دينية ولا الإمام تاع المسجد، الإمام المسجد. يعني للأسف الشديد هذا راه من الآن ذرك صار فيه ذوك مثلا شغل تبييض إلى ناس مجرمين. نعم، يعني هذا للأسف الشديد من يتحمل مسؤولية؟ هل يتحمل المواطن العادي؟ لا، يتحمل الشخص المعني نفسه. هذا عندما تقول أنا إمام وأصلي في المسجد وأخاطب، هذه يعني ربما أخطر مسؤولية، أخطر من مسؤولية النائب أو الرئيس أو الوزير اللي ممكن يقسم على المصحف وبعدين ينسى. لا، هذا يعني وزارة الشؤون الدينية ولا وزير الدينية ولا رجال الدين أو من يتكلم نيابة عن كتاب الله، أعتقد أنه يتحمل مسؤولية أخطر وأكبر أمام الله وأمام المجتمع. لا بد أن يعني على هؤلاء الأشخاص أن يدركوا حجم الخطر الذي يحملونه وحجم يعني الكارثة التي قد يأتون بها من خلال استخدام الدين لتبييض جرائم. يعني أنا سمعت وزير اتهم في مرحلة معينة بأنه اختلس أموال وهرب خارج البلد، وصدر حكم قضائي في حقه بإلقاء القبض عليه استرجاعه أو استعادته الوطن من أجل مساءلته عن تلك الاختلاسات. فجأة يرجع هذا الوزير، وفجأة يذهب إلى مؤسسة دينية اسمها الزاوية، وفجأة يصبح عبر الصحافة يتحدث عنه وكأنه هو الرئيس المستقبلي، هو الزعيم المستقبلي، وأنه شخص بريء. نعم، أنت بريء، لكن فيه أشياء صدرت لا بد من المرور عبر المحاكم حتى تصبح الدولة عندها ثقة، والمواطن يصبح عنده ثقة في المؤسسات الدولة. إذا صدر حكم قضائي بإلقاء القبض على هذا الشخص ومحاكمته ومساءلته، لا بد أن تتم العملية. بعدين إذا صدر الأمر وتبين أنه بريء فبها ونعمت، لكن عندما يغادر البلد لسنة وسنتين وبعدين يرجع ويصبح في الزاوية ويتحدث وكأنه بريء وشريف وهو كل شيء، ويعني أعتقد أن هنا فقدنا
الثقة كاملة في شيء اسمه الدولة الجزائرية. هذا الآن هذا تلاعب، ورجال الدين عندما يريدون تبييض وجوه بعض المجرمين أعتقد أن هذا هم يتحملون مسؤولية أكثر أمام الله وأمام المجتمع، ويجب أن يعاقبوا على تصرفاتهم، لأنه لا دخل للمؤسسة الدينية في تبرئة شخص متهم بتهمة معينة. لا فيها عدالة وفيه قانون، ولا بد من إعادة الاعتبار للمؤسسة القانونية وللعدالة، لأنه من دون عدل لا يكون هناك حكم صحيح، ولن تسير الدولة ولن تفلح الدولة في تحقيق أهدافها في المستقبل. هذا في اعتقادي الشخصي. نعم أخ حسن، رانا شفنا الآن دركا باللي المواطن راهو فاقد الثقة في الحاكم، نعم، فاقد الثقة في الإعلام، فاقد الثقة في المؤسسات الرسمية. يا هل ترى المواطن درك هذا الناس اللي راهم يوعدوه بالتغيير هو راهو يثق فيهم، يثق في الأحزاب هذه؟ لا أعتقد أن يعني نتكلم الأحزاب أصبحوا يعني بعيدين كل البعد عن حقيقة ما يعاني منه المواطن الجزائري، انشغالات المواطن الجزائري، همهم الوحيد مثل ما أحزاب المعارضة، يعني أنا شاهد. وعندما نقول هل هم معارضة فعلا، يعني زعماء بعض الأحزاب كانوا جزء لا يتجزأ من النظام القائم في الجزائر، ففجأة أصبحت قضية توزيع أدوار. والله انت تكون وزير مسؤول حزب فلان، انت دورك تمثل العمال، انت دورك تمثل النقابات، انت تمثل جبهه التحرير، يعني ادوار موزعه باوامر معينه وتقاسم الكعكه في اخر المطاف. لا توجد معارضه في اعتقادي نزيهه في الجزائر، اللهم ممكن يعني شخص او اثنين اللي عندهم نيه صح وطموح، وانا يعني لا اريد ان اذكر الاسماء، لكن استمعت ووجدت سيده ولا أريد أن أذكر اسمها، كانت يعني أعتقد أنها نزيهة وصالحة وقادرة على أن تكون سيدة في نزيهة في المعارضة وتقول كلمة حق، وسيأتي اليوم سنذكر الاسم. لكن أقول بكل صراحة أن المعارضة الآن تقوم بلعب أدوار، وكأنها يعني هذه الأدوار موزعة عليها بإشراف شخص معين أو مؤسسة معينة أو حاكم معين، ويقول أنت دورك كذا وأنت دورك كذا، وهذا ما يعني شغل تمويه على حقيقة ما يجري في الشارع الجزائري. هذا هو الواقع للأسف الموجود في الجزائر في اعتقادي. لا توجد معارضة صحيحة بأتم معنى الكلمة في الجزائر. فيما يتعلق بالأجيال الأخ حسن، أجيال الجيل القديم والجيل الجديد، هل ترى فيه ثقة بين الأجيال هذو؟ يعني تلقى مثلا واحد من رجال تاع الثورة ولا من هذوك المجاهدين القدم، واحد من الأجيال الجديدة هذوك، يقول لك أودي روح أنتم خلاص وقتكم، حتى أنه ذرك إحنا الجيل اللي كنا إحنا يعني شغل الوسط بين الجيل القديم والجيل الجديد، أيضا صار فيه عامل تاع ثقة هذا. نعم بدأ يروح. يعني أنا دائما نقول إذا تخلطت الأديان حرز دينك، وأنا تربيت على يعني في الجزائر على يعني تربية الوالد والوالدة، الوالد الله يرحمه، تربينا على مع ناس يعني مسؤولين اللي كانوا يتكلموا الحق ويقولوا كلمة الصدق وما يخافوش، وعلمونا حتى أنه إحنا نكونوا جزائريين ووطنيين ونحبوا بلادنا ونقولوا كلمة الحق مهما كانت. وهذا هو ربما السبب اللي خلى الأجيال الجيل تاعنا إحنا ينجح أكثر عندما يواجه التحديات والصعوبات في أي مكان تضع الجزائري في السابق، ينجح ويتأقلم ويجد طريقه في كل الظروف الصعبة. الآن لا أعتقد أن هناك يعني جيل بالمستوى الذي كنا نعرفه بالنسبة للجيل بالنسبة للجزائر. يعني أعتقد أنه فيه تغيرت القيم، تغيرت النظرة، يعني ممكن يكونوا عندهم إمكانيات من الناحية التقنية، من الناحية يعني تكنولوجيا الإعلام، قنوات التواصل الاجتماعي لعبت دور كبير في تعليم هذه الأجيال هذه، وأصبحت وكأن يعني لا أنا لا أفرق بين ابني الموجود في بريطانيا وابن أخي مثلا اللي موجود في مدينة سطيف، يعني أصبحوا تقريبا كلهم فيسبوك وتويتر وألعاب هنا، ويعني أصبحت جيل آخر لا علاقة له
يعني جيلنا احنا اللي كان رغم قلة الإمكانيات، رغم قلة كل الأمور، لكن كنا نتحدى وكنا نواجه الصعاب ونتعلم ونريد أن نعرف. أعتقد أنه فيه فرق في بين الأجيال، وأعتقد أنا فخور جدا بالجيل الذي تنتمي إليه أنت أخ نوردين وأنا نعم كذلك، وأتمنى أن الجيل الجزائري الحالي، يعني الشباب الحالي، أنه ينظر بنظرة أخرى أكثر انفتاح. أولا أن يحب وطنه، هذا الشيء أساسي مهما كان الحاكم ومهما كان طبيعة الأشخاص الذين نراهم يتحكمون في البلاد والعباد ويديرون الأمور بالشيء الذي يرونه هم مناسب، ورغم أن هناك أخطاء فادحة فالله يسامحهم، ولكن لا يجب أن نأخذ ذلك كم يعني طريقة تعبير عن سخطنا منه، لأنه عندما نخسر الوطن لا يبقى أي شيء. ونحن نرى ما يجري في للأسف الشديد في كثير من الأقطار العربية، عندما تفقد الوطن تفقد كل شيء، لا تصبح عندك أي قيمة. يعني احنا نشاهد كيف الناس تموت في 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 البحار وفي المياه، وهاربة وتبحث عن ملجأ في أي مكان لأنها فقدت الوطن. ونحن بالنسبة لنا كجزائريين الوطن غالي وعزيز، ما نخلي حاكم فاسد أو مسؤول فاسد أو سارق أو كذاب ناهب أنه يخليني أني أخرب وطني. أو فهذه كلمة حق لازم نقولها، مهما كانت طبيعة الصعاب، التغيير آتي لا محالة، لكن هناك سبل معينة للوصول وطرق مختلفة للوصول إلى التغيير. التهديم والتخريب هو أسهل شيء يمكن أن يقوم به المرء، لكن بناء وتطوير وإعادة بناء هذا أصعب شيء في حياة الشعوب والأمم. لهذا دائما قالوا لنا الجهاد الأول تحرير البلد هو جهاد أصغر، وبدأ الجهاد الأكبر اللي هو بناء وتطوير والالتحاق بالركب، وهذه هي المرحلة التي تمر بها الجزائر. فأتمنى أن الجيل هذا لا يفقد الثقة بسبب وجود فساد وانعدام الثقة ومؤسسات غير قادرة على القيام بأدوارها، وأشخاص لديهم مصالح ونواب لديهم مصالح شخصية ذات أفق ضيق جدا. أعتقد أنه لا يجب أن ننظر إلى الأمور من هذه الزاوية، ولكن أن ننظر بنظرة منفتحة مثل ما نظرنا إحنا في السابق. لم تكن لدينا كل الإمكانيات التي هي متوفرة لدى الجيل الآن، ولكن استطعنا أن يعني بحمد الله والإيمان وبالثقة وبحبنا للوطن وبثقتنا كجزائريين، لأن يعني تربينا على ثقة من والدينا ومن النظام اللي كان تربينا معاه، كذلك أعطانا الثقة في أن الجزائر هي فوق كل شيء، والجزائري لا يطأ رأسه ولا ينحني ولا عليه أن يواجه الصعاب. وكلمات الإمام عبد الحميد بديس في هذا الشأن يعني تربينا عليها، وإحنا يعني مشينا على هذا. لو نتمنى أن الجيل لابد أن نزرع فيهم هذه الثقة وهذا الروح تاع الحب الوطن وعدم الاكتراث بما يجري في البلدان الأخرى، أو نقول أن إحنا كذلك إحنا لابد أن نخرب وندمر حتى نصل إلى مبتغانا، لأنه عندما تفقد الوطن لن تصل إلى مبتغاك، كل نعم. شيء خاسر. أخ حسن، قبل من نمر للإخوة ربما يديروا مداخلات، نعود دائما في الموضوع هذا نتاعنا الخاص بالثقة. درك الآن المشكلة وين راها الأخ حسن؟ هو أنه راه أيضا صارت الثقة ما كانش في الأسرة اللي هي النواة نتاع المجتمع. يعني الآن راه صار من يقول لك أنا بابا ما نثقش فيه. والله هذه كله يعتمد، يعني هذا الشيء اللي راه يصير الآن، التفكك في الأسرة، يعني الانحلال الخلقي الصاير في المجتمع، الفساد القائم في المؤسسات. يعني أصبحت هذه للأسف الشديد أعتقد أنها تعود إلى التربية منذ النشأة. يعني عندما يولد الولد والبنت في أسرة، لا بد أن الآباء يتحملوا، أول الآباء يتحملوا المسؤولية، وكذلك المدرسة عليها أن تتحمل المسؤولية، وكذلك
كذلك المؤسسات التثقيفية الإعلامية أن تلعب دورها، لكن هذا كله يتأتى من خلال وجود تصور واضح أين نحن وأين نريد أن نسير. في السابق في جيلنا إحنا كانت هناك دولة، كانت هناك مشروع دولة، كانت هناك يعني فيه صورة واضحة إلى أين نحن نريد أن نسير. هذا هو التوجه، هذا هو الخط، هذه هي. الآن الشيء اللي حاصل في الجزائر للأسف الشديد وكأن الجزائر تبحث عن طريق ما للوصول إلى شيء ما لا تعرفه، يعني هذا هو أعتقد الفراغ، هذه ممكن الحلقة اللي انقطعت في مرحلة معينة، وهذا شيء طبيعي. يعني ابن خلدون تكلم عن ما يسمى بالقطيعة الإبستيمولوجية في المجتمعات، في الحركية المجتمعية، وهذا شيء طبيعي، لكن أن نفقد الثقة في مجتمعنا، يعني نفقد هذه الحلقة في مجتمعنا الجزائري في ظرف درك. رانا في واحد أخ حسن، رانا الآن درك رانا الآن درك في واقع مر، درك الآن رانا نعيش فيه، صرنا نسمع بعض الأصوات هو أنه يقول لك خلاص أنا راني فقدت الثقة في الشعب. لا لا لا، ما أعتقدش أنه وصلنا إلى هذا المرحلة هذه، ما زالت الجزائر بخير الحمد لله، والإنسان يستطيع يعني فيه مجال من، لا ما لازمش نكونوا متشائمين إلى هذه الدرجة، لأنه كل مجتمع الآن فيه مشاكل، كل مجتمع. يعني الناس اللي نشوفهم أنا جايين من مجتمعات يعني أفغانستان وسوريا وهاربين من الصومال ومن بؤر التوتر في العالم، ألتقيهم هنا ويعني أجري معهم لقاءات وأكتشف أنهم يصطدمون فعلا عندما يأتون إلى مجتمعات غربية. المجتمعات الغربية ليست كما كانت في السابق تلك المجتمعات، حيث الرفاهية وحيث يعني الواقع الأفضل المعيشي الأفضل، تغيرت كل هذه الأمور. فعلينا أن نوضح هذه المسألة، وعلينا أن نحافظ على ما نملك في بلدنا. أول أعتقد أن وصلنا إلى المرحلة زي قصة جحا، يعني لابد أن داري هي الأولى، لازم ما نحافظ على بيتي وبعدين نشوف وش في الخارج. فإحنا مهما كانت كل هذه الظاهرة اللي تكلم عنها أنه فقدنا الثقة وضيعنا كذا وما وش والأب الابن ما يثقش في أبوه، يعني حتى ولو هذا هذه الظاهرة موجودة، لكن الجزائر في اعتقادي ما زالت خير وفيه أمل كبير ولدينا الإمكانيات، فقط تنقصنا الرؤية الصحيحة والمسؤولين المخلصين الذين يحبون هذا الوطن ويعملون بإخلاص ونزاهة من أجل رفع اسم الجزائر وراية الجزائر. عندما تكون هناك إرادة، يعني خذ فقط على سبيل المثال، فقدنا 24 سنة لم نشارك فيه، هذا مشابه دائما، أنا أحب كرة القدم، 24 سنة لم نشارك في تصفيات كأس العالم، لكن عندما اعتمدنا على إرادتنا وعلى يعني المدربين الجزائريين، واعتمدنا على الرغبة في الوصول إلى ما نريد، وصلنا ويعني وراح نوصل أكثر. فنفس الشيء ينطبق على الأشياء الأخرى في الحياة، يعني إصلاح المنظومة التربوية، إعطاء ثقة في الأجيال، وضع صورة واضحة إلى أين نحن نسير في 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 الجزائر في المستقبل. هذه التصورات، الإمكانيات موجودة، المادة موجودة، الإطارات والكفاءات الجزائرية إن نجحت في الخارج فلماذا لا تنجح في الجزائر؟ فهناك إطارات كفأة وتسمع عنها في كل بقاع الأرض، علينا أن لا نفقد الصلة بينها وبين وطنها، وأن نقول بأن هناك شباب مخلصين وأناس مخلصين خارج البلد ويستطيعون القيام. يعني أنا تأسفت كثيرا عندما سمعت أنه جابوا مسألة الجنسية المزدوجة في الدستور وهذا ما عندهمش حق يكونوا جزائري. يعني لما تعمل بالطريقة الغبية هذه وتنص مادة بالطريقة الغبية هذه، ما عارفش مين اللي كان وراء هذه الفكرة الغبية، أعتقد أنه يمحي أجيال، ليس الجزائريين الذين غادروا الوطن منذ سنوات، يفقد حتى أجيال. يعني أنا ابني يرفع راية الجزائر ويحب الجزائر وتحيا الألجيري 1 2 3 ويروح معايا ويشارك معايا، لما نقول له أنت المسؤولين اللي في الجزائر ما يعتبروكش أنك جزائري، وش بقى أنت راك تتكلم على
آلاف من الشباب الجزائري الذي تخرج في الجامعات البريطانية والفرنسية والكندية والأمريكية ويدرسون ولمعوا في هل نفقدهم يعني فقط جنسيته بريطانية عنده جنسية ثانية بريطانية أو فرنسية أو أجنبية؟ يعني هذا هذه الأخ غباء، حسن هذا هو أيضا غباء ثاني راها عاجل. داخلة في الإطار نتاع الثقة أيضا. درك الآن راهم هذا الناس اللي راهم موجودين في الخارج، يعني صاروا فيه الناس الآن في الداخل اللي يقول لك باللي هذا الناس عملاء انا نعرف هذه بدات منذ الغيره والحسد، والناس اللي كانوا يقولوا على مثلا على الاعلاميين الجزائريين انهم مرتزقه ويشتغلوا في الخارج لصالح دول اجنبيه، من اين هم يشتغلون الان؟ هذا الناس اللي كانوا يتفوهوا للاسف الشديد بهذه العبارات الدنيئه ضد انسان نزيه وطني مخلص لبلده، يعني اين هم؟ لماذا لا يطرحون هذا السؤال على أنفسهم؟ لا بد أن نقدر ظروف كل شخص، وأجزم لك والله أقسم لك بالله العلي العظيم أن الجزائريين اللي موجودين في الخارج وأبنائهم اللي متربيين هنا في مجتمعات غربية يحبوا الجزائر أكثر من الجزائريين اللي داخل في البلد، وأكثر خاصة من الحكام والناس اللي راهم مسؤولين ويسيروا في البلاد الآن، لا يكنون أدنى حب للجزائر، فقط يفكرون في كم الأموال التي يأخذونها ويضعونها في بنوك أجنبية وفرنسية، لا علاقة لهم بالجزائر، حتى لما تبدأ تحكي معاه يبدأ عنده عقدة يتحل يتكلم باللغة الفرنسية، قبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ يتكلم بالفرنسية، وكأنه هذه اللغة بالنسبة لي هي اللي تخرجوا من التخلف أو من يعني أين هذا؟ هل هذا الإنسان اللي يتكلم بهذه اللغة هذه يحب وطنه فعلا؟ أو عنده عقدة من لغته الوطنية اللي هي العربية واللغات الأخرى اللي موجودة، اللهجات اللي موجودة في الجزائر قبيلية وشاوية وتورقية ومانش عارف أنا، اللي يخجل من هذا الأمر هذا موش وطني. أنا 30 سنة 34 سنة عايش في بريطانيا، هذه جزائري 100% سطايفي، ما تغيرتش على طول الخط، لكن تأقلمت مع هذا الواقع الاجتماعي، محترم قوانين هذا البلد، محترم قضية الاندماج في المجتمع هذا، فكل هذه الأمور لابد أن يأخذها الإنسان بعين الاعتبار. لماذا إحنا نتعقد من شيء اسمه اللغة أو اسمه ماش عارف أنا، يعني قاعد نقول لك هم يريدون الإساءة إلى هذه الجالية في الخارج، وأعتقد في الواقع هم يسيئون إلى أنفسهم. نعم، شكرا الأخ حسن، نمر تفضل. الكلمة للإخوة. الأخ مولود راك معنا ولا رحت؟ ألو ألو أخ مولود، هل تسمعوني؟ تفضل الأخ عبد القادر من كندا. أخ عبد القادر، الموضوع تاعنا اليوم هو حول الثقة في الجزائر، أنا تحدثنا في مجموعة من النقاط، إذا كان ممكن هو أنه تضيف بعض الأشياء اللي ربما راها بدات لك من خلال هذا النقاش، أو ربما توجه بأسئلة للأخ حسن معنا. شكرا خويا نور الدين، نحييك ونحيي الأستاذ حسن ونحيي كل الإخوة اللي راه في القاعة والإخوة المستمعين من داخل الجزائر ومن خارجها. الموضوع مهم وجاء في وقته، يعني السؤال المطروح يعني هل هناك ما هي المؤشرات، إذا كانت ثقة ما هي مؤشراتها، وإذا ما فيش ثقة في الجزائر ما هي مؤشراتها؟ فهل مثلا حركة الشباب الجزائري الحراقة، ظاهرة الحراقة هذه، أن شاب في مقتبل العمر وكاين حتى فيهم إطارات ويحرقوا من الجزائر، هل هذا مؤشر على الثقة بالدولة الجزائرية وبالجزائر، أم هو مؤشر للاثقة في البلد؟ هل المظاهرات اللي رانا نشوفوها دائما هنا وهناك على المستوى كاع الوطني، هل هي مؤشر للثقة المتبادلة بين المواطن الجزائري والسلطة، أم يدل على غير ذلك؟ هل خروج الماك مؤخرا وأنه ينادي بالاستقلال والانفصال تاع القلب تاع الجزائر،
منطقة القبائل، هل هذا يدل على أن هناك ثقة بين المواطن الجزائري وبين بلاده بما فيها السلطة تاعو اللي راهي تجيري في البي؟ على كل حال خرجونا بإعلام جديد، خرجونا بنشيد وطني كما هو ما قال لك نشيد، يعني هل هذا مؤشر على الثقة؟ هل مثلا علاج المسؤولين في الخارج يضروا راسه يروح للخارج هو ولاده وفاميلته ويداويه برا في الخارج؟ يعني سؤالنا هل هذا مؤشر للثقة أو مؤشر للا ثقة بين المواطن وبين بلاده؟ هل دراسة أبناء المسؤولين في الخارج ما يقراوش في البلاد مباشرة جو سي بانيا في المتوسط يبعثوه ولا مثلا حتى في الابتدائي؟ ربما راهو عند، ربما الأخ عبد القادر هذه ربما عندهم الثقة في التعليم في الجزائر. بارك الله فيك. هل هذا يدل على الثقة في المنظومة التربوية أم يدل على غير ذلك؟ يا عباد الله، حتى أن نساؤهم يروحوا للخارج خاصة في فرنسا يروحوا يديروا فهمت، يروحوا لي صالون دو كوافير في فرنسا. في الصحة لما تشوف أنت درك مثلا رئيس يروح يداوي في فالدوغراس، مع أنت باللي راهو ثيق في المستشفى العسكري نتاع عين ناجا، مع أنت باللي راهو ثيق في الجيش، مع أنت باللي راهو ثيق في الأطباء الجزائريين. هذا على ماذا يدل؟ هل شوبينغ فقط؟ شوبينغ المسؤولين، ومش غير المسؤولين، واحد ما يغطيش الشمس بالغربال، حتى نحن يعني حتى الشعب يروح مثلا يعني يروح للخارج ويشري السلع الفرنساوية والسلع غير الجزائرية ويرجع للجزائر ويفتخر بهذيك السلع وكذا، هذا على ماذا يدل؟ نذكر أنا لما نمشي للجزائر نروح نشري مثلا حاجة مثلا كشطور ولا في الجزائر، مباشرة السيد يقول لي هذه إسبانيولية، هذه إيطاليانية. نسقسي هنا نقول وراي الجزائرية، وراي السلعة الجزائرية، حاب نشري سلعة جزائرية. المواطن درك لما يجي يشري مثلا قميص ولا يشري مع البليش أنا سروال، أول حاجة يشوف ليها وين مخدوم. بارك الله فيك. يعني يقول لك السيد اللي يبيع يقول لك هذه إيطاليانية، هذه تركية، هذه مباشرة شغل باش يطبع حالك. يعني هذا على ماذا يدل؟ وراي الثقة هذه اللي رانا نحكو فيها، الثقة انهدمت في الجزائر، الثقة ما كانش في الجزائر على كل مستويات. نشوفوا مثلا غير عندنا فاميلاتنا في الجزائر، شوف لاباي، غير تدخلوا لاباي شهرية تدخلوا، وأول حاجة واش يدير المواطن ولا الخدام ثم في الجزائر؟ يروح مباشرة لابوس يجبد دراهمه كومبلي، يعني دراهمه توتال يخرجهم، يخلص 4 ملايين يخرج 4 ملايين. هذا على ماذا يدل؟ هل هو مؤشر للثقة مع البنوك الجزائرية أم لا ثقة؟ هنا مثلا، هنا يا مثلا عايشين هنا في كندا، هنا لابي تاعي دراهمي الكاش جامي نشوفهم، يعني وهم في البنكة وأتعامل بالواتيفر بالكريديت بالديبت كارت إلى غير ذلك، يعني عندي ثقة في البنوك. أما في الجزائر الشهار مثلا مباشرة ولو يكون جلسيباني يعني عسكري ولا جدارمي ولا شرطي، مباشرة غير يدخلوا لابي يروح لابونك يجبد كاع لاتوتاليتي تاع لابي تاعهم البنكة. وإذا يروح مثلا يغير العملة ما يروحش للبنكة، يروح للسكوار. هل هذا على ماذا يدل؟ هل هو مؤشر للثقة أم مؤشر للا ثقة؟ إلى آخره يا أخي. لو بدينا مثلا نحكوا على المظاهر اللاثقة في الجزائر، فهي يعني ما نتوقفوش، يعني اليوم برنامج تاع كامل يروح وما نكملوش. استيراد اللاعبين من الخارج، كل اللاعبين تاع الفريق الوطني، هذه معناتها باللي عندهم الثقة في اللاعب المحلي. بارك الله فيك. المدرب مستورد من الخارج. ولكن علاش هما الاخ عبد القادر، يعني السؤال اللي يطرح نفسه، علاش هما يثقوا في اللاعبين الخارجي اللي في الخارج هذا، ويثقوا في المدرب نتاع الخارج بحيث هو انه يجيبوا مدرب فرنسي يدرب الفريق الوطني
بينما كما كان دوك يقول لك الاخ حسن، هذو الناس اللي راهم في الخارج هما انه يمنعوهم على جال باش هما يتولوا مقاليد نتاع مسؤوليات معينه. يا اخي هذا انهزام، هذا انهزام. الاطار الجزائري انهزم داخليا، بدا ما يثقش في روحه، بدا ما يثقش في روحه. نعطيك مثال، مثلا واحد الصيف مشيت انايا واحد المنتجع في الغرب الجزائري، نتكلم مع المدير ونقول له صلحوا اموركم، يقول لي راه عندنا، رانا طلعنا لفرنسا ورانا رايحين نجيبوا ان بواط فرونسيز باش دير لنا كيفاش دير يعني التطوير نتاع المنتجع. قلت له هذا ما يتطلبش باش تروح تجيب دي فرونسي باش الجزائر وتخلصوا بالعمله الصعبه. وين راكم نتوما؟ وين راهي الاطارات اللي راهي تخرج سنويا من الجامعات الجزائريه؟ أنا نقول لك الثقة راحت في النفس. الجزائري بدا ما يثقش في روحه، وهذا تراكم. إذا من بعد نعطوا الأسباب نتاعها. نعم. هذه كل المظاهر أخي نور الدين باش ما نطولش عليك، وهي لا مش عليا أنا، الأخ حسن ربما يكون هو عنده التزامات، نحاولوا أنه نديروا مداخلات الإخوة. أوكي. نعم. 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 الأخ حسن. نعم فضل. أعتقد أن كلام الزميل عبقاد من كندا، أولا تحياتي له، كانت في محلها، ولكن هو عندما يتحدث عن المواطن أنه فقد الثقة، أعتقد أن النظام القائم فاسد في الجزائر، ولهذا ظهرت كل هذه الثغرات التي تحدث عنها، أدت إلى، هل هي يعني مقصودة؟ هذا هو السؤال. هل عدم الاهتمام بالإطار الجزائري، بالكفاءات الجزائرية، بإعطاء الثقة أو في 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 الإطار الجزائري، في الشخص الجزائري، هل هي سياسة مقصودة يمارسها النظام القائم في الجزائر، أم هي يعني ظهرت بشكل عفوي أو اعتباطي؟ كما لا أعتقد، أعتقد أنها مدروسة، أنها مقصودة. نظام يحكم بهذه الطريقة، يريد أن يسير البلاد بهذه الطريقة، لكن علينا كوطنيين، كجزائريين مخلصين وقادرين ونؤمن يعني ببلدنا، لا يجب أن نعطي الفرصة لهؤلاء لكي يفقدون ثقتنا فيما نحن يعني قادرون على القيام به. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسعى أن يتمكن هذا النظام من قتل روح الجزائرية فينا إحنا يعني كجزائريين. حتى الجيل اللي موجود في الجزائر لا بد أن نغرس فيه هذا الروح. لا يعني الجزائري مهما كانت الأشياء اللي يتكلم عليها الزميل، فقدنا الثقة في عدة أمور، هذا لا يمنع من أننا نبقى محافظين على ثقتنا في وطننا، والمؤسسات والنظام قد يمر بمرحلة معينة، لكن التغيير آتي لا محلة، ولا بد من العودة إلى الأصل، والعودة إلى الأصل فضيلة. وما يجري الآن في الجزائر أنه وزيرة التعليم تريد إدخال يعني أشياء في المنظومة التربوية من دون مراعاة أو من دون استشارة المعنيين بالدرجة الأولى بهذه المسألة، من دون استشارة الأساتذة والإطارات والمفكرين والفلاسفة اللي عندنا في الجزائر والمسؤولين في هذا القطاع الحساس جدا. لا يمكن أن نسمح لها بالقيام بذلك. قد نؤيدها في بعض الأشياء، بعض الإصلاحات التي تنوي إدخالها في المنظومة التربوية، لكن فيه بعض الأشياء التي لا يجب أن نسمح بها. كذلك بالنسبة لي يعني التصرفات التي ذكرها، أنه نساءهم يروحوا للخارج ويعملوا الشوبينج هناك في فرنسا، وأبنائهم يدرسوا في المدرسة، هذه ممارسات أقول لك فأبقاد موجودة حتى من أيام الستينيات والسبعينيات. يعني أنا أتذكر كثير من الناس يتكلموا على هذا الظاهرة، كيف المسؤول الجزائري وزوجته تروح الخارج يعني هذه ظاهرة للأسف الشديد كانت موجودة، ولكن الآن أصبحت أكثر يعني مسموع عنها ومقروء عنها ومصورة وملاحظة بشكل أكبر، لأنه أصبحنا في مجال إعلامي واسع مفتوح
نستطيع أن نتعرف على، لكن هذه الممارسات للأسف الشديد من بعض الطفيليين في الجزائر ما زالت يعني مورست في السابق وما زالت موجودة، ويمكن محاربتها إذا أعدنا الثقة والاعتبار في الصنع الجزائري، في المنتوج الجزائري، في الإطار الجزائري، في المفكر الجزائري. وهذا لا بد أن يأتي، لأنه لا يمكن لأي دولة أن تقوم على يعني أناس أجانب، أو لا بد أن ترجع إلى الأصل، إلى ابن وطنك، إلى حيثما وجد، حيثما وجد الإطار الجزائري الكفء لا بد أن ترجع إليه وتتصل به وتعيده حتى يقوم ب يعني الناس تدفع الملايير حتى تخرج إطاراتها، وبعدين نرميهم بالطريقة هذه أو نتغاضى عنهم أو نتهمهم بأنهم غير وطنيين أو غير مخلصين. فهذه سياسة مقصودة، وأعتقد لا بد من إفشالها من خلال كشف عيوب هذا الناس هذو اللي حاولوا أنهم يعني يسيئوا إلى أبناء الجالية اللي موجودين في الخارج والإطارات والكفاءات الموجودة في الخارج. لا بد من محاربتهم، لا بد من كشف أنهم ضعاف، أنهم أغبياء، يعني نقولها بكل صراحة. بعض الناس لما يتكلموا أغبياء بالدرجة الأولى، وكأنه يعني أنا كجزائري لما أسمع بعض المسؤولين يتكلموا أخجل، كجزائري أخجل. أين كنا وأين نحن؟ يعني واحد ما يعرف حتى يعبر بكلمة معينة، بعبارة معينة، بجملة مفيدة عن ما يريد أن يقوله أمام، يعني هذا من رئيس الوزراء وانزل حتى يعني للمير وحدث ولا حرج. يعني للأسف الشديد يجيوا يتكلموا ما يعرفوا حتى يتكلموا، ما يعرفوا حتى يعبروا عن ما يريدون أن يقوله. يعني هذه مهزلة، والفاشل هو اللي يتهم الآخرين بالضعف أو بعدم الوطنية أو بالخيانة. هذا الفاشل إنسان. إحنا عمرنا، أنا شخصيا عمري ما اتهمت مسؤول معين بأنه خائن، أو يعني دائما إذا كان فيه اتهام معين لكن أنت بريء حتى تثبت إدانتك. وهذا المنطق لا بد أن نعمل به. أنا شخصيا أعتقد أن الثقة مفقودة في الجزائر، لكن لا يجب أن تكون هي المعيار الذي يفقدنا الاستمرار في الطلب بالتغيير، في خدمة البلد، في تطوير البلد، في إنجاح وإعادة الاعتبار للكفء، الإطار الكفء الجزائري، وهم بالملايين ما شاء الله. الأخ مولود، مانيش عارف اللي رجعت. أخ مولود تفضل. الأخ نوري في انتظار وأنه يعود يرجع، أخونا من مولود من بريطانيا. أخ نوري من إسبانيا. نعم، شكرا، وشكرا للأخ حسن والإخوة الآخرين على تدخلاتهم. فيما يخص الموضوع طبيعة الحال، هذا موضوع الثقة هو شامل. أخ نوري، نعم. أصبرني دقيقة برك. الأخ حسن، عندك واحد البوتون ثم في السكايب نتاع، كاين واحد الميكروفون ثم في السكايب، لما ما تكونش تتكلم فقط أغلقه. نعم، تفضل الأخ نوري. نعم، شكرا. الآن مثلا في موضوع الثقة، الآن إلى بدينا نتطرق للأنواع اللي هي، لأن كل نوع عنده، لو نجيو نتكلموا عليه راح نبحروا فيه. يعني مثلا نتكلموا على الثقة السياسية مثلا، فهذا المفهوم بالرغم من أن الكثير من المفكرين قد يختلفون في تعريف الثقة، في يعني في مضمونها، في الكلمة هي نفسها في الثقة، ولكن أغلبيتهم يتفقون على مفهوم الثقة السياسية. ويتسع هذا المفهوم عندما نتكلم عن مفهوم الثقة السياسية، يتسع إلى جوانب عديدة، منها اللي يذكرها الإخوة الأخ حسن والإخوة الأخ القادة مثلا، ما يتعلق بشؤون الدولة، سواء كانت الشؤون الداخلية أو الخارجية. هناك ثقة يعني في هذا المفهوم، هناك كذلك الثقة في مؤسسات الدولة التي تقوم على خدمة المواطن. وكان ذكر الأخ حسن مثلا نوع من المؤسسات هذه هي العدالة مثلا. هناك كذلك الثقة في الموظفين أو المسؤولين القائمين على هذه المسؤولية على المؤسسات، هم كذلك لازم تكون فيهم ثقة. هناك ثقة في حتى في شرعية الدستور، باعتباره يعني
تصدر منه القوانين التي يعني شأنها تدير تصرفات وسلوكيات المواطنين بصفة عامة، ويكون في عن طريق يعني احترام متبادل دون استثناء أو دون تمييز. هناك كذلك ثقة في البرامج والمشاريع أو الرؤى أو التوجهات الصادرة من الحكومة، من المسؤولين في مختلف الوزارات ومختلف المناصب، التي تسعى أو تعتقد أنها تقدم خطط ناجحة بإمكانها أن تدفع بالدولة إلى عجلة التنمية والتقدم. ولا ننسى كذلك الثقة في النشاطات السياسية القائمة بمختلف أوجهها، سواء كانت في المعارضة أو في النظام الحاكم أو في النشطاء الأحرار أو غير ذلك. إذن باعتبار هذا الشيء الذي ذكرناه يدخل كله في مجمله بما يسمى بالثقة السياسية، وهذه الثقة السياسية تعتبر هي أحد أبرز الأسس التي توطد أركان الدولة الهادئة، الدولة السائدة، الدولة التي تنمو، الدولة التي تزدهر، أو كما يسميها البعض بالدولة المطمئنة إن صح التعبير إذا اتفقنا على الاسم. إذن الآن من خلال هذه المداخلة أريد أن أوجه يعني سؤال إلى الأخ حسان، يعني من خلال هذه المداخلة التي ذكرتها، من خلال هذه النظرة للثقة السياسية، هل يعني إذا تعتقد أن في حالة غياب هذا النوع من الثقة السياسية بهذا المنظور يعني قد يؤدي إلى كارثة، أم أنه يؤدي فقط بزوال النظام؟ يعني هل ماذا قد يحدث في استمرارية غياب الثقافة السياسية وتدهورها؟ هل هذا يعني أنه في حالة غياب الثقافة السياسية بشتى أنواعها التي ذكرناها يعني قد يؤدي إلى 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 غياب أو إلى عدم أو إلى زوال الدول المطمئنة، وقد تؤدي بنا إلى دولة فاشلة أو دولة منهارة إن صح التعبير؟ هذا هو السؤال الذي أوجهه للأخ حسن، ربما يفيدنا في هذا الأمر. نعم، تفضل الأخ حسن. ألو، شغل الميكروفون الأخ حسن ربما. نعم. مداخلة جيدة وقيمة، وأشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة يعني المفيدة جدا. لكن في الجزائر على حسب ما تربينا وعرفنا منذ أن نشأنا في ذلك البلد، فيه ما يسمى بمواثيق الدولة، فيه ميثاق وطني، فيه دستور، فيه كل وزارة عندها مواثيقها. يعني الآن هل انعدام هذه الثقافة السياسية أو تغييبها، نفس السؤال أطرحه أنا كذلك، هل هو مقصود أم متغاضى عنه بشكل عفوي؟ أعتقد أنه مقصود. يعني المسؤول، الوزير أو الرئيس أو المير أو الوالي، اللي ما يلتزمش بمواثيق الدولة، بما هو منصوص عليه في مواثيق الدولة، فهو الذي يتحمل المسؤولية. أنت كمواطن عندما تريد أن تعمل مشروع معين يطلب منك أن تأتي بالوثيقة التالية 1، 2، 3 كذا، فأنت ملتزم بتوفير هذه الوثائق المطلوبة منك. المسؤول ملزم في منصبه بالعمل بالوثائق، بما هو موثوق في عمله، بما هو مأمور به أن يقوم به، وهذا مجسد ومكتوب ومنصوص عليه. الدولة ليست قائمة هكذا من فراغ. نعم تفضل الأخ حسن. فلهذا يعني سمعت صوت أخ، فلهذا نعم. أقول إنه لا، يعني الوصول إلى الدولة المطمئنة، الوصول إلى الدولة بالمفهوم العصري كما يعيشه هو في إسبانيا، كما نعيشه أنا في بريطانيا، كما يعيشه أخ عبد القادر في كندا، كما تعيشه أنت نور الدين في فرنسا، هذه دول رغم ضعف إمكانياتها مقارنة بما تملكه الجزائر، لكنها قائمة على تطبيق ما هو منصوص، ما هو مكتوب، ما هو عرفي. حتى بريطانيا التي يقال عنها دولة
ملكية دستورية، لكن ما فيش قانون مكتوب كذا عرفي، ولكن كل متفق على كيف يجب أن تدار الأمور، ما هو دور رئيس الوزراء، ما هو ما هي مسؤولياته، ما هي مسؤولية وزير الخزانة، ما هي كل واحد معروف أدواره. نفس الشيء أعتقد في الدولة الجزائرية هذا الأمر محسوم، لكن للأسف الشديد الكفاءات التي تدير هذه المؤسسات ليست في المستوى الذي تعودنا عليه في السابق، وليست في المستوى الذي نراه الآن في تجارب أخرى في العالم. وهذا الخلل يكمن في النظام القائم في الجزائر. الخلل برك نجيو ليه الأخ حسن. نعم، هذا هو أفقد الثقة، يعني أعتقد أنها سياسة مقصودة، هي تجهيل، محاولة عدم الالتزام بالقوانين، بالمواثيق، بالأشياء اللي تسير الدولة الجزائرية. وهذه موجودة، لا يمكن أن يقول لي مسؤول أنه لا توجد مواثيق دولة، هم جابوا سنتين وثلاث سنوات، إحنا ننتظر في دستور، فمعناها موجود شيء مكتوب، موجود شيء نقدر نستند إليه، وإلا كيف نحاسب الحاكم ونحاسب المحكوم، كيف نقيم هذه العلاقة، كيف نعرف؟ لهذا قلت أنا لا بد من تسطير، يعني أين نسير كدولة، أين نحن، ما هو مشروع دولتنا في الجزائر. هذه الحلقة فقدناها، كنا في الستينيات في السبعينيات مشروع الدولة واضح، اتفقنا معه أو لم نتفق معه، ماشي هذه المسألة. المسألة أنه الحاكم كان واضع تصور ومشروع دولة، مشى الشعب معه في مرحلة معينة، مشى الشعب معه في بعدين صارت فيه خلل، صارت فيه قطيعة ليس على المستوى السياسي فقط، قطيعة على المستوى الفكري، على المستوى العملي، على المستوى، يعني الجزائر انهارت بشكل لم يسبق له مثيل. في مرحلة معينة فقدنا كل شيء، زي يعني ما حصل للإسلام، كانوا في أوج تطورهم في إسبانيا وفي الأندلس، وفجأة فقدوا، أصبحنا حتى ما نعرف حتى نصنع مسمار. فنفس الشيء حصل للجزائر، كان هناك مش كان فيه مصانع، كان فيه ثورة ثقافية، ثورة زراعية، ثورة صناعية، أيدنا ذلك النظام أو لم نؤيده، فهذه مسألة تبقى بين الجزائريين. لكن الخلل يكمن في النظام القائم حاليا في الجزائر، أنه فقد التصور للمستقبل، فقد ثقته بشعبه، فقد ثقته، أصبح فقط يهتم بالخزعبلات وبالقشور وبأمور تافهة لا علاقة لها ببناء دولة عصرية يكون فيها الاعتماد على الإطار الجزائري، على المواطن الجزائري، على الكفاءات الجزائرية. عندما تفقد هذه الصلة فأنت تفقد وطن، وعندما تفقد الوطن لا أساس لك من الوجود أصلا، يعني تفقد الوطن في ثورة أو حرب، هل نحن نسير نحو الكارثة؟ لا أعتقد، لا أريد أن أرى الجزائر تسير نحو الكارثة، لأنه إن شاء الله هذا النظام يعني مرحلته ستنتهي قريبا، ونعود ربما نستخلص العبر والدروس من الأخطاء التي ارتكبت، ويجيوا ناس نزهاء مخلصين يحبون الجزائر، الذين يستطيعون التحكم في ثرواتها، في مقدراتها، في إمكانياتها، و يعني يكون فيه رشد في كيفية إدارة شؤون هذا البلد وشؤون هذه الدولة وشؤون هذه المؤسسات. الجزائر لم تفقد رجالها، الجزائر مازال عندها كفاءات موجودين في كل أنحاء العالم، مستعدين أنهم يخدموا الوطن هذا، مستعدين أنهم يضحيوا، مستعدين أنهم يخرجوا البلد من المأزق الذي آلت إليه للأسف الشديد بسبب تصرفات دنيئة من بعض المسؤولين الذين فقدوا حتى يعني حبهم في وطنهم، ولكنهم يتحكمون في الأمور بطريقة أو بأخرى. عندما تحدث الأخ نوردين عن الأخ عبد القادر من كندا عن موضوع الشخص الذي أراد أن يزعزع الوضع الجزائري بالقول بأنه يريد منطقة القبائل أن تكون مستقلة، فليجرب إذا أراد أن يسأل، فلن يجد حتى واحد قبائلي يكون معه في هذا الخط. هذا احنا نعرف القبائل ونعرف منهم الأمازيغ، وهذا الشخص هذا لا علاقة له لا بالجزائر ولا بحب القبائل ولا بحب الوطن ولا بحب، نعرفه ونعرفه مين
من يمولوا، من يدعموا، ما هي اتجاهاته، ما هي. لكن كجزائريين خلينا نحترم توجهات الناس، نحترم آراء الناس، لكن لو تكون فيه هناك مؤسسات وتكون فيه ثقة في الوطن، هذا الشخص يصبح منبوذ، هذه الأفكار تصبح منبوذة. يا ما حاولت الأكاديمية البربرية في الأمازيغية وفي في 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 فرنسا أن تسيس هذا الموضوع في أيام السبعينيات وفي أيام الثمانينيات، وحاربناها في الجامعات، وكنا ضد تقسيم الجزائر، وكنا نذهب للجامعات حتى في تيزي وز وفي وناضل من أجل أن الجزائر تكون جزائر للجزائريين، القبائل الشاوية، المزاب، كل التركيبة الجزائرية. الجزائر ملكنا، لا يمكن أن نترك لبعض الفاسدين أن يدخلوا الجزائر في مشاكل هي في غنى عنها. الوطن عزيز ولا بد من حماية الوطن، هذه هي وجهة نظري. بعض الناس يقول لك لا حندخل، أنا مانيش مستفاد، مانيش مستفاد، هذو الجماعة داو كل شيء، أنا لازم نخرب زي ما خربوا عدة بلدان أخرى، ولكن في آخر المطاف ماني الخاسر، لأنه هاد الناس لازم يروحوا، ولكن التغيير بمراحل بطرق أخرى، ولا بد من كشف عيوبهم، كشف عوراتهم، كشف ضعفهم، كشف منهم على حقيقتهم. وهذا يعود إلى دور المواطنيين المخلصين، الإعلاميين، الإطارات اللي موجودين في الخارج وفي الداخل، يكشفوا عيوبهم ويقولوا كلمة الحق، ولا بد أن كلمة الحق هي التي تنتصر في آخر المطاف. أتمنى أنني أجبت على سؤال الأخ. نعم، شكرا الأخ حسن. مولود رجعت ولا مازال؟ مولود ظهر أن الأخ مولود مازال ما رجعش، في انتظار هو انه يعاود يرجع لنا الاخ مولود. سمير مانيش عارف الا تحب تدير مداخله. سمير المهم تحب تدير مداخله الاخ سمير. سمير الاخ اللي دخلت معنا الان قلت لي من الاخ تاع تيرت، محمد من تيرت. نعم خويا، تحياتي ليك يا اخي بابا. مرحبا بك الحاج احمد. الحاج احمد اهلا وسهلا. الله يسلمك خويا، واش راك لاباس؟ رحمة ربي الحمد لله، نحمد الله وشكره. تحياتي ليك وإلى كل ضيوفك الكرام. الله يبارك فيك. معنا الأخ حسن زيتوني، راه معنا على المباشر. إذا كنت تحب تدير مداخلة في الموضوع نتاع الثقة، أتمنى هو أنك راك كنت تتابع فينا. لا ما كانش على بالي بالموضوع، على خاطر على بالي باللي نهار السبت برك تدير حصة، حتى راني اتصلت بالأخ نوري حتى قال لي باللي راه صرا مشكل في السكايب. نعم، اذا اذا مازال ماكش مولين بالموضوع باش ما يتكسرناش الريتم هذاك نتاع الموضوع. طفي الميكروفون دوك نعاود نرجع لك. الاخ فؤاد من باريس، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وفاك سي مولدين، الله يبارك فيك. راك في البيريسكوب؟ يعني في البيريسكوب هي. اخويا سلمنا على الاخوه اللي راهم يتبعوا فيك ان شاء الله. والله يا سي نوردين، كيف التدخل تاعي مش ماهيش العاده تاعي، ولكن اليوم ندير تدخل خاص بالنسبه للضيف تاعك. نعم، بكل احترام ما نديرش كيما مول في الدير. اليوم نهضر غير بالفرنساويه. تفضل اخويا، ما عندناش مشكله هنا، ونتكلم بالفرنساويه نتعمد. لأن سمعت بعض من الكلام من عند الضيف تاعك اللي ما عجبونيش. بعض من الكلام كاين كلام اللي راني معاه داكور اللي راضي، ولكن نتكلم دوك الفرنساوية. يا سي حسن، مو جو سوي الجيريان، جو سوي الجيريان، جو بارل ان فرونسي اي جي سوي لو سكولاريتي ان فرونسي. كونت لا لانغ عرب ايتي انتروديت دون ليدوكاسيون ناسيونال ان الجيري، je finissais mon premier cycle et l'arabe était facultatif. C'est-à-dire qu'on nous donnait le choix. On avait le choix soit de faire la langue arabe, soit de faire de la musique ou du sport. Ça, c'est pour vous dire qu'à une certaine époque, on ne nous donnait pas le choix, on ne nous avait pas permis de choisir spécifiquement l'arabe. Donc, j'ai eu une instruction, j'ai eu une éducation qui était totalement en français. Ça ne vous donne pas le droit de dire que je suis moins algérien que vous. Non, non, j'ai jamais dit ça. Je parlais des ministres qui, à chaque fois qu'ils commencent à parler, la première phrase en arabe et puis
Soudainement, il commence à parler en français. C'est comme même le journaliste lui pose la question en arabe, il commence à parler en français. Ça, moi, je respecte les langues. Je parle. J'essaie de parler toutes les langues. Je n'ai pas de problème. Je ne vous accuse pas d'être. Algérien. Avec tous mes respects, monsieur. Le langage, c'est un moyen de s'exprimer. On l'utilise soit en arabe, soit en français, soit en anglais. Là où il y a la possibilité de s'exprimer, il faut s'exprimer. Ce n'est pas un problème. Mais est-ce que ça, lorsque vous vous exprimez en français et je m'exprime en anglais, vous n'êtes pas algérien, je ne suis pas algérien, je ne suis pas d'accord. Ils nous accusent de ça, des fois. Mais moi, j'accuse ces gens-là qui nous accusent d'être des traîtres parce qu'on vit en étranger, je les accuse que c'est eux qui sont des traîtres parce qu'ils n'ont pas même ils ont ce complexe d'infériorité devant un Français et ils commencent à s'exprimer en français en pensant que lorsqu'ils parlent en français, ah, il n'est pas algérien, il n'est pas comme les autres. Moi, je suis contre ça. J'ai vécu en France pendant quelques années. Je m'exprime en français avec ce que je peux. Je préfère m'exprimer en arabe et en anglais. Mon anglais est mieux que mon français, mais j'ai pas ce complexe-là, oh, je dois m'exprimer en français. Moi, je faisais des interviews au niveau de l'Assemblée nationale avec des membres de l'Assemblée nationale française lorsque je faisais des reportages et je m'adresse à eux en anglais pour leur montrer que, et lorsqu'ils sachent que je parle le français, oh, pourquoi vous nous posez des questions? C'est pour leur dire que le langage c'est un moyen de s'exprimer. Je suis fier de parler l'anglais au lieu que de vous adresser en français. Donc, avec tous mes respects, mon frère, vous parlez avec n'importe quelle langue. Je vous respecte. Si vous êtes algérien, vous croyez en votre pays, votre nom, et c'est ça. Merci d'avoir précisé ça. Qu'il faut quand même souligner, c'est que quand vous parlez des ministres, faites attention parce que vous mettez d'abord en évidence le fait qu'ils parlent français et sans peut-être involontairement, vous ciblez, vous pointez du doigt toute une génération d'intellectuels, de cadres ou même de simples citoyens qui n'ont pas forcément fait de grandes études mais qui à une certaine époque parlaient français. Ouais. Faites attention simplement à ne pas, dans l'esprit des gens qui écoutent la radio, dans ce débat, à ne pas faire la confusion entre des ministres véreux, pourris, corrompus, incompétents, irresponsables, anti-algériens, et tout ce que vous voudrez, je suis entièrement d'accord avec vous sur ce que vous dites à propos des actuels responsables, simplement faire attention à ne pas les confondre avec une génération d'Algériens. Qui a vécu son époque, qui, comme vous, et nous avons ce point commun, vit à l'étranger, et comme vous l'avez dit, aime peut-être l'Algérie, peut-être plus que certains Algériens qui vivent en Algérie, mais il y a aussi des Algériens qui vivent en Algérie et qui parlent plus français qu'algérien, ou plutôt qu'arabe, ils parlent déjà quand ils parlent en arabe, et ils parlent français réellement, et ceux-là sont tout aussi algériens que vous, que Sénordine, que moi-même, et que Jmaa qui écoute la radio. Parce que tous ceux qui viennent écouter la radio, normalement, c'est que Andoum Jazaïf Rigel. Sans aucun doute. Voilà. Donc ça, c'était juste une précision sur ce point-là, parce que j'ai considéré que c'était une contradiction. Dans la mesure où il faut réunir et pas diviser, vous avez dit avec beaucoup de vérité que la nouvelle loi sur la nouvelle constitution qui faisait des Algériens de l'étranger, des demi-Algériens, et vous avez parlé de vos enfants, et je parle des miens, ils sont tout aussi algériens que les Algériens d'Algérie, peut-être même plus. Oui. Je refuse qu'on nous divise, je considère cette constitution comme une constitution scélérate et infâme, où j'ai l'ouvre que nous avons des gens qui se trouvent, où nous avons des gens qui se trouvent, j'ai l'espoir qu'ils se trouvent dans cette dernière. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que il faut bien parler de ces, il faut bien parler de cette catégorie-là. Il ne faut pas simplement les confondre avec toute une génération. Mangouche l'arabe, parce que une deuxième langue, c'est une chance, c'est une richesse aussi. On n'a pas su prendre le tournant à un moment donné de faire du français une force supplémentaire. On n'a pas su garder cet héritage
et en même temps généraliser l'arabe comme langue nationale, mais garder le français, le berbère et autres comme des richesses supplémentaires. Malheureusement, la rancune a voulu qu'on efface tout l'héritage et qu'on revienne le Hassan. Qui tentait que le Hassan, mais là je vais laisser les berbères parler, qui tentait que le Hassan Taïna soit véritablement arabe, c'est une autre question. On y reviendra. Pas nécessairement, non. Voilà. Ouais. Sur le point que vous avez cité concernant le fait que nous avions un État fort à l'époque, que nous avions une révolution agraire, que nous avions une révolution industrielle, et toutes les révolutions qui ont été mises en place de l'époque, vous me direz, il faut aussi rester lucide. C'était une politique forte, une politique volontaire, une politique claire. Elle avait aussi ses défauts. Tout n'était pas parfait. Mais effectivement, c'était le socle d'une progression, et nous avons raté aussi un certain rendez-vous il y a une quinzaine d'années. Moi, je parlais d'une vision. Il y avait une vision. Soit Absolument. On est d'accord avec ou on Absolument. Est contre, soit ça, c'est un point de vue. Oui. On doit respecter les opinions de. Mais oui. Ce que je voudrais dire, on n'a pas de vision pour avec ce régime-là actuel. Nous ceux qui sont en train de gouverner le pays actuellement, ils n'ont pas une vision claire sur où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on se dirige. C'est ça le problème qui se pose. Hassan, au risque de vous contredire, mon avis personnel, c'est que Hadj Qiyada Hadi a une vision. Elle a sa vision à elle, contrairement au gouvernement. Oui, à elle, oui, mais pas pour le peuple. Oui, c'est ça. Voilà. Ce n'est pas dans l'intérêt du pays. Ouais. C'est une catégorie qui a une vision qui lui est propre, qui est très hypocrite et très égoïste, et qui n'est pas du tout la vision bénéfique pour le pays. Là, nous sommes d'accord. On ne peut pas considérer ça comme une vision, mais c'est, je ne sais pas quel est le mot pour l'utiliser. Parce que... Moi, j'appelle ça une association de malfaiteurs. Oui. Après, de l'époque de Mouboudine, vous en faites partie, vous faites partie de ma génération qui a étudié à cette époque-là. On nous a encouragés à être progressistes, on nous a ouvert les yeux à 360 degrés en termes de vision, pour évoluer de quelque manière que ce soit en étant fidèle à certaines valeurs. Ouais. Aujourd'hui, on nous a mis des œillères. On a mis des œillères à ce peuple. Les œillères, c'est les oustas, c'est le cuir, le caoutchouc, les dirhams, c'est l'aïnine, c'est l'ahmar, c'est le bach, il chauffe le goût d'amour. Bach, mais il cherche mon automobilette ou la mêlée. Le bride. Voilà. Même la politique, même les ministres, même les gouvernements, leur politique indienne, elle se résume à ça. Il y a le chef qui fait rire l'intigère, l'ingouloukoum. Mais tu fais là à gauche, là à droite. Ou dis-le au fil à terre. Ou à un autre, j'ai eu le mot de la Hiwala Sénordine, elle dit le climat de la terre. Terre à la hête, ou la kin, ثقة مدام رانا نحكيو على الثقة، كاين ثقة بين المعربين والفرنكوفونيين؟ ما كانش لأن هاد السلطة هادي واش تقصد بالفرنكوفونيين؟ باش نديرو الفرق سي حسن أنتر لي فرنكوفون إي لي فرانكوفيل. نعم. إليا أون ديفيرونس. إكزاكتومون. لو فرانكوفون هو اللي لا تحدثنا عليها هذه رانا درنا عليها برنامج المهم كاين هنا كاين جي با بروبليم افيك لو فرانكوفون مي جي ا بروبليم افيك لو فرانكوفيل مو اوسي المهم راه كاين اشكال كاين هناك المهم فيما يتعلق دائما بالموضوع نتاعنا هو حول الثقه درك كاين اسباب وراء الانعدام نتاع الثقه هذه درك حنا لما نشوفوا باللي هناك عدم ثقه بين الحاكم والمحكوم عدم ثقه في الاعلام عدم ثقه في المؤسسات الرسميه يعني بشكل عام عدم الثقه في التجار عدم الثقه في الاحزاب عدم الثقه في المعارضه عدم الثقه بين الاجيال بين بعضها البعض عدم الثقه وصلت حتى للاسره في المجتمع وين رانا رايحين الأسباب كاين الأسباب هذه وراء الانعدام تاع الثقة وش هي الأخ حسن؟ لا احنا قلنا يعني وضوح أنه هل هي مقصودة كل هذا العمل الطبخة هذه اللي قاعدة تصرف البلاد هل هي مقصودة من قبل الجماعة الحاكمة حاليا؟ فأعتقد أنها مقصودة هو إرادة محاولة تحطيم دولة كانت قائمة بمؤسساتها برجالها بكفاءاتها الآن جاءت مرحلة
في محاولة التشكيك في كل شيء، وهذا التشكيك يؤدي إلى انعدام الثقة في المؤسسات، في الإطارات، في الكفاءات، في حتى على المستوى العائلي. ولكن احنا انا مش حبيت نقول انه ما لازمش نضخم الامر بحيث انه نقول والله هذا هو واقع الجزائر، لا، ما لازمش نضخم لهذه الدرجه، لانه الشعب الجزائري والغالبيه من الشعب الجزائري واعيين وعارفين من هم الاشخاص اللي وصلوا البلاد لهذه المرحله هذه من عدم الثقه، من عدم الاهتمام بالاطارات، من عدم وضع تصور واضح لبناء دوله ويعني إقامة مؤسسات قوية منتخبة وفيه نزاهة في الحكم وفي التسيير وفيه قانون وفيه عدالة وفيه هذو ناس قاصدين يحطموا شيء اسمه الدولة. يعني ما تروحش بعيد، يعني يحبوا يشوهوا حتى صورة شخص زي ما حاولوا يشوهوا صورة رئيس جزائري، يعملوها بالتنسيق مع أطراف معينة، يحاولوا يشوهوا الصورة تاع الجزائر، يحاولوا صورة الإطار اللي يتكلم بالعربية، الإطار اللي هو يتكلم بالفرنسية لكن عنده روح وطنية زي زميلنا اللي كان يتكلم قبل قليل. فهذو ناس عمدا يريدون الإساءة إلى هذه القيم التي بنيت عليها الجزائر بعد الاستقلال. هل هي قيم قوية مش قوية، فيها أخطاء؟ نعم، الدول لا تقوم على كل شيء صحيح فقط، دول مراحل، لازم نمر بمراحل، ما عندناش مشكل، احنا رانا يعني نعتبر دولة فتية، لكن قطعنا أشواط كبيرة يعني والحمد لله ما لازمش. هل الآن آن الأوان لتخريب وتحطيم كل هذا الشيء هذا لأنه لا نتفق مع فلان وفلتان؟ لا، أعتقد أنه هنا نرتكب خطأ، لا نريد أن نرتكب الأخطاء التي نراها الآن أمام أعيننا، لأن كما قلت وأريد أن أكرر، لا يجب أن نفقد شيء اسمه الوطن. إذا فقدنا الوطن كل هذا الكلام الذي نتكلم عنه حيصبح لا معنى له، لأنه ما عندك شيء اسمه وطن. يعني وحتى تحطيم الوطن وإعادة بناء وطن بنظرة أخرى، إذا حطمنا الوطن وأردنا إعادة البناء لا نستطيع، لأن الظروف تغيرت الآن، ما بقتش الأمور سهلة كما كانت في السابق، الآن أصبح كل شيء صعب. تحطم حاجة تكلفك 4 أضعاف تاعها، وإحنا إمكانية الشعب كثر، المطالب كثيرة، التحديات كبيرة، الطموحات بالنسبة للأجيال القادمة كبيرة، فلا بد أن نأخذ هذه بعين الاعتبار ونفكر بعقلنا قبل أن نستخدم اليد والقوة ونريد أن نحطم، لأن التحطيم سهل والله كما قلت لك، يعني تريد أن تحطم بلد الآن 24 ساعة تحطمه، لكن هل يمكنك أن تبني أو تعيد بناء ما بنيته طوال كل هذه السنوات بعد ما تحطم الأمر؟ لا أعتقد. فأسباب هذه الظاهرة للأسف الشديد يتحملها من هم يسيرون، وأكون صريح معك أخ نور الدين ومعزمة، لا أقصد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والله أنا أكن لهذا الشخص احترام كبير عندما أقرأ تجربته النضالية وتجربته يعني الوطنية، لا أريد أن يشكك في هذا الشخص مثل ما حاولت بعض الناس أن تشكك في رموز الوطنية السابقين، مثل ما عملوا الراحل آيت حمد وحاولوا يسيئوا إليه بكل، لكن أنا عرفت الرجل ونعرف الرجال، ولا أريد أن أربط يعني نقول الطعم الحاكم الآن في الجزائر بهذا الشخص، لأنه أنظف منهم، أثقف منهم، أفضل منهم، وعمل أشياء للوطن وعنده حب للجزائر. وأريد أن أقول هذه كلمة للحق، يعني ممكن الناس ما يتفقوش معي في هذه المسألة، لكن هذه وجهة نظري الخاصة وأنا أريد أن أدرجها في كلامها. لكن الناس اللي محاطين بالرئيس الآن واللي استغلوا الظرف الصحي المؤسف اللي يمر به الرئيس ويخططون لتحطيم هذا البلد العزيز، أعتقد أنهم هم من يتحمل مسؤولية نشر هذا الظاهرة في الجزائر، انعدام الثقة في كل شيء، ورغبة الشباب في الهجرة، رغبة الشباب في مغادرة الوطن، ما فيش ثقة في كثير من الأشياء الموجودة، ما فيش
نظره للمستقبل. فاعتقد انه هذا النظام هو القائم حاليا ورموزه معروفه، وهم يعني يعدون على الاصابع. لا بد من بروز شخصيات وطنيه داخل الجزائر وخارج الجزائر تكشف هذا الاشخاص وتكشف عيوبهم، ويعني وهذا وارد وقادرين عليه. ما فيش كما رانا نتكلم الان، نقدر نكتب، نقدر نتحدث، نقدر نخاطب، نقدر كل واحد من موقعه، ونقدر نفضح هؤلاء الناس. والحقيقه لا بد ان يعرفها البسيط، ويعني كل مواطن يعرف الحقيقه، ولا بد ان تتضافر جهود من اجل مصلحه واحده هي مصلحه الوطن، و الالتحاق بالركب الذي آلت إليه الشعوب المتحضرة الأخرى. يعني وإحنا لما نقول الشعوب المتحضرة لا نقصد كندا وبريطانيا وفرنسا، لا، هناك شعوب التي كانت في المستوى الذي كانت فيه الجزائر واللي عليه الجزائر ووصلوا وتعرضوا للحروب وعارجوا مشاكل وعاشوا مشاكل، ولكن الآن أصبحوا يعني مثال يقتدى به. وإحنا أعتقد الجزائر عندها الإمكانيات أنها توصل، وإن شاء الله توصل، ولازم توصل. والثقة، أنا لم عمري ما فقدت ثقتي في نفسي ولا في جزائريتي ولا في أينما ذهبت، حاول أني أعتز بانتمائي للجزائر وبوطنيتي. الوفاق أخ حسن، الحمد لله. الوفاق فقدت فيها ثقة ولا ما زال؟ لا، أنا فيها ثقة في كل المؤسسات بما فيها حتى الفرق هذه اللي تكلم عليها، وفاق ستيف، اتحاد ستيف، ملعب ستيف. انا عندي الكره نحبها، باش نلطف اجمل الفرق الجزائريه اللي ما كنا نتبعها. اخ حسنه، نعم، باش نلطفوا شويه برك الجو. برك كنت نبحث لك على واحد الفيديو، هو مش منشور، تسمى فيديو خاص. شوف ترى لا تعرف الاسم نتاع الشخص هذا اللي راح يتكلم. تاع لاحظ الزاويه، كان واحد فريق تاع الكور، تاع الفرميات، قال لك كنت ماركي ماتش غدوه مع ماركي البيت تاعك في الدرب. ربي شنو اللي ماركيت البيت؟ البيت تاعي واحد فريق هذيك هي واقيلا دينا الماتش فيها، دينا الماتش. هاي عرفتوه؟ لا لا ما عرفتوش. مش سبورت سيدي، هذا العياشي، هذا العياشي صالحي. مسكين كبر. هذاك كما في الماتش كوب هكذا ربحوا لا كوب، مالا كان واحد واسمه اوتو يكول، كان في ذاك الوقت البيرمي باش لغمو، قالوا لك كنت ماركي البيت نجيب لك البيرمي. ايوا هيا كي ماركي البيت عطالو البيرمي. ما انا ما عارفش يسوق دا البيرمي هكذا. نعاودوا نرجعوا للموضوع فقط على جل باش نرخفوا الحوار، باش يكون شويه تسمى شغل الامبيونس شويه هكذا في الحوار، ولو انه من نختلف معك في مساله نتاع بوتفليقه، ولكن ما نتحدثش عليها في الموضوع حتى باش ما نوتروش الحوار. الاخ حسن، إذا كاين هناك أسباب فيما يتعلق بالانعدام نتاع الثقة هذه، الأسباب هي وش هي؟ كاين هناك أسباب عديدة. أنا قلت راجعة للتربية، راجعة مثلا للإعلام هذا اللي راه هو ينشر في الشائعات، راه يضلل في الناس، راجعة للدعاة اللي ما مش يقوموا بالدور تاعهم، راجعة للأسرة، يعني راه الأولياء نتاع الأسرة هذوما مش يقوموا بالدور نتاعهم. يا هل ترى فيها عوامل خارجية هي راه ساهمت؟ يعني اسمح لي أستاذ نوردين، أنا نعم. قلت لك أنه لا بد يعني من تفادي تضخيم الأمر. نعم، يعني أنت تعطيني الانطباع وكأنه انعدام الثقة هذا أصبح ظاهرة موجودة في الجزائر، موجودة ويعني، ولكن ليس بالحجم الذي نتصوره. يعني حبيت تقول لي باللي كاين هناك واسمه سوداوية في المسألة، يعني ما كاش موضوعية. لا، يعني أنا مثلا كنت في ستيف قبل حوالي أسبوعين ونتكلم مع الشباب، نتكلم مع أولاد العائلة، يعني الثقة كبيرة لدى الشباب في المستقبل، يسألوني على
كثير من الاشياء اللي حبوا يوصلوا لها. واحد يحب يكون بيلوت في اير الجيري، كومون دوفونير بيلوت في اير الجيري. واحد يقول لي انا حاب نطرس في الكندا، كيف نحب ندير في الكندا اسكي. يعني كاينين الناس اللي يعني الشباب تاعنا مازال يفكر في اشياء جميله، انه عنده طموحات كيف يوصل لهذاك الهدف، كيف يوصل لهذاك المشروع. مش قاعد يقول لي كيف نولي سراق، ولا كيف نقتل هذا الحاكم اللي راه يفزد في البلاد، ولا لا. قاعد يتكلم على اشياء تاع بناء مستقبله، وهذا نابع من وجود ثقه وليس نابع من انعدام ثقه. لكن نعم انا اشاطرك الراي، اشاطرك الراي بانه الثقه في كثير من المؤسسات، في كثير من الوزراء، في كثير من المسؤولين فقدت فعلا، لأنه ليس في المستوى الذي يعني في مستوى طموح الجزائري. أنا لما نشوف بعض يعني الشيء اللي تربينا عليه ونشوف الواقع اللي نشاهدوه الآن نتحسر. يعني من المفروض الدول تسير إلى الأمام وتتطور أكثر، احنا نرجع إلى حتى ما رجعناش للوراء. يعني قضينا على يعني قطعنا الطريق تاع الماضي وحبينا نمشيو في شيء اللي هو خاطئ، وقضينا على كثير من الأشياء التي بنيت في السابق. حبذا لو لم تصل تلك القطعة، حبذا لو استمرت الجزائر لسنوات يعني معينة في طريق الذي سرنا عليه في السابق، حتى ربما أنقذنا كثير منه. لكن دخلنا في أشياء للأسف الشديد أضاعت أجيال، خسرنا إطارات، خسرنا كفاءات جزائرية كثيرة. الآن جت ناس حكمت البلاد في ظل فراغ يعني همشوا وطردوا الكفاءات واتهموها بالخيانة وعدم الوطنية وكذا وكذا، واستغلوا الموقع واستغلوا المنصب واستغلوا الظرف ويعملون ما يريدون به بالجزائر، والحكم في يدهم وقبضتهم والقرارات بيدهم يريدون. ولكن في الجزائر كاين وطنيين، لا بد أن يكون هناك من يثور ضد هؤلاء ويضع حد لممارساتهم الدنيئة التي لا علاقة لها بخصال الجزائري الأصيل، الجزائري الغيور، الجزائري الذي يحب وطنه، الذي يريد أن يرى علم الجزائر يرفرف في كل المحافل الدولية وكل العالم يتكلم عن الجزائر بالخير. هذا هو الذي نريده الآن في الجزائر. هذا الناس هذو موجودين ساكتين، بعض الأحيان يتكلموا بعض الأحيان يسكتوا، لكن لا بد من أن يأتي اليوم الذي تنكشف فيه الحقيقة، ولا بد من كشف عورة هؤلاء الناس الذين أساءوا للوطن، أساءوا للجزائر، اختلسوا الأموال ويعتقدون أنهم هم أولى بالجزائر ويهمشون البقية. وأعتقد أن لا بد من كشفهم بطرق علمية، بطرق ثقافية، بطرق فكرية، وإظهار حقيقتهم على أمام الرأي العام. وعندما تنكشف الحقيقة والشعب يعرف يعني بدون ما، فقط يجب تركيز على هذا الجانب هذا حتى نكشفهم ونخليهم يندموا على الشيء اللي عملوه البلاد هذه. ولا بد من استرجاع الثقة لكل جزائري وجزائرية، لكل مواطن غيور على وطنه، غيور على الجزائر، سواء يعيش في أقصى الدنيا أو في داخل الجزائر. لا بد أن تكون الثقة وتعود الثقة لكل جزائري. وأعتقد أننا في يعني أتكلم عن الجالية اللي موجودة هنا في بريطانيا، وأحتك كثير مع كثير من الجزائريين، لم نفقد ثقتنا في ما نسميه الجزائر، في كل شيء لم نفقد ثقتنا. إحنا من الجزائر نحبوها وثقتنا فيها كبيرة، وهذا الناس هذو نضحكوا عليهم. هذا داير الشيء اللي راه صاير غير لي بلاك على هذا الناس هذو، كنت تسمع تموت بالضحك على الاشياء اللي راهم. هذو ناس من المفروض يحشموا على اصلهم ويحشموا على ارواحهم ويوقفوا هذا المهزل اللي راهم يقوموا به، لانه الجزائر يعني رصيدها ونظره العالم لها. يعني انت لما نور الدين بدو شكرك تلاقيت مع ناس اللي من المشرق ومن هنا يتكلموا لك على الجزائر، لما يشوفوك جزائري يعتقدوا أنك أنت شيء آخر. لكن للأسف الشديد هذا الناس هذا اللي حاكمين الآن حبوا يوسخوا هذه الصورة، حبوا يشوهوا هذه الصورة، حبوا يغيروا تلك الصورة اللي ما زالت يعني قوية ويصعب تغييرها، اللي هي تاع الجزائر، جزائر
الحق، جزائر العدل، جزائر الإنصاف، جزائر الرجولة، جزائر البطولات، جزائر الأخلاق، جزائر السلوك الحسن، جزائر يعني اليوم احنا نتكلم كل الصحافة حتى في بريطانيا يتكلموا على جزائرية انتخبت رئيسة الاتحاد الطلبة البريطانيين في الجامعات البريطانية، يعني أثارت ضجة إعلامية كبيرة، كل الصحف الكبرى تتكلم اليوم عن هذه السيدة ويتهمونها بأنها مناهضة لإسرائيل ومعاداة السامية ومناهضة للصهيونية وحملة ضدها، وبدأت بعض الجامعات المعروفة بولائها للتيار الآخر أرادت إساءة سمعة هذه الفتاة الجزائرية التي تتحدث في المنابر وتعتز بجزائريتها. فلا بد ان ناخذ هذا الجانب بعين الاعتبار. حبيت تقول لي، حبيت تقول لي الاخ حسن باللي فيه جانب مشرق للجزائر، فيه جانب مظلم، الناس راها مركزه على الجانب المظلم ومخليه الجانب المشرق هكذا. يعني لازم نركز على الجانب المظلم لكشف عيوب هؤلاء، ولكن في الوقت ذاته علينا ان نبرز الايجابيات، لان المجتمعات هي خليط بين مراحل سوداء ومراحل بيضاء وناصعة ومشرقة. وأعتقد أنه دائما الإنسان بطبعه يحب يتكلم على الشيء الجميل ويخفي الشيء اللي غير جميل، لأنه الجميل لابد أن يظهر وغير الجميل لابد أن يختفي، ونحن نريد أن نخفي هؤلاء الذين مزقوا البلاد وحطموها ونهبوها وسرقوها ونشروا عدم الثقة في المواطن الجزائري واتهموا الآخرين بالخيانة وبالعمالة وكذا كذا. علينا أن نكشفهم، ولكن في نفس الوقت كجزائري أعتز كذلك بالإيجابيات التي تظهر هنا وهناك، وأنا أعتز بثقة لاعبين الجزائريين، أعتز بثقة المخترعين الجزائريين، أعتز بنجاحات التي تتحقق في المحافل الدولية والعربية والإفريقية، أعتز بهذه. لا بد، إذا كنت لا أتفق مع فلان في النظام لا يعني أنني لا أتحدث عن إيجابيات تصرف الجزائر. في إيجابيات الجزائر لا يمكن أن ننكر بأي حال من الأحوال، أنه رغم كل هذا الواقع السيء الذي تمر به الأمور في الجزائر من حيث التسيير، إلا أن ذلك لم يمنع الكفاءات الجزائرية من أن تبرز وتظهر وتدافع وتكافح وتقول ها أنا موجودة. وهذا ما يجري الآن، وخير مثال قلت لك اليوم لو تدخل على الصحافة تجد اليوم مقالات مكتوبة على هذه السيدة الجزائرية الشابة التي استطاعت أن تقنع الطلبة البريطانيين وأصبحت هي رئيسة اتحاد الطلبة البريطانيين، وهذا منصب مهم جدا، ولهذا أثيرت هذه العمدة نتاع لندن. العمدة نتاع لندن واسمه بوريس جونسون، فيه جزائرية أعتقد. كانت هذيك مونا، هذه كانت في طاح في دائره يعني في ليست نخليوك خونا حسن تسمع صوت واحد اخر من الغرب الجزائري. معنا خونا امين من تيارد. اخ امين مرحبا بك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخ امين معنا، الكاتب الاعلامي حسن زيتوني راه معنا، مراسل نتاع الام بي سي في وقت سابق، الان راه مراسل نتاع القناه الروسيه. انت كون هو انك راك عايش في الجزائر في الغرب الجزائري في مدينه نتاع تيارت، الموضوع تاعنا اليوم هو حول الثقه. تحدثنا منذ بدايه البرنامج على الثقه بين الحاكم والمحكوم، الثقه في الاحزاب، الثقه في الاعلام، في المسجد، في الدعاة، في التجار الى غير ذلك. انت كمواطن جزائري راك عايش في الغرب الجزائري، كيفاش تشوف الجانب هذا نتاع الثقة في الجزائر؟ أولا أخي نوردين، تحياتي إلى أخي حسن زيتوني. وصراحة والله أستحي أنني نشارك يعني في نجادل واحد كما حسن زيتوني، ما شاء الله إنسان مثقف، ونقولها بكل صراحة يعني ما راليش في المستوى تاعه اللي نقدر نجادله. بكل تواضع سمحت. المهم أخي نور الدين، قضية الثقة بين المواطن والحاكم، يعني كيفاش تحوسني أنا المواطن الجزائري
اللي يعني منذ ان يعني كما يقولوا بالعاميه ملي خرجت من كرش فمار وبديت نعقل لقيت هذا الحاكم اللي هو الى غايه 2016 مازال في الحكم ومن سنوات السبعينيات هو يكذب عليا كيفاه تحوسني نثيق فيه. هذا الحاكم اللي مثلا انا اعطيته الحياه نتاعي لبيت مثلا نداءات وطنيه لبيت يعني نداءات واحترمت وكحاكم وكانني يعني وكلي زعما راني عايش في دوله لازمني نمشي تحت القوانين تاعها. فاذا به من بعد اللي نقدم الواجبات نتاعي نلقى روحي مهمش ويجيبوا يعني يسمح لي مع احتراماتي كل الضيوف يعني نصيب الحق تاعي ذاته عاهره. فهمت يا اخي خبابه؟ لهذا الشيء يخليني انايا نفقد الثقه ومستحيل يعني اللي ما يعني انسان يكذب عليك في مده 50 أو 60 عام ويسلم الوطن تاعك للعدو كيفاه تحوسني نثيق فيه هذا الحاكم؟ الاخ زيتوني راه كان يتكلم ويتكلم على بوتفليقة وهذا رأيه وهو محترم، لكن أنا رأيي المواطن هذا بوتفليقة اللي يعترف بالسرقة تاعو هو يعترف باللي أنه سرق أموال اللي كان على رأس وزارة الخارجية كيفاه تحوسني أنا نشوفه نظيف؟ هذا بوتفليقة اللي راك تحكي عليه يا الأخ الكريم اللي يعني جاب اسمح لي على هذه الكلمة حثالة المجتمع جابهم ورأسهم على الشعب الجزائري ويدعم في الفساد والمفسدين كيفاه تحوسني أنا هذا نثق فيه؟ أما قضية الإعلام وأنا أقول الإعدام ولا أقول الإعلام اللي في الجزائر كيفاه تحوسني يعني أنا يدير ثقة في إعدام هو يطبي الليل نهار يطبي بهذا النظام هو يشارك في الجلد نتاعي هو يجلدني يوميا يهيني يوميا وفي حتى ما نقولش كل دقيقة كيفاه تحوسني أنا نثق في هذا الإعدام ولا أقول إعلام؟ أسمعتني الأخ الكريم؟ نعم نعم أسمعك جيدا أخي حسن زيتوني صراحة أنت راك كنت تتكلم تقول مثلا أتباهى بالفريق الوطني وأتباهى هل هذا الفريق الوطني تاع كرة القدم هو صنع جزائري؟ هل صنعوه الجزائريين؟ هل هذا الطالبة اللي راك كنت تتكلم عليها في لندن هل تكونت يعني في الجزائر الى نهايتها حتى يعني حتى في النهار وين عينوها في لندن هل كونها الجزائريين؟ يا اخي زيتوني اليوم راه الخراب اليوم راه الدمار الجزائر اليوم راه رايحه الى قاع المحيط ما عندهاش نهايه والله يا اخي زيتوني صدقني يعني راني انا عايش هنا في الجزائر تشوف اشياء كارثيه واش تنتظر المستقبل ويكون عندك ثقه ويكون عندك امل من المنظومة التربوية تاع بن بوزيد تتصور يعني شاب يعني حتى اليوم راه في عمره 20-25 سنة تكون تحت المنظومة التربوية تاع بن بوزيد هذا وش من آمل يكون من وراه اليوم الانحلال الخلقي المساجد اللي راك تتكلم عليها اليوم الآئمة تروح انت يعني تنتظر انه يحكي لك على الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا به يحكي لك على الحاكم اللهم أطل في عمره اللهم قويه علينا يعني انحطاط وانبطاع كيف تحوسني ثق في هذا الإمام تاع السي سي بي؟ أولا للإجابة يعني بشكل سريع أنا لا أريد منك أن تثق في الحاكم أو لا تثق في الحاكم أنا لم أتكلم عن هذا الموضوع أصلا أنا أعطيت وجهة نظري من خلال يعني ما أعرفه عن الرصيد الوطني لهذا الشخص سواء اتفقنا مع رصيده الوطني أو لا نتفق فهذه مسألة خلافية بين الناس وكل واحد حر في التعبير عن رأيه مثل ما أنت عبرت عن رأيك. بالنسبة للأشياء اللي تتعلق بالمؤسسات وكيف يمارس الأمر مثل القضاء وأنت خسرت مثلا قضيتك وعطي الحق العاهرة كما قلت وأنت حقك يعني هضم هذا هو الواقع الموجود في الجزائر أنه هذه المؤسسة وأنا أول ما بادرت الحديث تكلمت على مؤسستين قلت إن شاء الله في الجزائر الإنسان إذا حاب يعيش في البلد هذاك ما يكون عنده مسألة في العدالة ولا يخضع لأي مرض لأنه الصحة والعدالة في الجزائر هذا يعني للأسف الشديد بلغ بهم الوضع إلى شيء مأساوي لا يمكن وصفه بأي حال من الأحوال.
بالنسبة لي هل محرز أو لاعب فلاني جزائري؟ نعم، فقط لأنه ولد في فرنسا من أباء جزائريين ليس جزائري، فأنت ترتكب نفس الخطأ اللي يرتكبوه في وضع الدستور. يعني أنا نعم اصبرني اصبرني شوية الأخ أمين، أنا ابني هنا أطلس ما نقدرش نقول له أنت ماكش جزائري، وأنت ما تقدرش تقول له أنت باللي ماكش جزائري. لنفترض أنه ابني أنا أصبح رياضي راعي يلعب مع فريق هنا وجاء مثل الجزائر، هل أنت ترفضه؟ هل أن معناها أنت رفضتني أنا كجزائري؟ وهذا هو الخطأ الذي نرتكب. نعم جزائريين ونعتز بهم ونفتخر بهم، وأعتقد وأنت حقك من حقك تنتقدني إذا أردت، لما نشوفهم أنا يسجلوا الهدف أبناء الجزائر هذو المغتربين وينزلوا على الأرض ويصليوا ويسلموا على الأرض، أنا ما شفتش حتى أمثال بطروني وأمثال جماعتنا تاع بكري عملوها اللي نعتز بهم ونفتخر بهم وقدموا، ما شفتش ماجر وعصاد وبلوم ينزلوا وسلموا على الأرض كما سلموا عليها محرز واللاعبين تاعنا اللي راهم يلعبوا الآن في الفريق الوطني. فيه اعتزاز بالجزائرية، فيه حب للجزائر، فيه حب الانتصار، فيه حب لاستعادة الرغبة والاعتبار للكرة الجزائرية. هذا لمسته أنا، ولهذا ما تقدرش تنكر أنت هذا صفة الجزائرية. عندهم ثقة بنفسهم، عندهم حب للوطن. ليش اللي راك عايشه في الجزائر أنت أقدر وأعيشه أنا، وجرح أليم والسبب نتاعه ليس أنهم هو النظام القائم، ولا أقصد يعني أنت ممكن تقول بوتفليقة وحتى بوتفليقة يتحمل المسؤولية ما فيش مشكل، هو النظام. لما نتكلم على النظام من الرئيس وأنزل، لأنه فيه ناس استغلوا الظرف الحالي اللي تمر به البلاد ونشروا هذا الروح في تاع انعدام الثقة، عدم الاهتمام بالإطار الجزائري بالمتخرج الجزائري. يعني احنا مستوانا التعليمي لما تخرجنا من الجامعات كان أضعف من ربما المستويات اللي نشاهدوها إذا أخذنا بعين الاعتبار الإمكانيات اللي درسنا فيها واللي يدرسوا فيها الآن، والإمكانيات اللي يبحثوا بها والإمكانيات اللي بحثنا بها. فيه فرق كبير، لكن فيه خطة متعمدة من قبل الناس اللي حاكمين الآن أنهم يريدون إفشال هذا البلد، هذا يعني إعدام الثقة في كل ما هو إيجابي في الجزائر. فلهذا مليح الحوار أنه نتناقش ونأخذ ونعطي وتكون آراءنا منفتحة مع بعضنا البعض، لكن أنا وأنت متفقين على حاجة واحدة، أنه فيه ظلم في الجزائر، فيه حقرة في الجزائر، فيه نظام فاسد في الجزائر، ولا بد من تغيير، ولا بد من كشف عيوب هذا الناس هذو، ولا بد من قول هذه الأمور هذه اللي تظهر. الإعلام تسميه الإعدام، نعم فيه وسائل إعلام مع يعني تأخذ أموالها من الإعلانات اللي توفر لها اللي توفرها لها جهة معينة، وبدون هذه الإعلانات لا يمكنها أن تعيش أكثر من ساعة. وهذا الناس وجدوا أنهم لازم يتكلموا لصالح هذا الناس اللي دعموهم. هذا خطأ في اعتقادي مهني من قبل الصحفيين، من قبل أصحاب هذه القنوات، أصبح أصحاب هذه الجرائد، عليهم أن يتحلوا بالمهنية اللي هي قرأناها في الإعلام. إذا درسوا الإعلام ويعملوا في الإعلام فيه أشياء معروفة وبديهية. الصحفي ما لازمش يبيع نفسه، ما لازمش يبيع شخصيته، ما لازمش يبيع يعني من أجل بعض الدولارات ولا بعض الدينارات كما يقولوا، وتقول أنه أنا نمثل الإعلام. لا، أنت تسيء للإعلام إذا كنت لست جريئا على قول الحقيقة، لست جريئا على نشر الحقائق، لست جريئا على. والعيب في الحاكم اللي يحكم ويخلي المؤسسات الإعلامية تكذب عليه مثل ما تكذب عليه المعارضة اللي هي معارضة مزيفة، فهو كذلك سيفشل. لأنه عندما الحاكم لا يكون على علم بحقيقة ما يجري في بلاده، في وطنه، من عيوب ومن أعمال دنيئة ليعالجها، فهو مخطئ. لأنه لهنا إعلام حر لسبب واحد. أنا في بريطانيا رئيس الوزراء يعرف ليس فقط من المعارضة، يعرف من الإعلام ماذا
ما هي الأشياء الفاسدة في وطنه ويسعى لإبرازها ومعالجتها والتعامل معها. الحاكم في رأيي اللي يحاول أنه يقمع حرية الكلمة وحرية التعبير وحرية الرأي وحرية المعتقد وحرية يعني كل هذه القيم هذه مهمة جدا كانت موجودة في الجزائر رغم كل النظام اللي كان قائم على المخابرات وما زال قائم على الاستخبارات، لكن رغم ذلك كانوا صحفيين نزهاء ويتكلموا ويقولوا كلمة الحق وما خافوش. الآن الإعلام اللي راك تكلم عليه مشري، لكن فيه بعض الناس اللي رام يتكلموا الحق، فيه بعض الجرائد اللي نقراها ونتابعها يوميا. أنا أول ما أظهر أنهض صباحا أول Algeria newspapers straight away يعني بدون ما مباشرة أروح أقرأ الصحف الجزائرية وأطلع على ما يجري في الجزائر، وأضحك لما أجد بعض الأشياء هكذا للعيان. إنسان يكذب ويحب يشوه الحقائق، ولكن فيه بعض الناس اللي ما زالوا نزهاء وما زالوا وطنيين وما زالوا يحبوا الجزائر ويتكلموا كلمة حق. فلو نأخذ ظاهرة معينة ونقول هذه هي القاعدة فهذا خطأ. زي ما قلت الأستاذ نور الدين، ممكن أنت تعطي الانطباع أنه ما فيش ثقة في الجزائر، لكن هذا غير صحيح 100%. لا، فيه ناس فيه أشياء اللي فيها الثقة في الجزائر، ولهذا أردت أن يعني أقول أنه الانطباع السائد نعم في هذا الظاهرة السلبية، لكن فيه أشياء ما يعرفهاش النظام، أنه الثقة لم تفقد، الحب للجزائر لم يفقد، حتى في أجيالنا اللي موجودة في الخارج لم تفقد وطنيتها، حبها في الجزائر، عشقها الجزائر، رغبتها في تطوير الجزائر، خدمة الجزائر، تضحية من أجل الجزائر، من أجل الوطن، من أجل. وما دام فيه هذا الروح هذه فما تخافش. يعني ما لازمش نقول والله أنا مع خلاص أنا فقدت الثقة في هذا الناس فرح أفقد ثقة في الوطن. لا، ما تفقدش الثقة في الوطن، لأنك كان من يفقد الثقة في الوطن إلى حد ما يشبه إلى من يفقد الثقة في الله. ولهذا أعتقد أنه لابد أن نتمسك بجزائريتنا بوطنيتنا بحبنا لوطننا، وهذا الناس لازم نكشفوا عيوبهم، وسيأتي اليوم الذي يحاسبون عليه. على كل من اختلس من ليم واحد من 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 أموال الفقراء لازم يدفعها. هذه ظاهرة معروفة، هم يعيشوا منبوذين في الخارج، تعتقد أنهم عندما يأخذون الأموال ويذهبون للخارج هم سعداء. والله صدقني شفتهم، والله عايشين بالمليارات لكنهم حازنين وموش مبسوطين. ولتلقى الجزائري البسيط الفقير عايش بأشياء بسيطة جدا لكن بس يعني فارح والحمد لله ومعتز بجزائريته ويسافر ويأخذ أشياء الوطن ويرجع وما عندوش مشكلة رغم نقص الإمكانيات. وهذا ناس ماخذين الملايير وحاطينها في بنوك خارجية، ولكن تشوفهم على وجوههم والله المرض ماكلهم، ممش سعداء، ممش عايشين هانين في نفوسهم. وهذه يعني بدون ما نقول وش هي أسبابها، فالحرام حرام والحلال حلال والوطني وطني والكذاب كذاب والسراق سراق، ولا بد من كشف الحقائق للناس. والإعلام اللي أنت تهاجم فيه موش يتكلم عن الحقيقة، لا بد أن الناس اللي يشرفوا عليه يستدركوا الخطأ وما يشوهوش رسالة الإعلام، لأنه رسالة الإعلام نبيلة وعظيمة، ولا بد من أنهم يتحملوا المسؤولية لإعادة الاعتبار للإعلام الصادق الصحيح النزيه، لأن ذلك يخدم الوطن ويخدم الحاكم ويخدم المحكوم في اعتقادي. باختصار هذه هي يعني تعليقاتي، وأشكرك على الملاحظة. نعم، شكرا الأخ حسن. مولود رجعت ولا مازال؟ مولود، أخ مولود، الظاهر هو أن الأخ مولود ما عاودش رجع. المهم الأخ حسن بقوا زوج أسئلة. الأخيرة عارف بلي راه عندك التزامات، الخلل وين راه في الموضوع نتاعنا، وكيفاش على جال باش نعاودوا نرجعوا الثقة للشعب الجزائري؟ الخلل هو يكمن في النظام القائم حاليا، في طريقة تسيير الأمور، في عدم الالتزام بما هو منصوص عليه في مواثيق الدولة، في عدم الالتزام بالخطط التي ترسم لبناء دولة عصرية قوية تصان فيها حقوق الإنسان، تصان فيها
يعني كل الأشياء السلبية يجب القضاء عليها في هذا المجتمع، فالنظام هو الذي يتحمل مسؤولية ما يجري. لكن أقول وأقول هل هذا للناس هذو اللي أنهم يعتقدون أنهم فازوا في تحقيق مآربهم اللي هي نشر عدم الثقة داخل الجزائر؟ أنهم فاشلين، لأنه فيه ثقة داخل الجزائر، فيه طموحات، فيه رغبة لمواجهة التحديات، فيه عنا جيل جاي اللي قادر يطلع بالمهام وبالمسؤوليات الصعبة. فأعتقد أنهم خاطئين عندما يفكروا أنهم ربما حققوا الهدف، وهو الإساءة إلى أن الاستقلال لم يأتي بالأشياء التي أرادها الجزائريون من وراء الاستقلال. لا، أعتقد أننا حققنا بعض الكثير من الإيجابيات، لكن فيه كثير من السلبيات وربما أكثر من الإيجابيات بكثير، ولكن نحن لا نفشل ولا نفقد الثقة، والثقة موجودة وستزداد عندما تتحقق الأشياء الجميلة في الجزائر ونبرزها. عندما نبرز الجميل تظهر الأشياء الجميلة. كل العيوب لا بد أن نكشفها، ولكن حتى لا تتكرر. يعني هذا الناس هذا لا بد أن نكشفهم، ولا بد أن يعني نظهر عيوبهم للرأي العام الجزائري حتى يعرفهم على حقيقتهم. وهذا لن يتأتى إلا بوجود الجرأة، بوجود الوطنية، بوجود الإخلاص في العمل، بوجود الحب للوطن، بوجود هذا النزعة نحو التغيير، ولكن التغيير بالطرق التي تحمي الوطن. إذا فقدنا الوطن لا يمكننا أن نتحدث عن ثقة أو عدم ثقة أو مستقبل. علينا أن نحافظ على الوطن مهما كانت الصعاب والمشاكل التي يواجهها الإنسان في حياته، فهذه سنة الحياة، الكفاح، النضال. وأعتقد أننا نسير في الطريق هذا، لكن فيه الآن مرحلة للأسف الشديد تمر بها البلاد صعبة، حاكمين فيها بعض الناس اللي هما للأسف الشديد ليسوا أهل لهذه المسؤولية، حاكمين بالنار وبالحديد، وأعتقد أنهم خاطئين، ولا بد من أن يستدركوا أخطائهم ويسلموا الأمر لمن هم قادرين على إعادة الاعتبار للجزائر. لأنه هناك كثير من المؤامرات تحاك حاليا ضد الوطن وهم سيدفعون ثمنها، ولكن لا نريد نحن أن نتحمل مسؤولية أخطائهم و تشجيع مثل هذه المؤامرات التي تحاكم. هم يعطون الفرصة لكي تحاك هذه المؤامرات وتقدم المبررات لإحداث فوضى داخل الجزائر، وهؤلاء الذين هم على رأس السلطة في الجزائر يتحكمون في البلاد والعباد يتحملون مسؤولية هذا الأمر هذا. وحذاري، والله حذاري أن الواحد يحذرهم من الآن، لأنهم إذا راحت البلاد ما يبقى لهم ولا شيء. فهذا هو كي يعني معالجة الخلل تتم بإعادة الاعتبار للمؤسسات، للثقة في المواطن، لإشراك المواطن في عمليات التغيير، إحساسه بأنه ينتمي لهذا الوطن، إبراز الإيجابيات التي تحدث في الوطن، إبراز الاختراعات، الإبداعات التي تأتي بها المواطنة الجزائرية والمواطن الجزائري. هذه أمور لا بد من أن نعتز بجزائريتنا ونتعلم بالخطأ والصواب. هذه سنة الشعوب وسنة الأمم، هكذا تتطور. هناك أخطاء وهناك صواب، ونأخذ بالإيجابي ونتغاضى عن السلبي، وهكذا تسير الأمور. ستأخذ وقت، لكن أنا لدي ثقة كاملة في وطني، في الجزائر، وفي أبناء الجزائر، في الأجيال الراهنة والقادمة. وإن شاء الله، إن شاء الله مستقبل الجزائر بخير. أريد أن أختم بهذا الشيء الإيجابي حتى لا نفقد ثقة في لدى الجيل اللي راه يسمع لنا والناس اللي يسمعوا لنا. الجزائر بخير الحمد لله، ما لازمش نفقد الثقة، وما لازمش نهمش الجزائريين اللي في الخارج، لأنه إذا تهمشنا أي إطار جزائري في الخارج أو أي شاب أو شابة جزائرية. فأنا أريد أن أجيب على الشخص اللي سألني هل هي جزائرية في 100%؟ السيدة الطالبة التي نعم
ولدت في الجزائر، درست في الجزائر، والدها بسبب الظروف الجزائرية اضطر إلى مغادرة الوطن والمجيء إلى هنا مع عائلته، ودرست هنا ولكن حافظت على وطنيتها وعلى جزائريتها، وتتكلم مستغلة الديمقراطية والحرية اللي موجودة في المجتمع البريطاني، وتحدات وفازت، وهذا نصر نعتز به للحرية لممارسة الديمقراطية في بريطانيا، وكذلك لكونها جزائرية ونجحت في تحقيق مثله، وكثير من الجزائريين حققوا يعني نتائج أفضل من هذا بكثير في مجالات علمية وحقول فكر ومعرفة، ولا بد من إبرازهم وإظهارهم، رغم أنهم لا يريدون، بعض الناس منهم لا يريدون الظهور، ولكن نحن نريد أن نبرز الإيجابيات، وهذا هو السبيل الوحيد لمحاربة هؤلاء الذين يريدون التشكيك في الجزائر وفي مستقبلها. هذا في اعتقادي. نعم، شكرا أخي حسن. إذن الإخوة والأخوات اللي راكم تتبعوا فينا، لازلنا على المباشر، نحن نقترب من نهاية البرنامج. نعطيكم ديروا مداخلة أخيرة. الأخ عبد القادر من كندا. الأخ حسن الميكروفون لما تكون ما تكلمش، تفضل الأخ عبد القادر من كندا. شكرا أخي نوردين، وأشكر الأخ حسن. يعني وش نقول لك، الكلمة الأخيرة دير واسمه مداخلة فيما يتعلق بالنقطتين الأخيرتين. فهمتك. يعني انا باش يكونوا الاخوه اللي راهم يتبعوا فينا تكون عندهم الصوره، حتى ولو انه راهو عندي تحفظ على بعض المسائل، ولكن هكذا اعتدت لما نكون عازم ضيف ما نديرش روحي كيما يقولوا في نفس الوقت حكم وخصم. لما نكون النشط في الحوار، لما يكون ضيف نلتزم الحياد، نخلي الناس الاخوه اللي هما اللي علقوا باش ما نكونش انا في صراع مع الضيف، لكن لما نكونوا نتحدثوا مع بعضنا الاراء انت راكم تعرفها. تفضل الاخ عبد القادر. يعني نشكر الاخ حسن يعني وجهه النظر تاعو، يعني نعتبروها يعني كوجهه نظر شريحه من الجزائريين يعني، ولكن لما يحكي على رأس النظام، هذا رأس النظام هو بوتفليقة وجماعته، يعني واحد ما لازمش يخرج بوتفليقة، يعني مع احترامنا بين قوسين للنضال تاعو القديم، ولكن النتائج الحالية اللي رانا نشوفها في الجزائر هذه تدل على فشل هذه المنظومة بما فيها هو والكلون تاعو. يعني ما لازمش نخرجوا نبرؤوه من هذه النتائج السيئه والنتائج يعني الرديئه اللي رانا عايشينها في البلاد على كل المستويات وفي كل القطاعات. فلما نحط الاصبع على الجرح ولا يعني عدم الاعتراف بالمرض، هذا لا يذهبه الاستاذ حسن، والسكوت كذلك عن المرض، الواحد مريض ويقول انا مليح، وهذه هذا لا يذهبه، وانما يزيد يطوره ويزيد راح يطرطق كل البدن وكل البلاد. يعني ف هذا النظام القائم هذا الحصيله تاعو في 50 سنه ولا قريب من 60 سنه، يعني حصيله فشل على كل المستويات، حتى على الإنسان والمواطن الجزائري. يعني المواطن الجزائري الآن الثقة، يعني انت ربما رحت يعني للسونداج اللي درته في الصيف ولا في الفلافامي تاعك، عندهم شوية أمل، واحد يقول لك انا نخرج طبيب، واحد يقول لك تروح دير للسونداج عالجي ولا في الجهات الأخرى، الناس حبت تموت، حبت تهرب، حبت حتى انهم حابين يحطموا كل شيء، وهذا الواحد ما لازمش يغمض عينيه. نشوفوا هذا الجماعة الماك هذو هم دي زالجيريان الجزائريين، حبوا حتى وصلنا الى الانفصال والاستقلال. معناتها هذا دليل على النتيجة والحصيلة الرديئة لكل هذه المنظومة هذه، للأسف مع كل الطاقات الموجودة في الجزائر، مع كل الموارد المادية والموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي والزخم التاريخي هذا تاع الثورة اللي حصلنا عليه بعد الاستقلال، ذلك راح في الهواء، يعني راح في الهواء.
وباش باش نعيد هذيك اللحمه الوطنيه ونعيد هذيك الشعور بالثقه بين المواطنين وكذا وبين المواطنين وكذلك منظومه الحكم. يعني هذا ماهوش من 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 ماهوش سهل ماهوش سهل. النظام هذه المنظومه هذه يا اخي حسان عندهم عقليه ان الجزائر غنيمه بالنسبه لهم، سي سا لو بروبليم. النظام هذا بوتفليقه حتى لو جمعته كاع الاخر عندهم عقليه الملك، هم ملوك بدون الاسم تاع الملك. يعني عندهم عقليه الملك، ما عندهمش عقليه المسير. هنا مثلا في الدول اللي عايشين فيها حنا هاو راه هاربر جا تريدو الى غير ذلك، هم يسيروا البلد، تسير البلد. اما السيد هو الشعب، هو الدستور. فاحنا في الجزائر يا للاسف هذه المنظومه خرجتنا هذا يعني مبنيه على عقليه انها تملك الجزائر، انها تملك الجزائر وتدير واش تحب في الجزائر. والشعب كذلك يعني وصلنا الى ان الشعب راضي بهذا في بعض الامور، في بعض المناطق رضى بذلك، ولذلك تلقاه يصفق لهذه المنظومه ويشيد لهذه المنظومه وكذا. هذه اولا عقليه الملك وعقليه الغنيمه، ان الجزائر غنيمه بالنسبه لهم، وكذلك انعدام الرقابه. ما فيه لا رقابه لا من طرف البرلمان ولا من طرف الاعلام ولا من طرف الجمعيات الى غير ذلك. معناتها ما كانش، لو هذا النظام يعتقد بانه يسير في بلد ويسير في شعب سيد وفيه رقابة بالمقابل، ما نصراوش واش رانا عايشين الآن. لأن الجزائر لا قدر الله راه على فوهة بركان، ما ننساوش المحيط الإقليمي هذا الغير المستقر، غير المستقر. هذا واش حبيت ان يعني الأمور واضحة. يعني الثقة راحت يعني بنسبة كبيرة في الجزائر. ما كانش ثقة، ما كانش. لما تروح للجزائر تشري غير لي جورنو صباح، انا نشري نروح نهبط نشري لي جورنو صباح، نتلاقى بلي جورنو هكذا يقول لي راك تشري في الكذب. هذه اول كلمة يقولها لك، راك تشري في الكذب. ولا بليبار اللي يشرو لي جورنو اون الجيري يروح ديريكتومون للصفحة تاع سبور. هذا كاع البوليتيك هذا كاع زيرو، باسكو على بالو بلي يكذبوا عليهم. القناة نتاعنا لاشين تاع اليتيمة واحد ما يتفرجها، على بالو بلي راهم يكذبوا. اذا هذا الكذب وهذا الثقة هو اللي صرا، يعني وصلنا الى هذا الانسداد. وهذا الانسداد لا قدر الله راح يفجر في الجزائر، ما راح يسلك فيها لا اللي راه حاكم ولا اللي راه محكوم. وهذا الاخت هذه اللي يحكي عليها اخويا حسان، هذه اللي راهي ما شاء الله يعني نجحت في الخارج، ما نجحتش لان المنظومه نتاعنا هي اللي نجحتها. نو نور الدين خبابه راهو يكتب الان، ماهوش المنظومه اللي في الجزائر هي اللي خلاته هو اللي يكتب. لا بالعكس، منظومة الحكم في الجزائر هي طردتنا من الجزائر، أنا وأنت وحسن والأخ فؤاد، وخرجنا من الجزائر لأن فقدنا الثقة في السلطة هذه، في السلطة. ولذلك خرجنا من الجزائر ونجحنا والحمد لله في بلدان أخرى، لأن في حرية وكذا، مش بسبب المنظومة وإنما بسبب الإرادة. كانت عندنا إرادة، كانت عندنا ثقة في النفس، ونجحنا والحمد لله. اما المنظومه الحاليه في الجزائر هي اللي راهي دمرت الجزائر، وهي سبب في تدمير الجزائر. فعلى كل الشرفاء ابتداء من الاخ حسن لانه اخ اعلامي، نديروا اليد في اليد ان شاء الله، ومش غير نفضحوا هؤلاء، وانما نديروا حركيه ديناميكيه باش نديروا بديل. هذا البديل هو اللي راح يكسب الثقه واعاده الثقه من جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيكم. وعليكم السلام، شكرا للأخ عبد القادر. تفضل سمير من أمريكا أن نعطيكم تديروا مداخلات، ومن بعد نخلي خونا حسن الكلمة الأخيرة. تفضل الأخ سمير من أمريكا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ نور الدين راك تسمعني؟ نعم أنا أسمع فيك جيدا، تفضل. بارك الله فيك، وتحية للإخوة كامل والأخ حسن اللي اليوم حقيقة متاعنا اليوم في الحصة والمداخلة تاعو قيمة ما شاء الله، يعني زاد لنا بعض النوافذ كي يطل منها الإنسان. في خلال الحوارات اللي حدثت بين الإخوة في هذه الندوة،
لاحظت يعني الحمد لله في موضوع الثقه الاخ نور الدين ما كاش اختلاف ظاهر يعني يا اخي راك ثيق في اذاعه وطني. نعم هاي صافي. قلت لك الاخ نور الدين ما كاش اختلاف بين وجهه النظر تاع الاخوه والنظر يعني واللي هي تاعك ونظره وجهه النظر تاع الاخ حسن. نعم رانا متفقين في اغلب النقاط. يقول ما كاش. نعم رانا متفقين في اغلب النقاط فقط هو انه عنده ربما جانب ديبلو. خليني نكمل. اصبرني بارك صبرني صبرني نخليك تكلم تسمى ربما هو راه عنده هو الدبلوماسيه تسمى هو دبلوماسي عنده الدبلوماسيه احنا ما عندناش دبلوماسيه هذيك تفضل. لا واش حبيت نقول نور الدين هو كي كان يمثل يقول يعني الامثله اللي يحطها اللي وضعها ان في شباب عنده ثقه هذيك الثقه هي الثقه بالنفس. مستحيل يعيش انسان بلا ما تكون عنده ثقه بالنفس لانه سيئس وراح يطمع خل في اي مجتمع حتى لو يكون في مجتمع حر وديمقراطي ومتحضر وما شاء الله. يعني ثقة هذيك النقطة هي الثقة بالنفس أن الإنسان يتكل على ذراعه على القدرات تاعه ويكون نفسه بنفسه وما يعتمد على حتى واحد هكذا. بينما الثقة اللي كانوا الإخوة يقصدوها أنه مفقودة ثقة ومن عدمة وما كاش يعني لا تجد الثقة إلا في عند واحد خداع اللي يثق في هي الثقة السياسية اللي أشار إليها ضحى مليح الأخ نوري بارك الله فيه. فالثقة السياسية اللي هي بين الحاكم يعني الإنسان الفرد الجزائري والسياسيين إما يكونوا معارضة أو يكونوا نظام حاكم يعني سلطة تنفيذية أو سلطة شرعية مفقودة تماما. يعني تضعها يعني نسبة حالة وتوجد صفر فاصل هكا صفر فاصل مكاش. والمؤشرات اللي ذكروهم الإخوة وكان تعمق فيهم مليح الأخ عبد القادر ربي يبارك فيه مؤشرات كثيرة. ما يعني سبحان الله شوف الانتخابات نزيد على المؤشرات اللي ذكرهم الأخ عبد القادر الانتخابات كيفاش راح ينتخب المواطن الجزائري واش يقول من بكرية واش يقول يقول ايه الصوت تاعي ما راح يسمعه هذا الانتخابات مزورة مسبقا هذه ثقة بالعكس هذا من بكرية هذا من قبل الأزمة ونهار انتخب الشعب قال لك الشعب هذا بهلول ما يعرفش انتخابات 91 قال لك الشعب هذا قاصر كيفاش هذا الشعب لو يسمع المسؤول تاعو اللي هو انتخب عليه وطلعه يسمع يقول له انت قاصر انت ما تعرفش تفوقي كيفاش راح يجيب الثقه زيد وصرا بعد ذلك ازمه سياسيه يعني واش نقول لك يا ربي الدوامه اللي دخلت فيها الجزائر هذيك صدمة هذيك الزلزال عنيف جدا هذيك ما تخلي حتى واحد يثيق ما ولا الانسان يثيق لا في جاره ما يثيق لا في فاميلته ما يثيق حتى واحد ما نقولش فقط في المسؤولين ما خلاص هذيك كسرت كامل هذيك خربت الدنيا هذيك يعني حتى من قبل 5 اكتوبر 88 كانت الثقة يعني عليها علامة استفهام كبيرة هكذا بعد لذلك تخربت كامل نهار وصلت للدم ما وصلتش الملايير معليش تعاود تجي البترول خليه يروح بس وعدنا نعاود نجيبو الثروه ولكن النفس ما توليش دراري صغار ناس مختطفين نساء كسروا كلش القيم اللي كانت عند الانسان كامل تكسرت فهذا هو الشيء اللي كسر ما خلى الثقه كامل توجد والثقة اللي نتكلم عليها الأخ حسن هي الثقة يقصدوا الإخوة الثقة السياسية بالمعنى السياسية ماشي الثقة بالنفس الثقة بالنفس راهم هذاك لو يرمي روحه في البحر باش يقطع يروح لأوروبا هذاك هو واثق من نفسه هذاك ماشي سويسيدي هذاك الثقة هذيك اللي ما كاشها الثقة السياسية خلاته يرمي روحه في البحر وراه يقول بدراعي إن شاء الله نوصل للشط اللي من هيك فهكا باش تكون يعني يروح هذاك الاختلاف ونتفقوا كامل ان شاء الله على نقطه واحده ونمشيو عليها الثقه الاخ نور الدين عندها اسبابها باش تتكون وباش تتنحى يعني هذه تكتسب وكذلك تنزع
تنزع الثقة، تكون بين الأخ وأخوه مثلا تكون عنده ثقة لمعاملة معينة ولا لأسباب هكا معينة معلومة، تنزع هذيك الثقة أو تنزع يعني تكون حتى بين الرجل وزوجته وهكذا يعني بالتجربة. فالمعاملة وش هي الأشياء اللي تكتسب بها الثقة الأخ سمير؟ نعم نور الدين، حبيت نقول أن الثقة تكتسب بأمور، بأشياء، بعلاقات، معاملات، أكثرها معاملات ماشي أقوال وتبلعيط كما نصطلحوا احنا بيناتنا على هذا يعني المعنى. نقدر نقولوا من بينها الأمانة. أنا جايك الأخ نور الدين، حبيت نقول أن الثقة تكتسب بمعاملة وضد هذه المعاملة تنزع الثقة. يعني كل الأمور اللي احنا نذكرها وربما يذكرها الإخوة يعني بها راح تبنى الثقة وبضدها تروح الثقة. ما يهمش واش يكون الطرف الآخر، أنا قلنا حتى لو يكون أخ، حتى لو يكون واش يكون أقرب الأقربين. فكل الأعمال أخ نور الدين، ما نقول لا أمانة لا صدق، لا، كل الأعمال، كل القيم الإنسانية والقيم الأخلاقية الحسنة التي يستحسنها كل الناس من الصدق، من الأمانة، من الإخلاص، من الإتقان، من الوفاء، كل هذه القيم، الكفاءة، الكفاءة لو تتكون في إنسان، لو تكون في إنسان سيكسب ثقة أي واحد، أي واحد سيكسب الثقة تاعه. حتى يعني لو نمثل مثال صغير، اسمه لي أبو سفيان. أبو سفيان لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وهو على شركه، كان في الشرك، ذهب إليه بعت عمه باش يخطب أم حبيبة، منين أم حبيبة بنت أبي سفيان. فوش قال أبو سفيان وهو يعني سبحان الله رأس من رؤوس الشرك آنذاك بعد غزوة بدر؟ قال يعني بالمعنى وأنا وين نلقى نسيب كيما محمد بن عبد الله، ولو أنه عدوه يعني. قال أنا ما نلقاش نسيب كيما هذاك، مستحيل في العرب نلقى واحد هكا. وزوجه قالوا أم حبيبة رضي الله عنها. يعني شوف الثقة كيفاش تكتسب، كل الخصال الحميدة، كل الخصال الحميدة كي تتوفر في الإنسان بالسيف الناس يحبوه. احنا كمسلمين لو نشوفوا غير مسلم حتى لو يكون يهودي أو يكون حتى ملحد، لو يقول كلمة حق مثلا نشوفوهم على صالونات الصحافة أو في الندوات يتكلموا كلمة حق، نتعجبوا بهذاك الإنسان ونقولوا قال كلمة حق ونشروا الفيديو تاعه. هو ملحد يعني، أنا وياه نختلفوا في العقائد، ولكن يعني ننفق فيه ونقول هذا إنسان ضميره حي. يعني مثلا اسمح لي الأخ سامر، معناتها باللي مثلا تشري سلعة مثلا من عند إنسان قال مشرك ولا ملحد ولا كذا، يهودي، مسيحي، بوذي، المهم انت راك على بالك به باللي من خلال الثقة ذيك اللي وضعتها فيه من انه ما راهوش رايح يغشك، راهو انسان يتقن في العمل تاعو، راهو عندك الضمان، قال في الجارونتي، قال مثلا تلفزيون ولا قال جهاز نتاع بورتابل ولا الى غير ذلك. اذا انت الثقة توضعها في ذاك الانسان لانه انسان صادق، انسان ما يغشش، انسان راهو لما تشري انت من عنده الحاجه هذيك قادر غدوه لو كان مثلا تفسد والله ذيك راهو رايح هو يرمبورسيلك والله. نعم الاخ نور الدين، والعكس صحيح. نعم. يعني حتى لو يكون مسلم ويخون تلقى عنده لحيه، تلقى عنده لحيه وقندوره والعنبر وكذا، ولكن لما تشري من عنده حاجه انت توصل للدار وانت تلقاها خربانه تولي انت ما ثقش فيه. والله يا نور الدين هذه أنا أفعلها الآن، يعني مانيش نهضر عنها نظريا، أنا أفعلها بعض الأغراض يعني من غير اللحم الحلال، اللحم يعني اللي لازم يكون حلال تشريه من عند مسلم، بعض الأغراض الأخرى صدقني نشريها من غير المسلمين، لما توفر عند غير المسلمين نشريها من عندهم لأنها فيها كل شروط المعاملة التجارية المبنية على الثقة والأمانة، يعني ما كاش الخيانة ما كاش. بينما شفت بعيني الخيانة من عند للأسف خوتنا العرب، يعني الحوانت اللي بيعوا خوتنا عرب مسلمين وزعما نقصدوهم. فالأخ نور الدين تشوف كيفاش يعني هذا مسألة الثقة تقدر تتبدل على حساب يعني ما عندهاش يعني دين معين ولا تتوفر شروط فقط عند إنسان
يكسبها يثق فيه الانسان. ورانا نحكوا على الحالات السويه، يعني ما نقولوش مثلا على الناس مثلا كما يسموهم في الجزائر الشياتين، الشياتين يثق مثلا في النظام الان تاع الجزائر، هو ما يثقش، هو راه ياكل. الثقه بالمفهوم الاصطلاحي والمفهوم اللغوي اللي ذكرته في مقدمه الحصه ما يتوفرش في هذا الشيات. هذا ماشي يثق في النظام او عنده الثقه السياسيه، لا ابدا، هو راهو ياكل، راهو يطمع، راهو يضرب الشتاء غير باش ياكل فقط. نعم. فالثقه حاجه نبيله الاخ نور الدين، حاجه نبيله سبحان الله. فتتوفر كما قلنا كل القيم المليحه لما تتوفر في اي انسان راح اكيد سينال الثقه، سيكسب ثقه الغير. كنقولوا ما نقولوش باش ما نحصروهاش في دين ولا في عرق ولا في لون، نقولوا سيكسب باذن الله ثقه الغير. ولو تتوفر عكسها، عكس يعني النبل، عكس القيم الحميده والاخلاق المليحه، لو يتوفر هذا الشيء في انسان والله العظيم ويكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غير واحد ما يثقن، غير الإنسان اللي مهبول في راسه. هذا واش حبيت نقوله، والله يبارك فيك. نعم، شكرا الأخ سمير من أمريكا. الأخ مولود رجعت. أخ مولود من بريطانيا، مرحبا بك أخ مولود. أخ مولود، نحن في نهاية البرنامج، إذا كان دير مداخلة باش نخلي أخونا حسن يرتاح، ربما رانا طولنا عليه. تفضل الأخ مولود، شغل الميكروفون نتاعك الأخ مولود. ألو ألو. تفضل الأخ نور الدين. نسيت نقطة فقط، الله يسترك ما نطولش. تفضل الأخ سامر. اسمح لي، هي خارج الموضوع معليش، فقط الخونة حسن، الأخ حسن رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة، يعني الخراب اللي راهي فيه الجزائر ماشي في وقت تاع مردوبك، راهو عنده ربع عهودات، يعني ماشي هذا الوقت برك اللي بان مشكل في الجزائر. مشكل الجزائر بدا من نهار شدها هو، يعني ما من قبله. يعني انا انسان موضوعي الاخ حسن، يعني قول لي فقط نقطه هكا نشوفها. انا مانيش نشوف حاجه دارها بوتفليقه، يعني مانيش نشوف للاسف، ما على باليش. هل تريدوني ان اتكلم عن هذه النقطه؟ لا، هي على كل حال خارج الموضوع، ولكن لا مش خارج الموضوع، هي في صلب الموضوع، لانه نحن نتكلم على قضيه الثقه، ومهما يكون يعني كل واحد حر في اعطاء رايه حول هذا الشخص. انا لا ادافع عن بوتفليقه ولا است هنا لادافع عن هذا الشخص، ولكن عندما تكون انت ذكرت كلمه حق لابد ان تقال، يعني المصالحه الوطنيه التي حصلت في عهد بوتفليقه، وتفكر انت تكلمت قبل قليل على الدماء والارواح التي ذهبت ولن تعود، واعتقد ان مشروع المصالحه الوطنيه الذي اتى به الرئيس زروال واكمله الرئيس عبد العزيز بوتفليقه شيء كل جزائري وكل جزائريه يعتز وتعتز به. كذلك قضيه عبء الديون الخارجيه، الديون الخارجية التي كانت على عاتق كل جزائري وجزائرية تقدر بأكثر من 48 مليار دولار، لما جاء بوتفليقة اليوم ما فيش ولا دولار ديون خارجية على الجزائر. أعتقد أنه فقط هذين النقطتين لو نأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور، أعتقد أنها تصب في مصلحة هذا الرجل. وأنا لست هنا وأقولها بكل صراحة، لا أدافع عن هذا الشخص، لأنه ضميره وشخصيته والأعمال اللي قام بها هي اللي تدافع عليه، مش أنا اللي تدافع عليه ولا أنت أو أي شخص آخر. لكن عندما تريد أن تقول تنصف الحقائق، قل الحقيقة. بعض الناس الأستاذ حسن، جملتين فقط. نعم. طيب بارك فيك. الديون ما نحاهاش بوتفليقة، كتر خير سعر البترول تبدل، وحتى يعني لا كان البترول موجود. نعم، ما يتحكمش فيه أي إنسان. الطغمة العسكرية التي كانت حاكمة الجزائر كانت تستخدم الديون لشراء أسلحة لقتل الأبرياء الجزائريين، الجنرالات اللي حكموا الجزائر واستغلوا الأموال الطائلة تاع النفط اللي كان يجي الجزائر، ما استخدمتش في إزالة الديون الجزائرية، ولم تستخدم في خدمة الوطن، وإنما استخدمت وأنت تعرف كلها في قتل المدنيين وشراء الأسلحة من أوكرانيا ومن فرنسا ومن الأسلحة
والقنابل التي كانت تقتل الجزائريين، وهذا معروف، هؤلاء المجرمون هم الذين يتحملون مسؤولية ما حدث للجزائر. أما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس زروال لما جاءوا جابوا مشروع المصالحة الوطنية حاربوا به الاستئصاليين اللي هم مازالوا حاكمين في البلاد الآن، الاستئصاليين اللي يرفضوك أنك أنت تكون في الجزائر، ويرفضوني أننا نتكلم، ويرفضوا الصوت النازيه، هو حاربهم، هو قدر على الأقل يواجههم. هذه أشياء لازم نذكرها، ما لازمش نخجل منها، مش لأنك أنت ضد هذا الرئيس فقط ما تذكرش الأشياء الإيجابيات اللي حصلت، لازم نكونوا في هذا يعني على الأقل منصفين في هذه النقطة. الثقة ليست فقط سياسية، أو عندما تقول أنه هذه ثقة شخص في نفسه، من أين أنت كسبت ثقتك كجزائري واستطعت أن تواجه الغربة في أمريكا وأينما توجد؟ لو لم يكن هناك مجتمع في يعني تربيت في بيت العز، أخ حسن، تربيت في دولة كانت عندها، أخ حسن تصور أعطاتك شعور. أخي حسن، نعم أخي حسن، اصبرني برك نخليك تكمل المداخلة نتاعك، فقط على جل باش نطرح بعض الأسئلة. احنا ما راناش في جدال والله، دائما الحوارات اللي نجريها على الإذاعة نتاع وطني دائما نحاول هو أنه يكون هناك فيه تكامل، كاين وجهات نظر مختلفة ولكن كلها تكمل بعضها البعض. مثلا انت دوك لو تحدث عن المصالحة اللي دارها بوتفليقة، دوك لو كان راها المصالحة هذه اللي راها دارت راها أنهت الأزمة، نقولوا باللي على الأقل أنهت جزء من الأزمة اللي هو القتال والموت اللي كانت شاعلة، أنت ما كنت تقدر تتحرك للجزائر ولا تسافر ولا طيارة تطير. مازال أنا مازال ما روحتش للبلاد. في أشياء تتغير. أنا مازال ما روحتش للبلاد. يكون منصف. أخ حسن، أنا مازال ما روحتش للبلاد. لا تقدر تروح إذا. عندي 15 سنة ما روحتش. أصبرني برك، أنا ما نحكيش على نفسي، أنا نفسي ننساها. أنا شوف القضية وين راها. راك تشوف دوك مثلا المشكلة نتاع المنطقة نتاع القبائل راها قادرة الآن دوك تتفجر. قضية نتاع المنطقة نتاع غردايا وهذه كلها راها داخلة في هذا الوضع اللي راهو نشأ. أنا ما نقولش باللي راهو السبب نتاعو بوتفليقة، هي راها تراكمات كاين شي راهو جاء من الاستعمار، استعماره، وكاين شي لا هذا جاي من الناس اللي حاكمين الحكم في الجزائر. لا أقصد الناس اللي راهم مش عارفين يسيروا الدولة، هم اللي يعطيوا المناقض. حذرت قبل قليل لو تتذكر قلت لك انهم هم سيتحملوا مسؤوليه. لا 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 لا، فقط في النقطه التي تحدد البلاد، فقط في النقطه ما يجري في القبائل ما هي الا مؤامرات من جهات عربيه واجنبيه معروفه اوروبيه تريد ان تدخل الجزائر في دوامه صراعات وحرب اهليه، وتدخل وتستغل هذه الظروف لإثارة هذه النعارات القبلية والعرقية وكذا وكذا. احنا ما عندنا لا مشكل لا مع مزابي لا مع شاوي لا مع قبيلي لا مع الناس، احنا المشكلة هذه في الجزائر. احنا في الكرة القدم نتنافسوا أنطان سير بي مولودية جياسكا كذا كذا، أما تعلق بي أنه أنا ضد القبيلي والقبيلي ضد الصحراوي والصحراوي، هذه ما عندناش احنا. حاولتها فرنسا في وقت الاستعمار وفشلت، جات بعد الاستقلال وفشلت، والان حابين يثيروها وراح تفشل، لانه احنا كجزائريين هذا الشيء هذا ما نمنوش به، وهذا هو اللي لازم يكون واضح. النظام هذا راه يقدم في المبررات باش يدخل الجزائر في مشاكل في دوامه. هذا الناس اللي راهم يدخلوا في قضيه الدارجه، في قضيه التعليم، هذه بالغبريط تجيب لي مش عارف، هذا وزير ما عارف، وزير اول ما يعرفش يتكلم لغه عربيه، هذا وزير عبد، ولكن شكون اللي جابهم؟ شكون اللي جابهم اللي راك تتكلم عليها؟ وشكون اللي جابهم؟ فلازم احنا كجزائريين وكوطنيين نحاربوهم ونكشفوا عيوبهم ونرجعوا الثقه في الوطن. اخ حسن الله يحفظك، اخي حسن لازم نهمشوهم ولازم نخرجوهم اذا كانوا استئصاليين ويحبوا يستأصلونا. احنا زي ما قال الزميل عبد القادر من كندا، لابد ان نوحد صفوفنا احنا ورؤيتنا، ما دام انه عندنا رؤيه واحده وعندنا يعني هدف واحد، زي ما صار ايام جبهه التحرير الوطني كانت احزاب ومتناحره ومتفصله وكل واحد، لكن لما كان الهدف هو الاستقلال توحدوا تحت لواء جبهه التحرير الوطني ونالوا الاستقلال، وحبذا انه لو بعد الاستقلال
عدنا الى التعدديه والديمقراطيه كما ناشد بها ايد احمد وبوضياف الله يرحمه. أخ حسن. لكن للاسف الشديد النظام الحالي القائم طغمه ضيقه الافق هي اللي راح تجيب يا الاخ حسن. أخ حسن اصبرني لابد من محاربتها. اصبرني الاخ حسن احنا رانا في الاذاعه نتاع وطني على بالك راهو عندك مطلق الوقت على جال باش تتكلم مش كيما في القنوات نتاع الدقائق هذيك وكوبي لك الميكروفون. شوف لا انت دوك حكيت لي على القضيه نتاع بن غبريط درك لو كان هذه بن غبريط راها جات في اطار قال المثل نتاع حكومه اللي نشات عن طريق البرلمان وراها كاينه اغلبيه اللي فرضتها نقول لك اذا راهو صلاحيات راها الرئيس الجمهوريه بهذا الدستور اللي دار والدستور اللي سبقه وسلال راه محسوب عليه. دوك انت لما تقول لي سلال هذا ما يعرفش يجيب زوج كلمات وهذه دوك بن غبريط هي راها داير رجليها في المنظومه التربيه شكون جابهم جبتهم انا يجيبهم بوتفليقه هذا اللي تحكي عليه ممكن لا ممكن يعني لو تاخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي للرجل وكيف يظهر هل هو يعني فعلا من إيه هو فعلا من يختار فلان وفلانة وشكون يعني لازم ناخذ بهذا الاعتبار شكون الملك تاع السعودية الملك تاع السعودية قلت لك أنه الجماعة المحيطين للأسف الشديد أنه بوتفليقة محاط بجماعة تستغل هذا الوضع المأساوي الذي مر به هو شخصيا شكون اللي جاب خوه وعينه يخي هو والله أنا تاكي دوك تحكي لي انت دوك القايد صالح ولا راه دوك هذا سعيد بوتفليقه ولا سعداني نعم شكون نعم جبتهم انا هو اللي جابني خلاص نقول لك انه يستغل زي ما انت مثلا تجيبني بيني وبينك ثقه وانا تجيبني معاك وبعدين انا نولي نستفيد من ورائك من خلال استغلال منصبي لي انت منحتني اليه وانا يا اخي حسن اخي حسن هذا مش هذا هو اللي حاصل ناس مستغلين الوضع الصحي للرئيس لكي يستفيدوا ويدبروا وينفذوا الخطه يا الاخ حسن هذا راهو عنده ربع عهدات ماشي عهده الاولى نتاعو قالوا طاح مريض راه ربع عهدات يا الاخ حسن دوك لو كان جيد لما كان صحته جيده ما كانش الوضع هذا وانا اتحداك ان تظهر لي في الولايه الاولى والولايه الثانيه انه كان فيه نفس الممارسات ونفس الاشياء اللي نتكلم صح عليها الان صح سيدي صح وانه ما فيش كذا وفيه اختلاسات صح سيدي وفيه سعداني يتكلم فيه صالح اصبرني يدمغج ما فيش هذا الكلام اصبرني الاخ حسن نعم اصبرني انت دوك راك تحديتني انا ما كنتش حاب ندخل معك في جدال ولكن وما ندخلش معك في جدال المهم احنا رانا خاوه ماناش في جدال غير اصبرني برك غير اصبرني برك اصبرني برك انت دوك مثلا حكيت لي على الاخ على واسمه على بوتفليقه قلت لي باللي العهد الاولى والعهد الثانيه العهد الاولى نتاعو انا واحد من الضحايا نتاعو انا واحد من المؤسسين نتاع حركه الوفاء والعدل اللي كان الوزير الخارجيه احمد طلب الابراهيمي كان هو اللي راسها اعطانا الاعتماد هذه في العهد الاولى نتاعو هو يجري لما كان يشطح لما كان مازال يشطح هاي جاوبني اي ما عطاكمش الاعتماد ايه علاه ما يعرفش احمد طالب الابراهيمي ما كانش النهار اللي جاي توفى بومدين ربي يرحمه كانوا مع بعضهم البعض ما كانش الزميل تاعو واش تحبني نقول لك انا نقول لك انه هو على صح انه ما عطاكش الاعتماد ولا نقول لك لا 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 هذه راها النتيجه يعطيك شخصيه مثل احمد طالب الابراهيمي الاعتماد وحبذا لو كان عبد احمد طالب الابراهيمي رئيس للجمهوريه الجزائريه فانا اعتز واقدر هذا الشخص واحترمه لرصيده ولتاريخه ولكفاءاته ولقدراته ولامكانيته ولمعرفته بواقع الجزائر اسمح لي اخ حسن انا من الصباح وانا نسمع معك في بعض الممارسات اذا كان في بعض تصفيه حسابات شخصيه انت ايت احمد كفاءه لا يعني لا يستهان بها وهمش واستؤصل من وطن وابعد من وطن هل ومهري لا يستهان ومهري لما انت تروح لك هذه الشخصيات يروح لك مهري يروح لك ايت احمد ويروح لك واحد كيما احمد طالب الابراهيمي يروح لك هذه الشخصيات كانوا في بعض الناس ضيقوا الافق السلطه اخلاتهم بوتفليقه جاء بروح الانتقام انا اقول لك شيء انا تكلمت مره مع السفير الجزائري في الامارات نعم وقال لي الرئيس هذا كان مستشار عند الشيخ زايد نعم في
الله يرحمه في الإمارات، هذا الرئيس بوتفليقة كان مستشار، ولما أراد أن يعود إلى الجزائر عندما طلب منه أن يدخل الجزائر ليصبح رئيسا، دخل طلبه الشيخ زايد وكان جالس معاه، قال له لماذا أنت راجع إلى الجزائر؟ هل أنت راجع لتنتقم لأنك فقدت المنصب وطردت من الجزائر منذ 20 سنة، أم عندك نية أخرى؟ قال له يا ابني إذا كانت نيتك هي مغادرة العودة للجزائر من أجل الانتقام على السنوات التي منعت منها وطردت من الجزائر، فأفضل أنك تبقى هنا وتستمر في عملك معنا هنا. أما إذا كانت رغبتك فهي عدم الانتقام وخدمة وطنك وحب الجزائر، فروح وإحنا وراك نعاونك. هذا كلام تأنس إنسان حكيم، وأعتقد أن بوتفليقة ربما لم يتمكن من التخلص من روح الانتقام. هذا لا أعرفه أنا، ولا تعرفه أنت قضية تصفية الحسابات ومن كان يتحكم فعلا في قرار إعطاء التزكية لهذا الحزب أو ذاك، لا تعرفها أنت ولا أعرفها أنا. نعرف يا سيدي الآن يا سيدي المخابرات، ما رانيش ماكش تسمع درك باللي راهو بوتفليقة قال لك ونحتو فيق وكذا، ماكش تسمع فيها الآن. هو الآن السؤال المطروح بين السلطة وجهاز الاستخبارات، هذا يحتاج إلى موضوع، يحتاج إلى كتب، يحتاج إلى تحقيقات، يحتاج، هذا موجود، هذا موضوع مهم جدا. كيف استطاع الرئيس أن يتخلص من توفيق، وكيف سيكون رد الاستخبارات الجزائرية على قضية السلطة؟ فهذا هذه مواضيع متشعبة لا نريد أن نغوص فيها. قضية الثقة، نرجع للموضوع، قضية الثقة لم تفقد نهائيا في الجزائريين رغم وجود نظام متعفن يسير ويدير بطريقة جهنمية ومخطئة ولا يخدم الوطن ولا يخدم مصالحهم. أقعد القدر حتى النقاط على الحروف، وكذلك زميلنا من إسبانيا، القضية هي كيف تصل إلى الدولة المطمئنة، كيف هم مش مطمئنين حتى في حياتهم، عايشين حياة رعب، عايشين حياة اللهث وراء المادة، يأخذ بالمليارات، ما تعني ولا شيء، صدقني والله ما تعني ولا شيء. أنتك عايش في الغربة تقدر تأكل طرف خبز وحبة طماطم وانت الحمد لله، لكن هذو الناس عايشين عيشة ضنكة، مش عايشة تاع سعادة، ولا هم هانيين مع حتى مع عائلاتهم مع. فهذه الأشياء لازم تعرفها، احنا قضية الثقة لم تفقد في الجزائر، وهذا الناس هذو لازم نحاربوهم ونحطوا يد في يد. احنا كوطن كل واحد وقاعد يعاني، انت قاعد تعاني، عبد القادر فلان فلان، والملايين من الجزائريين الاطارات الكفأة اللي موجودة في الخارج وبرمجة حياتها ويعني تقريبا تخلت عن الوطن، ما اصبحتش موجودة جسديا فيه لكنها روحيا وذهنيا وعقليا موجودة في الوطن هذا، وهذه الاطارات هي اللي لازم تطرح البديل، والبديل هذا لا يكون من أجل تدمير وتخريب باش لا، بالروح، بالكلمة المقنعة، بالأخلاق الجميلة، بقول الحقائق، بكشف الحقائق، بكشف الأمور هذه، تتوضح الأمور ويجي اليوم تاع صوت الحق هو اللي يكون اللي يحترم. والجزائري ما تعتبروش إنسان غبي، الجزائري أنا أتذكر مهري لما تلقيته هنا في 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 في, في لندن كان يحكي لي على كيف كان ينشروا الثورة الجزائرية، لما كانوا يروحوا يدخلوا للقرى ويشوفوا الناس بالبرانس وبالقشاشب وبدو وكذا، قال لي والله إحنا نجيو لابسين كرافاتات وكوستيمات، قال لي وما يجيون يقولوا يروحوا يا الروس العريانين أنتم، إحنا رانا عارفين وش راه صاير. الشعب الجزائري يعرف كل صغيرة وكبيرة على كل شخص يتحرك في الجزائر، موش قادر ملقاش مين الليدر الجاي اللي يبين له الطريق باش يهزم هؤلاء. هذو الناس حاكمين. أخي حسن، أخي حسن صبرني شوي. طالب الإبراهيمي يمنعوك، أنت يمنعو ناس اللي الإطارات الكفأة من أنها يكون لها دور في إعادة بناء وإعمار الجزائر من جديد. هذا هو أخي حسن أصبرني شوية، نعطي المداخلة للإخوة باش يكملوا مداخلات قصيرة برك باش نختموا البرنامج. الأخ مولود، الأخ مولود إذا تسمع فيه، أخ مولود الضارو أنك عندك مشكلة في الميكروفون. الأخ مولود تفضل. الأخ فؤاد، أخ فؤاد
نعم تفضل الاخ فؤاد، دير مداخل مداخله. نعم انا نسمع فيك تفضل. انا في الخطا، رانا في نهايه البرنامج. ايوا زوج كلمات لسي حسن قبل لو سمحت. نعم سي حسن، انا نظن بلي راك فهمت اني نهضر بالعربيه برك. انا نظن معليش نخلطها كمان باش خلطها مليح. انا نظن سي حسن راك فهمت يعني يعني احنا ولا تقريبا مع بعضنا بالناس اللي يشاركوا في الحوار. الاخ حسن الميكروفون الله يبارك فيك باش ما يخرجش الصوت، تفضل. الناس قلت لك سي حسن، انا نظن راني متاكد بلي راك فهمت بلي الناس اللي يشاركوا في الحوار تاع الجوار الناس تاع المستوى سي دي جون كي اون نيفو، سي دي جون كي ريفليشيس، سي بي سي با لا بروميير فوا كون qu'on a des débats ensemble. Notre nefsi ou lakin n'atabal bin notre zoumalatai, on ne peut pas être sensible à un discours populiste. On ne peut pas se taire, yani, face à un discours sans fédérateur, rassembleur, nationaliste. La devise à la radio hadith, c'est la haqiqa, c'est la vérité. C'est ça. دونك مانيش سياسيين، كل واحد متخصص في الميدان تاعو، ولكن عندنا حاجه راهي مجمتنا الكل، الحب تاع الجزائر والصراحه. ورانا كنا متاكدين هذا هو سبب الحضور تاعنا في الراديو الوطني، اللي بلا حقيقه ما نكذبوش. دونك يعني كون فو فيت ريفيرونس دي فالور هيستوريك ريفوليسيون الشهداء لونجاجمون تاع لي باتريوت تاع زمان باش جابوا الاستقلال، انا من الناس يعني جو كارد ان ركول، جو كارد ان ديستانس بارابور ا تو سا. جو سي تري بيان كون في با اون كار اون ريفوليسيون كيما يقول لك كون دي ديغا. دونك الشهداء انا في رايي سو سون دي جون فالورو كونتريبيي ا رامي لانديبوندونس بور الجيري، بور اوتان سو نو سون با دي انوسون كوم تو لو بوبل الجيريان. Dans toute guerre d'indépendance, il y a des choses qui se passent par-ci, par-là. Il y a des règlements de compte, il y a des images. Yani, qu'on glorifie des gens, nous sommes chouhada ou lakin, insan qui menta wana ou rirna. Donc, moi, je suis un petit peu dérangé yani, par le discours hada très diplomatique, voir que là, c'est votre métier à l'origine, très populiste, où je veux garder une distance et rester très collé à la vérité, toujours à la vérité. Atat al Bouteflika, vous l'avez un petit peu innocenté par rapport à la situation d'Alio. Un affairé, en toute objectivité, et je respecte votre avis, il n'est pas innocent. Il n'est pas innocent d'abord pour ce qu'a dit CSM juste après, ou Kalatani Senordin. La situation d'aujourd'hui, c'est quand même le résultat de 15 ans de présidence de la part de Bouteflika. Tous les cadres, tous les responsables de tous les ministères et toutes les administrations ont été désignés sous sa responsabilité. Pour votre information, je suis un ancien officier d'armée. Donc, je vous rappelle juste le proverbe. Il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, حتى au Sénat, il y a des gens qui ont été désignés, ou حتى au Sénat, ou حتى au Sénat, ou حتى au Sénat, ou حتى au Sénat, المسؤولية راجعة اللي عينهم، المسؤولية راجعة اللي لازم يتحاسب من الشعب الجزائري. دونك هو بوتفليقة، كيل سوا مالاد كيل سوا با مالاد، سي سيتي فيريتابلومون ان بريزيدون دين دو سونو، اون ايتون مالاد، كيل ديفي ديكلاري سون انكاباسيتي ا غوفيرني. سا سي لو سونس دو لا ريسبونسابيليتي، سا سي ريبوندر و ريسبكتي لي بروميس فيت او بوبل الجيريان، كي نو لا با في. Il s'est maintenu au pouvoir et 15 ans après aujourd'hui, vous me dites, Mskin Mred, la rebelle, maintenant, je suis à l'insane, je suis à l'insane, je suis à l'Algérie. Il était responsable devant le peuple algérien, devant l'histoire à venir, devant toutes les générations à venir, de ce qui s'est passé durant ces 15 ans. Après, vous avez parlé du peuple algérien en disant que Mazel Andou, j'avais encore confiance. Et la confiance en qui? En quoi? Quand vous avez les enfants algériens qui se jettent à la mer, si ça met quelqu'un à suicide, mais c'est presque du suicide.
il n'y a pas d'espoir forcément d'arriver de l'autre côté. Il est où? Elle est où la confiance? On ne parle même plus de confiance, Lyon Fulgézaïr. La confiance s'est transformée en peur. Et la peur édique qui a été entretenue depuis l'indépendance. La peur qu'on avait par rapport à la France, on l'a convertie en la peur du pouvoir. Je vous rappelle que ce même, on avait peur de tout ce qui était FLN, le Qassma, le FLN, l'Ouali, etc. On a manipulé ce peuple, on l'a managé par la peur. Depuis toujours, on l'a managé par la peur. Ce n'est que parce qu'il a eu confiance en lui-même, en ses propres valeurs, en ses traditions, en ses racines, en sa famille, qu'il a pu tenir le coup. Le peuple algérien a toujours eu confiance en les capacités terre. Ça, c'est vrai, vous l'avez dit. On n'est pas pire et on n'est pas meilleur qu'un autre peuple. Mais on a aussi nos capacités, notre potentiel, nos qualités. Mais on a aussi nos défauts. Le peuple algérien, c'est un peuple patient, un doux sabre. Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est un défaut? En général, les goulks, c'est une qualité. Et là, aujourd'hui, les goulks, c'est un défaut. Parce que sabre depuis combien d'années? Depuis combien de dizaines d'années? Comment vous voulez qu'il ait confiance? Il a vu des coups d'État qui n'étaient pas annoncés comme des coups d'État. Il a vu des gens emprisonnés dans l'injustice. Il a vu des gens disparaître. Il a vu ses voisins se faire tuer. Il a vu Raoult se faire interner dans des camps du Sud. Il a vu toutes les magouilles politiques. Il a vu les Français revenir. Il a vu les Juifs revenir. Où est la confiance? Sur quoi elle peut se baser, la confiance? Si Samir a donné au début de l'émission la définition du mot confiance, n'a t-il comme une confiance, n'a t-il comme une définition sous l'angle de la psychologie? On fait confiance, on est comme ça. Naturellement, Mleika qui dit le dernier, elle fait confiance. C'est qui te tâche l'eau? Et la confiance terre où elle commence à se modifier. Où est-ce que donc, s'il vous plaît, ne nous servez pas de discours, et je le respecte quand même, parce qu'il traduit votre, il reflète votre pensée, mais adressez-vous à nous comme à des gens qui sont capables de comprendre que vous ne pouvez pas nous gaver avec un discours politique, moi, j'aurais souhaité que vous alliez droit au but. Dites-nous vraiment ce que vous pensez. Là, on pense aussi. Il pense à sa manière. Sincèrement, le gouvernement interne n'a plus confiance. Le peuple algérien, je fais la distinction et vous avez raison, je fais plus confiance. Les rejettes de la manipulation, le conditionnement, le pays, le gouvernement, elle a gardé encore et a mis ses capacités, je fais plus confiance à cette catégorie-là qu'à la catégorie qui est restée sur place, qui a fait de la résistance, qu'on a manipulée, qu'on a crétinisée, on l'a abrutie. Et aujourd'hui, on dit, mais nous la confiance. Mais douche, la confiance. Il n'a même pas confiance dans l'avenir. D'un côté, il y a de l'autre. À côté de je ne sais plus, je connais Gandigoul. Je sortais où la police et où la gendarmerie, j'ai rappelé, c'était je crois, c'est Afkad. J'ai eu le je vais on n'a confiance en rien. نعم شكرا للأخ فؤاد En rien du tout. شكرا للأخ فؤاد زيد نقطة أخرى بك، نقطة نعم أخرى بك، بس ينظم دكتور نديرها قصيرة. Le problème, c'est Hassan ou Jma, c'est qu'on a la mémoire très courte. Alors, je suis avec l'ordinateur, mais tu te fais une haja, ou là, quand tu fais tout, on doit mettre le gawain. On a agi au jour le jour. Donc, tous les gouvernements, ils font tout. Il y a une plaque pour Bena, il y a une âme, il y a la mémoire. Mais notre cloche. Elle a si vous devez faire un instant de mort à la vie. Là, quand je fais, il y a une devant les télés étrangères. Si ce peuple ne me donne pas la majorité, je le laisserai à sa médiocrité et je rentrerai chez moi. Yani, à l'époque, déjà, le mandat de Loul, il a déjà donné franchement, clairement, Yani, son avis sur la population algérienne, sur le peuple algérien, sur ce pays,
cette nation qu'on appelle l'Algérie, ils considéraient que c'était un pays de médiocres et qu'ils nous faisaient un honneur de venir présider ce pays. Voilà. Donc on a la mémoire très courte. Mais nous, Sy Hassan, autour de cette radio, on n'a pas la mémoire courte. On se rappelle de tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous dites « Boutfleqa Mskin, il y est pour rien, il va essayer de bien faire », je suis désolé, je ne suis pas de votre avis, mais je respecte le vôtre. شكرا الاخ فؤاد. اخ نوري مداخله قصيره باش نختموا البرنامج ومن بعد نجي لك الاخ نتاع تيارت. تفضل الاخ نوري. نعم شكرا الاخ نور الدين. بغيت فقط نركز على مهمه يعني من خلال مداخلتي الاخيره على الثقه الاجتماعيه، وهذا النوع من الثقه كذلك هو مهم. احنا تكلمنا مثلا على الثقه السياسيه، وربما هذا المجال ما اعطيناش أهمية كبيرة، لأن الشعوب أولا الشعوب التي تملك ثقافات معينة ومنها الجزائر ولا تملك الثقة الاجتماعية لا يمكنها أن تتقدم، لأن الثقافات التي تملكها الشعوب وإذا ما يعني صاحبت هذا ذلك بالثقة الاجتماعية معا يجعلها مؤهلة لتحقيق التقدم في شتى أنواع الحياة المختلفة. لأن الثقة الاجتماعية هي خاصية التطور، أو هي بمعنى آخر هي الديناميكية التي تحرك الثقافات نحو التطور. راك تشوف احنا في الجزائر عندنا ثقافات بصح مازالنا متضاربين مع بعضنا بعض، لأنه علاش ما كانش الثقافة الاجتماعية، يعني مازال هذا يشوف هذاك، انت من الجهه الفلانيه، انت باغي الكلا، هذاك من الجهه الفلانيه. اذا الثقافات الاجتماعيه اذا ما كانش الثقه الاجتماعيه من المستحيل ان ينشا هدوء وسكينه وطمانينه، وتنشا كذلك ثقافه الاتصال كذلك اللي هي مهمه. اذا كل هذا الشيء اللي نتكلم عليه يدخل في منظومه الثقافه الاجتماعيه. فالمجتمعات التي تتميز بدرجة عالية من الثقة يعني تمتلك كذلك مقدار أكبر من رأس المال الاجتماعي. رأس المال الاجتماعي لا نعني به المال الفلوس والبنايات، رأس المال الاجتماعي هو كذلك الثقافة الاجتماعية يدخل في هذا المضمون. وعندما نتكلم عن رأس المال الاجتماعي، هذا النوع من رأس المال يعني نقصد بالثقة، بالقيم، بالمعايير، بالاحترام المتبادل، بالالتزام، بالتعاون، كل هذا يدخل في هذا المضمون الذي يسمى برأس المال الاجتماعي، والذي يعتبر هو لب الديناميكية والذي يدفع إلى التقدم والازدهار والتنمية بشتى أنواعها. الآن حتى لا أطول الكلام، أردت من خلال هذه المداخلة، من خلال كلامي نحو أهمية الثقة الاجتماعية في المجتمعات، وبالخصوص الذكر في المجتمع الجزائري، أردت أن أوجه كلامي سؤالي إلى الأخ حسان. فمن خلال نظرتك يعني هل ممكن أن تعطينا حلول لهذا الأمر؟ كيف يمكننا استرجاع هذا رأس المال الاجتماعي، استرجاع الثقافة الاجتماعية باعتبارها يعني النسيج الذي يربط التركيبة الاجتماعية ويمكن أن يدفع بنا إلى عجلة التقدم؟ وشكرا والسلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا للأخ نوري. تفضل الأخ تيارت. أخ أمين تفضل. شوف أخي نور الدين. نعم تفضل. يبدو أن الأخ حسن زيتوني أساء الفهم تاعي في الأول كي دخلت، وقال باللي زعما انايا كنت نقصد باللي الناس هذو الجزائريين اللي راهم في الخارج ويعني وفجروا الطاقات تاعهم، انا نشكك باللي ما راهم جزائريين. لا بالعكس، انا ما قلتش باللي نشكك ما راهم جزائريين، وانما قلت مثل ما قال الاخ عبد القادر، هل يعني هذه القدرات تاعهم وهذه النجاحات تاعهم كان الحكام الجزائريين او النظام الجزائري هو سببهم؟ هذا السؤال اللي اطرحه انايا. هل كان الاخ نور الدين خبابه يعني يبان على الساحة ويقدر يفتح هذا الراديو، يعني لو كان داخل الجزائر هل كان يقدر يدير هذا الشيء؟ هل الأخ حسان زيتوني
كان يقدر يكون معروف دوليا لو أنه بقى يعمل في اليتيمة. الأخ حسن زيتوني واحد من ضحايا النظام. تتصور أخي خبابا، حسن زيتوني في سنوات الجمر عندما يعني جماعة سانتيجيدو في إيطاليا قام بمحاورة السيد أيت أحمد عليه رحمة الله، فإذا به الصحافة اللي تابعة لهذا النظام الغد من ذلك تنشر مقال بأن هناك يعني صحافي اسمه حسن زيتوني هو ابن عم الإرهابي زيتوني جمال وراهي يروج للإرهاب. يعني شوف خبث هذا النظام، يعني شوف كيف يشوه، يعني حتى يعني شوه السمعة. أنا ما كانش قصدي بلي نشكك في جزائريتكم، حاشا، بل أفتخر بها صدقني أخي والله. درجة يعني لو كان نشوف فقط حكم في كرة القدم جزائري عنده شهرة دولية والله نفرح. يعني هل كان النظام الجزائري هو السبب في يعني في ظهور وتفجير طاقات الأطباء اللي راه في الجزائر، مثلا كما السيد صنهاجي أو يعني الدكتور زرهوني اللي راه في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا هو كان القصد تاعي. عمري لا شككت في الجزائرية تاعهم، ولكن السؤال تاعي أنا اللي قلت يعني هل كان النظام هو السبب يعني البروز تاعهم؟ هذا القصد تاعي. زد على ذلك أخي، كنت تتكلموا على طالب الإبراهيمي، أنا نقول لك يعني القضية بسيطة على واش بوتفليقة ما قبلش الاعتماد لصالح طالب الإبراهيمي، لأنه بوتفليقة متغطرس، بوتفليقة حقار، بوتفليقة يعني ينشر في الرداءة، بوتفليقة ما يحوسش على واحد يواجهه يكون في المستوى نتاعو، بوتفليقة يحوس لازم كاع الناس يكونوا كيما سعيداني وكيما خالد التومي، دائما هو الروا، ما كانش لازم واحد يكون في المستوى نتاعو، هذا القصد تاعي. أخي الكريم، المصالحة الوطنية اللي راك تحكي عليها اللي دارها بوتفليقة، هل المصالحة الوطنية دارها من أجل سواد عيون الجزائريين والجزائر؟ المصالحة الوطنية دارها بوتفليقة من أجل زوج أشياء. السبب الأول باهي برأ الجنرالات اللي جابوه للحكم، يبرأهم من المتابعات القضائية الدولية. ثاني حاجة كان يحوس يرد الشرعية نتاعو، لأنه في سنة 1999 الشعب الجزائري ما انتخبش، ونعرفوا الحادثة أنه حتى المترشحين جبدوا روحهم. دار المصالحة الوطنية باه يقول للدول شوفوا الشعب راه استفتع المشروع نتاعي، لأن هذا الدليل باللي الشعب قابلني. زيد على ذلك أخي الكريم، المصالحة الوطنية هذه اللي كما يسموها مخادعة، هل المسلحين في الجبال نزلوا من الجبال قبل اللي يقول الشعب الجزائري نعم، ولا من بعد اللي قال الشعب الجزائري نعم؟ هذا المسلحين احنا شفناهم نزلوا بحوالي يعني بشهر قبل اللي يقول الشعب الجزائري، قبل اللي يتجه الشعب الجزائري الى صناديق الاقتراع. شكون اللي لو يعني لو كان ماشي الشعب بوتفليقة عنده احتقار للشعب الجزائري وعنده نظره تاع إساءة للشعب الجزائري، شكون كان ضامن له لو كان ما كانش عنده نيه في تزوير يعني هذا الاستفتاء؟ شكون اللي كان يضمن له؟ هل جاه ملاك من السماء وبشر ربي سبحانه مع هذا الملاك باللي الشعب الجزائري راح يقول نعم لهذا الاستفتاء؟ يعني بوتفليقة شوف صراحة والله، شوف أخي خبابة، بوتفليقة والله رد الجزائر للحاضر، رد الجزائر للحاضر. أنا خاطئ درمع حسن، أنا خاطئ. لا أنا شوف والله أحترم الأخ حسن زيتوني، والله أحترمه، ما رانيش في المستوى تاعو بهن يعني بهن واجه، وإنما هذه هذا رأيي فقط يعني، هذا لا اللي نقدر نقوله. نعم، شكرا للأخ أمين من تيارت الميكروفون. إذن الإخوة والأخوات، كان هذا هو البرنامج تاعنا اليوم حول الثقة في الجزائر والتغيير. تفضل الأخي حسن، دير مداخلة أخيرة باش نختموا البرنامج. شكرا جزيلا، أرحب بكل هذه الآراء القيمة التي صدرت عن الزملاء، وأعتقد أنها صحيحة في بجملها، وأنا هنا لست أدافع عن هذا الشخص، عن هذا الرئيس، فقط إنصافا للحقائق لا بد. وأنا ذكرت في بداية هذا الحديث كصحفي جريء أتكلم وأقول الحقائق، كاين اللي يعجبه وكاين اللي ما يعجبوش، لكن أنا وجهة نظري أنه بعض الإنجازات تحققت، ولم أقل أنه هو اللي جاب المصالحة، وإنما ذكرت من سبقه لذلك، وهل تحققت المصالحة كما يريدها الشعب الجزائري؟ لا أعتقد ذلك. هل هو تسبب في الكوارث التي تعيشها الجزائر؟ نعم، يتحمل قسط من المسؤولية لأنه هو الرجل الأول في هرم الدولة، هذه لا أحد يشك في هذا الأمور، ولست هنا للدفاع عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لا علاقة لي
بالنظام في الجزائر ولا بالحكم في الجزائر. أنا لست كذلك مع المعارضة المزيفة في الجزائر، وطني جزائري مخلص لمبادئي ولقيمي ولجرأتي لأقول الحقيقة، ولم أشك أبدا في الأخ من تيارت أنه قال شك في الجزائر. لا، أنا فهمت قصدك وأنك تعتز بكل جزائري سواء ترك، لكن عندما تقول هل الكفاءات، هل الإطارات، هل حسن زيتوني أو الدكتور الذي ذكرته نجحوا لأن النظام هو اللي ساعد، لا، يعني النظام السابق اللي درسنا فيه احنا كانت فيها على الأقل مشروع دولة، مشروع واضح للدولة، مشروع فيزيون للمستقبل كانت موجودة، فاحنا تربينا في هذا الجو اللي سمحنا أنه نتحلى بالثقة اللي رانا نتحلى بها، نواجه الصعوبات اللي واجهتنا، الأشياء اللي اتهمونا فيها، وأنا عارف مين اللي كان وراء تلك الاتهامات الباطلة، جماعة بوكروح وجماعة اللي حبت تبرأ نفسها لأنها شاركت في السانتيجيديو وبعدين ندمت على القرار بعد ما أنبوهم الجنرالات اللي خلف. وكذلك بعثوا صحفيين، وأقول صحفيين، بعثوا مخبرين اللي جاوا وانا غديتهم وكلتهم وشربتهم وعشيتهم ورقدتهم حتى في الوتيل اللي كنت ساكن فيه، وهما اللي اداوا الاخبار وهما اللي قالوا على الندوه. واتصل في السفير الجزائري اللي كان هنا في لندن ويقول لي ممكن تنحي انور هدام في الحديث نتاعك، خلي الجماعه الاخرين ونحي انور هدام. هذا النظام، هذا هو طبيعه النظام اللي كان سائد قبل بوتفليقه واللي جاوا بعد بوتفليقه. ما كانش فرق، راه نظام تاع مخابرات، نظام تاع استئصاليين، نظام تاع فاسدين، ما يحبوش الخير للجزائر، ما يحبوش الانسان الوطني، ما يحبوش الانسان اللي يقول الحق. هذا هو الواقع. بوتفليقه وجماعته ولا اللي قبلهم نظام تاع مخابرات، لا بوتفليقه يقدر يتصرف ولا زروال يقدر يتصرف. عندنا نظام بوليسي استخباراتي معروف، انتم تعرفوا هذا الشيء كجزائريين، وانا مانيش هنا باش ندافع على بوتفليقه، ولكن عندما ناخذ الشخص ونريد ان نقيم شخص معين، على الاقل كصحفي على الاقل نقول الحقائق، بعضها إيجابي وبعضها سلبي، ولست هنا للدفاع عن هذا الشخص أو لانتقاد الشخص الآخر. في الأخير أريد أن أقول أن الطريقة للعودة إلى هذه الثقافة الاجتماعية التي كانت سائدة والتي أشار إليها الأستاذ من إسبانيا كانت موجودة، لأن النظام نفسه، اللي رموز النظام اللي كانوا محاطين، مثلا مستشارين اللي كانوا محاطين بالرؤساء، مثلا رئيس بومدين كان محاط بمستشارين مثقفين، كانوا مستشارين يتحدثون بلباقة، يتحدثون ثقافة المجتمع، يتحدثون عما سماه الأستاذ الثقافة الاجتماعية الصحيحة. كنا نستمع إلى مولود بالقاسم، ونستمع إلى عثمان سعدي، ونستمع إلى فلان وفلان وإطارات، وأحمد طالب الإبراهيمي، وكنا يعني كانت ناس إطارات مثقفة تتكلم، وهذا هو الواقع اللي ضاع. كنا بعض الشخصيات ضاعت من الوسط السياسي الاجتماعي الثقافي الفكري في الجزائر. الآن ما فيش ثقافة في الجزائر، ما فيش فكر، ما فيش تنوير، في ثقافة الاختلاسات، السرقات، النهب، اللهث وراء المادة، كل لهذا ما فيش ثقة. حتى البوليسي ما يفكر أنه يشتغل للأمن، يفكر كيف يوصل الراتب يروح يأخذه من البنك. تاع النائب البرلماني، نتذكر أنا كنت في الجزائر ويقول لك عنوان كبير في واحدة من الصحف، برلماني يبلع وشعب يدفع. هذا الناس البرلمانيين اللي تتكلم عليه مستوى واطي، مستوى تاع مادة، تاع لهثو وراء. أنا مانيش هنا بوبيليست وأنا قاعد نقول لك نعطيك في خطاب اجتماع كما قلت أنت هذا الشعباوي. أنا مانيش قاعد نمارس في السياسة. أنا لو كنت نمارس في السياسة وندخل في المعترك السياسي ممكن تتهمني بهذا الشيء وتقول بوبيديست والميساج بوبيديست، وأنا مع احتراماتي مع عمري ما قلت لك أنك أنت أو الزملاء اللي شاركوا معنا أنكم غير مثقفين، وأنا ما عمري ما قلت هذا، بالعكس أنتم ظهرتوا أفضل مني في الكلام وطريقة طرح الأفكار. أنا صحافي ارتجالي، أتكلم بعض الأحيان بالعاطفة وبعض الأحيان ولكن أسعى إلى قول الحقيقة، ولم أتهمك بأي اتهام على الإطلاق، وسامحني إذا كنت أخطأت في حقك في هذا الجانب. باختصار شديد،
الجزائر عندها ثقة، الشعب الجزائري عنده ثقة في المستقبل، حبينا والله كرهنا ما نقدروش نحيو هذا الشيء للشعب الجزائري. وأنا لما أقول الشعب ما قصدش السراقين الكذابين المنافقين الخونة الطماعين اللي قاعدين يسرقوا وينهبوا ويصوتوا على قوانين اللي يشوفوها تخدم مصلحتهم ويفكروا كيف يوصلوا ياخذوا فيزا لفرنسا وكيف يروحوا. أنا مانيش نتكلم على حوثانة ثقيلة يعني عددهم قليلة جدا، نتكلم على الملايين، نتكلم على الشعب، الشعب اللي عنده رصيد تاريخي. هذه الأشياء اللي هم قاعدين يطمسوا فيها كانوا يبرزوها في الجزائر، كانت ندوات تدار حول الفكر، حول الثقافة، حول كانت قاعات المسارح كل هذه الأشياء. احنا عايشين في العاصمة كنا نغطي وندوات بشكل يومي، أنا كنت مراسل جريدة الجمهورية في العاصمة، نغطي بشكل يومي ندوات فكرية ثقافية، أسبوع الفيلم الإيطالي، أسبوع الفيلم المكسيكي، أسبوع الفيلم البرازيلي. كانت الجزائر فيها حركة ثقافية، فيه فكر، فيه توعية، فيه نشاط، فيه تصور تاع الدولة. هذا هو اللي نحكي عليه هنا. الآن ما فيش هذا الشيء، هذا فيه ظلم، فيه حقرة، فيه سرقات، فيه حثالة حاكمة ما عندهاش ثقافة، ما عندهاش فكر، مستوى تاع أنا نسميهم فيتامين إر، ما عندهم حتى ثقافة التغذية، الغذاء والأكل والشرب وطريقة كيف عايشين حياتهم فوضى. فهذه الأشياء هذو، هذا الناس هذو لازم نحاربوهم، لازم نكشفوهم، لازم نبينوا عيوبهم باش هما يستحيوا على نفسهم. إذا ما كانش يعني ما يقدروش يستحيوا على نفسهم، ممكن يخرجوا ويخليوا المكان، يفسحوا المجال للناس اللي هي قادرة واللي عندها أخلاق واللي عندها ثقافة واللي عندها فكر واللي قادرة تتكلم تخاطب الشعب وتوعي الشعب وتصير وتكون هي نموذج، هي مثال في الأخلاق، في السلوك، في الممارسة السياسية، في الممارسة المهنية، في كل واحد في عمله. هذا هو اللي الحلقة اللي فقدتها الجزائر. هكذا كانت الجزائر وهكذا وللأسف أصبحت على ما هي عليه اليوم. هذا هو اللي خليني أنا أشعر بهذا النوع من الانفعال تجاه ما يجري. أنا مش ندافع على أي رئيس ولا على أي وزير ولا على هو جابهم، هو مسؤول عليهم هو، ولكن لما نريد أن نقيم شخص معين أو مرحلة معينة لا يمكن فقط أن نذكر السلبيات. الجنرالات العسكريين فيهم اللي كانوا نزهاء واللي تكلموا كانوا وطنيين ووقفوا مع كلمة الحق، وكان اللي فيهم كلاب خباثة ما حبوش يحشموا، دخلوا البلاد في دوامة الحرب اللي قضت على الأخضر واليابس، والجزائر كانت في غنى عن ذلك. ولا أريد أن نعود أخي حسن إلى ذلك الوقت، وهذا هو الذي أريده. أخي حسن غير صبرني برك قبل ما تختم المداخلة نتاعك، برك ندير مداخلة قصيرة ومن بعد إن شاء الله نختموا البرنامج. أنا دائما من العادة نتاعي هكذا لما يكون هناك ضيف نخليله يعني تسمى الوقت نتاعو على جل باش يتكلم يوصل الأفكار نتاعو كيما يحب دون التشويش على الأفكار نتاعو، دون هو أنه نوجه الحوار، خليه حتى باش هو يكون هناك عامل ثقة بيناتنا، يكون هناك عامل ثقة فقط في الم... وإحنا الحوارات هذه اللي نديروها الميكروفون برك الأخ حسن، الحوارات هذه اللي احنا نديروها هي حوارات تكاملية، يعني هذا يكمل هذا. انت ذوك ربما كاين بعض الاشياء ربما هو انه واحد يكون هو مضطهد ولا راه مظلوم من النظام ولا ربما ما يتحدثش هو على هذيك الجوانب الإيجابية لأنه راه محقور، لأنه راه مظلوم، لأنه راه مجروح، لأنه راه مغبون، لأنه راه مكلوم. بالتالي انت ذوك انت تتكلم في جوانب واحد اخرى، وحنا هذيك الجوانب اللي انت تتكلمها وحنا الجوانب اللي نتكلموها احنا تكمل بعضها البعض. هذا هو الشيء اللي راهو غايب في الوسائل نتاع الاعلام، والحوارات هي مش كيف ما الصراعات هذيك نتاع على نمط نتاع فيصل القاسم نتاع هذوك نتاع الحوار تاع الفرارج هذيك تاع الديك، هذيك حوارات هادئه ولكن تكون مبنيه على الحقيقه ومبنيه على الصدق ومبنيه على العلم ايضا، حتى باش نقنعوا هذ الاخوه اللي راهم يتبعوا فينا وباش تكون هناك ثقه بيننا وبينهم حتى باش ما نفقدوش الثقه. المواطن هذا والله المستمع لما هو يشعر باللي راهو كاين فيه تواطؤ راهو رايح يسحب الثقه نتاعو. لذلك حنا نحاولوا هو انه نكونوا
يعني في المستوى نتاع المستمعين والمستمعات باش تبقى الاستمراريه هذه نتاع الحوارات هذه. فيما يتعلق ببوتفليقه اخي حسن، انا ما رانيش نقول لك باللي انت راك تدافع عليه، تراك تظهر في بعض الجوانب اللي ربما احنا ما نطرقوش لها، ولكن درك كاين بعض الاشياء منطقيه اخي حسن. درك مثلا بوتفليقه هذا، درك لو كان مثلا هو راه عطى الفرصه للاطارات وعطاو الفرصه للكوادر، حنا دوكا لما تكلم لي على الطريق، هو دار طريق واسمه طريق هذه نتاع شرق غرب، ودار وتلاوات ودار مدارس، ولكن لما تشوف انت دوك المدرسه تلقى انت التلميذ محطم والاستاذ محطم وهذه الاطارات محطمه، يعني انت دوك مثلا هذه الكوادر اللي راها موجوده في الخارج، لو كان هو دوك مثلا عطى الفرصه قال مثلا جبهه التحرير راه فيها واحد راه مهري، رانا شفنا بها فيها واحد احسن من مهري، وشفنا احنا مثلا هذه الاطارات، لماذا يهمش احمد طلب الابراهيمي؟ لماذا يهمش مهري؟ لماذا يهمش ايت حمد؟ ولماذا 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 كثير من الاطارات؟ ويكفي دليل، انا اعتقد بل ربما موقن من انك من المدمنين على بومدين. روح شوف واش قالت واسمه مرت بومدين على بوتفليقه، مرتو مرت بومدين. درك لو كان هو راهو مثلا جاب السياسه نتاع بومدين مثال، راهو هو قال مثلا دار مثلا مستشفيات ودار جامعات ودار صناعه ودار كذا، بومدين هل ترى هو كان يحقر في الاطارات؟ بومدين هل ترى هو كان يحقر في الجامعيين؟ بومدين هل ترى هو كان يحقر في الطلبه؟ بومدين هل ترى هو كان سراق؟ بومدين هل ترى هو جاب العشيره نتاعو وجاب الاهل نتاعو على جال باش يخدموا معاه؟ بومدين ها هو كاين شريط راهو بالصوت وبالصوره، احمد طالب الابراهيمي راح ليه لموسكو وهو اللي كلفو على جال باش هو يروح معاه، ولما قال له باللي راهو جاك خوه قال لك انا كنت ننتظر على جال باش يفرح لما جا خوه باش يزورو، قال لك فاذا به يسال فيا شكون اللي سلك له البيان تاع الطياره. حنا راك تشوف فيا يا الاخ حسن، راك تشوف انت دركا جزائريين وجزائريات راهم يطلبوا في الفيسبوك وراهم يطلبوا في اليوتيوب على جال باش يروحوا يداويو، وهو يجي يبدلوا له ليكوش في فالدوغراس. يا صاحبي حاكم الاقامه دوكا راهو في زيرالدا، حاكم اقامه ولا في سيدي فرج حاكم اقامه، يا صاحبي مريض يروح الى خدم موش بالمزيه نتاعو، راهو رئيس موش بالمزيه نتاعو، واذا كان دار المصالحه بين الجزائريين فرضا باللي راهو دار المصالحه موش بمزيتو، هذا الواجب نتاعو، واجب نتاعو على جل، واي واحد هو يجي لهذا المنصب واجب عليه على جل باش هو يخاوي بين الجزائريين. تا لما تشوف دركا منطقه نتاع القبائل على اهبه الانفجار، وتشوف انت المنطقة نتاع غردايا على اهبة الانفجار، وتشوف في عين صالح المنطقة نتاع الصحراء على اهبة الانفجار، لما تشوف انت البترول اللي امو بومدين عاود رجع للشركات الاجنبية، ولما تشوف انت الجزائر اللي حروها الشهداء والمجاهدين، وتشوف انت هذو اللي بينوار عاودوا يسترجعوا في المساكن نتاعهم في الاملاك نتاعهم، وتشوف انت في جزائريين يخرجوا من السكنات نتاعهم، من حقك يا صاحبي هو انك انت تغضب، من حقك هو انك تصرخ، من حقك هو انك تندب على هذه الجزائر هذه اللي صاروا فيها هذ الناس اللي مومش في المستوى. تشوف انت درك واحد كيما طليبه هذاك في البرلمان، وتشوف انت في الاشكال دون هو انه نظلوا نسميو في الاسميات نتاعهم، فيما الكوادر المهندسين الباحثين العلماء يمنعون من الترشح او ربما يترشحوا ويديروا لهم ملفات. تشوف انت ابناء الحركه حاكمين اماكن، وتشوف انت الوطنيين مهمشين. تفضل اخي حسن. نعم يعني كلامك يصب في النقطه الاساسيه التي اشرت اليها انا، وهي مرارا يعني عده مرات ذكرتها، وهي ضروره كشف عيوب هذ الناس وتصرفاتهم وما يقومون به. هذه كلها اخطاء ورواسب تصب في مصلحتنا نحن لكشف عيوب هؤلاء وفضح ممارساتهم، وبالتالي
الشعب سيتحرك ضدهم إذا لم يكن الآن ففي المستقبل، على الأقل يكون هذا السجل من الاتهامات الموجهة إليهم مسجل وموثق، وسنحاكمهم بإذن الله. هذه يعني الفكرة اللي يعني كلنا نتفق على نقطة في اعتقادي، يعني من خلال حوصلة الكلام هذا، تدخلاتك ومداخلات الزملاء ومداخلاتي أنا، تصب في واحد في نقطة واحدة، وهي أنه النظام القائم حاليا يسعى بطريقة أو بأخرى إلى الزج بالوطن في مشاكل خطيرة جدا نخسر بها الوطن. ربما هم يخططون لنخسر الوطن، وأنا كجزائري لا أريد أن نخسر الوطن فقط لأن هناك حثالة تتصرف بغباء وتختلس أموال الشعب وتضطهد الإطارات وتبعد يعني الكفاءات، وهذه الممارسات الخاطئة التي لا تصب في مصلحة الوطن، حتى ولو الإنسان يكون خاين لوطنه ما يتصرفش بهذه الطريقة هذه. يعني حتى ولو أنه نفترض هذو الناس جاءوا خصيصا كخونة باش يحطموا البلاد، من المفروض أنهم ما يعملوش هذا الشيء، لأنه لازم يأخذ بعين الاعتبار أنه هناك شعب وأنه هناك تاريخ وأنه هناك رصيد وأنه هناك قيم لهذا المجتمع لا يمكن محوها ولا يمكن طمسها مهما كان الممارسات تحمي. يعني فرنسا واستعمارها وآلتها وحاولت وكذا وما قدرش تمحي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله من الجزائر. impossible. أنا نقول لك باللي الشعب اللي عنده هذا الالتزام وهذا الارتباط بأصالته وجذوره وبجزائريته وبوطنيته، وهذا مشكلة كلام تاع ديماغوجية ولا كلام تاع تزييف، هذه هي الحقيقة. أنا باش تغير لي أنا أعوذ بالله من كلمة أنا يصعب عليك. أنا مرة يعني كنت أتكلم مع عبد العزيز بالخادم، نعمل معاه مقابلة وكانوا جماعة على فلان، وقبل ما نبدأ وأنا نتكلم بالجزائرية ونعطي في الأمثال الشعبية، قال لي واحد أنت عمرك ما خرجت من الجزائر وعمرك ما عشت في الإنجليز، قال لي تعالك 30 سنة في الإنجليز، قلت له نعم أنا عادي 30، قال لي كيف حفظت على كل هذا الأمثال الشعبية وعلى، قلت له أنا جزائري ما أقدرش نتبدل. فهذا هو واقع. هيا صح سيدي، صح سيدي، كعت من أصبرني أصبرني برك أخ حسين، كيعود انت محافظ ومانيش عارف واشي وسطيف وطنجة، هيا شوف ترى عارف ان الغنية هذه باش نلطفوا بها الجو ونختموا بها البرنامج. اصبر تشوف ترى ان بس ما تبكيش. ها سمير ستايل يا خاطي تحياتنا لكل الإخوة الصطيفية اللي راهم يتبعوا فينا. هذه السيدة ماهيش صطيفية. الأغنية تاع بكيكشي الخير. تاع بكيكشي ياه. أنا قلت لك يعني حتى اللهجة تاعها. تحياتنا لكل الإخوة اللي راهم يتبعوا فينا من سطيف وكل خوتنا الجزائريين والجزائريات اللي راهم في الخارج. المهم نحن في وضع حساس. وما يخفي لكمش باللي الجزائر راها في على فوه نتاع بركان، لذلك نطلب من كل جزائر. نختم بواحد النكته هكذا سمعتها ديال نيرمو. نعم تفضل اخي حسن. قال لك واحد استاذ عبد القادر من كندا تكلم عن الحراقه تاع الجزائر، الجزائريين اللي هاربين مساكن في البحر. اصبر اخي حسن، هو كاين عبد القادر يحوس يدير مداخله قصيره ونخليك باش تختم انت. تفضل تفضل الاخ عبد القادر، قلت لي دير مداخله قصيره. شكرا. طبعا
مش مداخلة والله، غير أولا نشكر خويا سي حسان بارك الله فيه على المشاركة تاعه، وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة يعني، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إعلامي خويا حسان، ما تشوفش ضرورة يعني باش خلق قناة فضائية جديدة تمثل رأي جديد، ما هي لا من الموالات هذه اللي يسموها الموالات، ما هي من المعارضة هذه المزيفة هذه اللي راهي كذا، ومن اجل يعني باش بناء اعاده الثقه، هذه اعاده الثقه من اجل اصلاح ما فسد، من اجل اعاده اللحمه الوطنيه. اسكو ما تشوفش باللي لازم نفكروا يعني، انت راك اعلامي وعندك علاقات مع الاعلاميين، باش نخلقوا هذه ولا نخرجوا هذه من يعني الواقع، قناه فضائيه تمثل التيار يعني ما يخدم لا هذوك ولا هذوك. وش رايك في قناه المغاربيه اذا ممكن يسمح لنا نور الدين بطرح هذا الاخر؟ انا ما عنديش مشكله، انا والله صدقني انا طلعت معاهم مره واحده، تكلمت يعني عبر الهاتف. الو، نعم، اشكرك جزيل الشكر اخ عبد القادر. نعم يعني هذا القناه المغاربيه انا شاركت معاهم مره برك في الهاتف، ما نشوفش كثير البرامج تاعهم، والان حتى راحت من الساتيليت كومبليت، ما مانيش نشوف فيها، ما عارف مين اللي مولها، ما عارفش مين اللي يعملها. لكن إذا أردت قيمها كقناة من ناحية مهنية، ما زالت تحتاج إلى كثير من التغييرات في مسألة استديوهات، في مسألة التقارير الإخبارية كيف تعمل، المنتج تاعها، الإخراج تاعها، شبكة المراسلين كيف تكون. فهذه أشياء يعني تتعلق ب إذا أردت أن تواكب تطورات ما آلت إليه القنوات الفضائية الأخرى، فهناك يعني القناة هذه المغاربية بحاجة إلى كثير من التعديلات في 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 الشكل، خاصة في الشكل الذي يظهر به وجه القناة وبرامجها وتقاريرها. بالنسبة لوجود قناة فضائية، كنا قد تحدثنا عن هذا الموضوع مع الأخ خبابة، وكان نور الدين جاهنا لندن، والقناة موجودة. ألو، نعم، من اسمه فيه؟ نعم، القناة يعني المقر، مثلا المقرات موجودة، فقط كما ذكرنا تذكر نور الدين، نعم، قضية الأموال دعوة في ماهو. نعم، لو كان فيه تمويل في بداية السنة الأولى فقط حتى تكون القناة واقفة على رجلها، نستطيع أن نقيم القناة وتكون قناة بأتم معنى الكلمة، يعني في المستوى اللائق الذي آلت إليه بعض القنوات الفضائية في العالم. لكن هو المال، وإحنا لما نتكلم عن التلفزيون، وهذه دائما أنا أكررها وقلتها حتى الخليفة لما جاء هنا على لندن قبل ما ينشأ القناة، قلت له أنت ممكن تكون رجل أعمال ناجح وتتكلم بالمليارات وحساباتك تحسبها بالشهور والسنوات، التلفزيون يحسب له بالثواني. أنا لما أريد أن أعمل تقرير عن 8 ماي 45 مثلا، وأريد دقيقة، أريد صور أرشيف من مثلا التلفزيون الفرنسي عن حادثة معينة، لما أتصل بهم كوكالة يسألونني كم ثانية أريد من الصور، صحيح، ليست كم دقيقة وكم ساعة أريد من الصور، كم ثانية. فالتلفزيون يحسب بالثواني، مكلف جدا، ولا لا 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 تتوقع أن تحصل على إيرادات في السنوات الأولى لإنشاء القناة. هذا الصرح الإعلامي يتطلب أموال كبيرة قبل أن يعود عليك بالأرباح، وبالتالي فنحن نتحدث عن مبالغ مالية طائلة، وليست للأسف لدينا هذه. لو كان هذا النظام نظام وطني وجزائري صحراء، الجزائر عندها قناة فضائية تضاهي القنوات العالمية، لأن كلمة حق نقولها، القنوات الفضائية التي نجحت من MBC إلى الجزيرة إلى العربية إلى أبو ذا سكاي اللي راكم تشاهدوا فيهم كلهم، لولا الكفاءات الجزائرية اللي اشتغلت في هذه القنوات وما زالت تشتغل فيها لما وصلت إلى ما هو إليه. وأعتز بهذا الشيء، وصدقوني أنه لما بدأنا نشتغل في قناة MBC كانوا الإنجليز هم اللي بدأوا يسيروا في القناة، فمرة واحد إنجليزي اسمه ستيوارت قال لهم المدرسة التي يعني بعد ما احتك مع عدة تجارب مصريين وجزائريين ولبنانيين وكذا،
انهم المدرسه التلفزيونيه الناجحه في العالم العربي من خلال معرفتي للشباب اللي اشتغلوا هنا في الان بي سي هي المدرسه الجزائريه، ونحن نفتخر بهذا الشيء. وكل الصحفيين اللي نجحوا في القنوات الفضائيه واعطوا يعني نموذج ومثال هم من الجزائر، خريجي معهد الاعلام والجامعات الجزائريه، فهذا شيء لابد نفتخر به. ولكن للاسف الشديد النظام اللي عندنا ما يعرفش يقدر الكفاءات، ما يعرفش يستغل الكفاءات، فتلقى الجزائريين يتخرجوا ويروحوا يشتغلوا عند السعوديين والقطريين والاماراتيين وعند كذا، وهذا شيء مؤسف، لكن ما تقدرش تلومهم لانه في اخر المطاف لازم يعيش. في الاخير يعني لو سمحت نور الدين، اريد ان اقول باننا نصب كلنا في مرحله يعني في شيء جميل، وهو اننا نريد كشف عيوب هذا النظام وتغيير لصالح الأفضل والأفضل، وإعادة الاعتبار للجزائر كما كانت واقفة على رجليها. وفي الأخير أريد فقط أن أختم لو سمحت بنكتة. قال لك واحد من الحراك الجزائريين اللي كان هارب من الجزائر وصل لليبيا، لقى الجماعة السوريين والأفغان والصومال وكذا كلهم راح يركبوا في هذا ما يسمى بقوارب الموت، فهو قال لك لا، راح قال لهم أنا ما نروح نموت معاكم، وراح شرى شومبريير وحده قنفله ركب فيه وجاء حاكم الطريق في وصلة ميديتيراني. كي وصل الوصلة بحر خرج للركام، خرج للركام وفي وصلة بحر قال له آه، شاف معاه الجزائري ذاك الحراق، قال له إيه، قال له أنت عندك سنين وتمضى، ما تخوفنيش، قال له في الجزائر هم يسرطوا صريط، قال له ما خوف. فقعد، فقال لك الركام ذاك عاود هرب ودخل، هو اللي هرب موش الجزائري. فالجزائر للاسف الشديد عندنا كما قلت لك احنا برلمان يبلع وشعب يدفع، عنا سراقين وكذابين ما حشموش على اصلهم، ربي ان شاء الله يهديهم ويهدي الجزائريين. واشكرك جزيلا نور الدين، ربي يبارك فيك، واشكر واحتراماتي واعتذر لي للشباب اللي دخلوا معنا اذا كان يعني لا 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 ما كان والو، رانا راه قلوبنا حليب ان شاء الله على بعضنا البعض، احنا كنا خاوه ان شاء الله وكلنا حبنا للجزائر، وهذا اهم شيء بالنسبه لنا، ومشكورين شكرا ربي على هذا، ربي يحفظك الاستضافه الطيبه. مولود اذا كان ممكن درنا كلمه بالقبيليه باش خاوتنا يحسوا ايضا باللي راه معنا. اخ مولود ممكن عندك مشكله في الميكروفون، دونك عندك مشكلة في الميكروفون. أخ مولود هل تسمعوني؟ يا أخويا اكتب لنا رسالة. مالا سي نور الدين، صباح الله خير. ربي يبارك فيك خويا حسن، شكرا أخي حسن، ربي يحفظك وربي يطول عمرك إن شاء الله، وربي يلاقينا في ساعة الخير إن شاء الله. إذن الإخوة والأخوات، كان هذا هو الموضوع تاعنا اليوم حول الثقة في الجزائر والتغيير. كما تابعتوا كان معنا أخونا حسن زيتوني اللي هو كاتب إعلامي. كنا مع الأسف الشديد هو أنه تأخرنا على الموعد نتاع الحوار، مولفين نديروه على الساعة 7 مساء بالتوقيت نتاع الجزائر، ولكن كان حدث فيه خلل تقني، ربما بعثوا ناس على جال باش يحطمونا هذا الحوار تقريبا لمدة ساعة، كان فيه أعتقد فيروس والله، لمدة ساعة ونحاول على جال باش نجريو الحوار على السكايب نتاع الإذاعة. ربما الإخوة اللي راكم تتابعوا فينا تشوفوا باللي السكايب تاع الإذاعة راه مغلوق، رانا نديروا في الحوار على الحساب نتاعي الخاص. إذا نعتذر لكل الإخوة اللي مالفين يشاركوا معنا، وربما لقوا اليوم السكايب نتاع الإذاعة راه مغلق، احنا رانا درنا الحوار على الحساب نتاعي الخاص حتى باش نمنع هذا الحوار. أتمنى هو أن رانا أفدناكم من خلال هذا الحوار وهذه المعلومات اللي راكم سمعتوها، وهذه الطريقة نتاع الحوار اللي راكم تابعتوها من خلال هذه الندوات اللي رانا نجريوها على الإذاعة نتاع وطني. تبقى دائما الإذاعة نتاع وطني هي في الخدمة نتاع الجزائر والجزائريين. بإمكانكم هو أنه تشاركوا معنا من خلال الحوارات المباشرة، بإمكانكم هو أنه تقدموا الاقتراحات نتاعكم، أيضا بإمكانكم هو أنه توجهوا انتقادات نتاعكم البناءة من أجل على جل باش نطوروا هذه الحوارات، وعلى جل باش نمشي قدما إن شاء الله، حتى إن شاء الله لما لا هو أننا نأسس قناة فضائية ويكون معنا أخونا حسن لما لا.
وإن شاء الله إذا كان وصلنا إلى إنشاء قناة فضائية أو ربما تطوير نتاع الإذاعة نتاع وطني، أنا على يقين وكانت هناك الثقة، الثقة هذه اللي كانت هي الصلب نتاع الموضوع تاعنا، كانت الثقة بين الوسيلة هذه الإعلامية اللي رانا نخاطبوا فيكم من خلالها والثقة مع الجمهور. إن شاء الله رايحين نرجعوا الكثير من الأشياء اللي غابت في المجتمع من خلال البرامج ومن خلال التوعية ومن خلال التحسيس ومن خلال التعبئة ومن خلال التوجيه الصحيح. إذن أشكر كل الإخوة اللي شاركوا معنا في هذا البرنامج، الأخ نوري من إسبانيا، الأخ مولود من بريطانيا، ولو أنه أخونا مولود مشار ما شاركش معنا ربما راهو عنده مشكلة في الخط نتاع الانترنت، أو ربما راهو في الجزائر مش كيما مولف عنده ولا ليبرتي في بريطانيا، الأخ عبد القادر من كندا، أخونا سمير من أمريكا، الأخ أمين من تيرت، والأخ فؤاد من فرنسا، وأخونا حسن اللي يعني راهو أعطانا وقت ثمين، يعني الآن رانا تقريبا أكثر من 3 ساعات يعني 4 ساعات الآن إحنا معنا أخونا حسن. نشكر أخونا حسن وإن شاء الله نلتقي في فرص واحدة أخرى. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم. الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع. حد مين؟ معن من أجل مصالة وطنية. حد مين؟ شيء أدو وطني.